السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، نحن على المباشر. اليوم 4 فيفري 2019، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر. أخ عبد الخالق، وعليكم السلام. أخ عبد الرزاق، الأخ مجيد، هناك عدة أسئلة يعني تطرح في الشارع الجزائري عند المثقفين، في وسائل الإعلام، عند الناس المهتمين بالشأن الجزائري حول الأحزاب السياسية في الجزائر. لماذا الأحزاب السياسية في الجزائر عجزت عن تقديم مرشحيها؟ لماذا الأحزاب السياسية في الجزائر ليست في مستوى طموحات تطلعات الشعب الجزائري؟ لماذا عجزت هذه الأحزاب السياسية في الجزائر للتوافق حول مرشح يعني اللي من شأنه هو أن يحدث التغيير في الجزائر؟ هذه الأحزاب السياسية التي تصرخ وتصيح طول العام ولم تستطع الناس يعني اللي من بين هذه الأحزاب يعني اللي ما قدروش حتى يلموا قاعة ويخرج لهم جنرال، ولا نظل يوم ما نظلوش ولا كذا في السياسة، يخرج مباشرة وتلتف حوله هذه الأحزاب إلى غير ذلك من المسألة اللي هي متعلقة بهذه الانتخابات الرئاسية وهذه الأحزاب ولا الحزيبات. إذن نرعو الحوار مفتوح، بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا في هذا النقاش. شوفوا ترى مع الأخ هذا هشام، للأسف الأخ هشام راهو عندك خلل في الخط نتاعك. نشوفوا ترى مع الأخ هذا إبراهيمي نتاع العلماء، الله يقدر يطلع. المهم إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، مرحبا بكم معنا. مرحبا بك الأخ إبراهيمي. واش راك شوية؟ لاباس بخير والله الحمد لله. منين راك تكلم فينا الأخ؟ من العلمة. ألو ألو، يبدو أن الأخ إبراهيم راهو عندك ضعف في الخط. المهم في انتظار هو أنه ربما يصلح الخط نتاعو هذا. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، مرحبا بكم معنا. الإخوة اللي ما تقدرش تشاركوا معنا وربما رانا نقاسم معنا في نشر الرابط نتاع الصفحة ونشر الرابط نتاع البث المباشر حتى يصل هذا النقاش وهذا الحوار إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات، سواء اللي راهم في الداخل أو اللي راهم في الخارج. وماذا بكم باش تشاركوا معنا الإخوة والأخوات؟ كاين فيه بعض الأوباش اللي هم مكلفين بمهمة، يجيو هما مرة على مرة على جال باش يفسدوا مثل هذه الحوارات، ويجيو يكتبوا تعليقات اللي هي خارج النقاش، أو يجيو مثلا ينشروا بعض الروابط، أو كاين حتى بعض المحتالين هكذا اللي يجيو مرة على مرة يدخلوا في مثل هذه النقاشات أو حتى في الصفحة، ويديروا بعض العناوين أو أرقام الهاتف، وقالها وفلان المريض راهو في اللحظات الأخيرة نتاعو. خذوا الاحتياطات تاعكم، ما لازمش يلعبوا لكم الناس على العاطفه نتاعكم ويجركم لخارج النقاش ولا خارج الاهداف تاع هذه الصفحه. الاهداف تاع الصفحه راه واضحه، نحن نريد تغيير حقيقي في الجزائر، لا نؤمن بتغيير الاشخاص، ما انا لا مع بوتفليقه ولا مع الغديري ولا مع اي شخص واحد اخر، نحن نريد تغيير حقيقي في الجزائر، نريد بناء دوله تاع مؤسسات، بناء تاع دولة لا تزول بزوال الرجال. إذا كان فيه فعلا شخصيات سياسية
واتفقوا حول المرشح، ويكون وفق حوار من أجل الذهاب إلى تغيير حقيقي، مش هي تغيير تاع بريكولاج ومش هي استبدال شخص بآخر، تغيير حقيقي، ويكون هذا وفق توافق. يعني احنا ممكن بلك لعود نقدروا نساهموا ولا نساعدوا هذ الناس، او على الاقل نسكتوا ما نحرجوهمش. اما باش واحد يجي انا يلعب لي لعبة، هذه ان شاء الله ما تقدرش تمشي معنا. ربما كلحتوا والدينا، احنا ما تقدروش تكلحونا، وان شاء الله في المستقبل ولادنا ثاني ما تقدروش تكلحوهم. شوفوا ترى هذا الاخ عبدو، راهو عندك الاخ عبدو عندك مشكلة في الخط تاعك. المهم الاخوة والاخوات، انا ما نضلش نكرر في الكلام، كاين بعض الناس اللي يطرحوا لك اسئلة والهدف تاعهم هو على جال باش انت تعاود تكرر نفس الكلام. راني تحدث في نقاط في حوارات كثيرة، وأعطيت رأيي في مسائل كثيرة. الإنسان اللي ما يعرفنيش مش مشكلة، راهو الحساب تاعي موجود على اليوتيوب، بإمكانكم هو أنه تكتبوا نور الدين خبابة في اليوتيوب وتشوفوا، راه كاين أكثر من 1300 تسجيل، وهذا في الحساب الجديد، لأنه كاين فيه حسابات أخرى أغلقت. بإمكانكم هو أنه تطالعوا التسجيلات نتاعي والمواقف نتاعي، سواء على الإذاعة نتاع وطني أو على اليوتيوب. بإمكانكم هو أنه تراجعوا للمواقف نتاعي وتشوفوا، بإمكانكم عندكم مطلق الوقت ومطلق الحرية حتى باش ترسموا صورة على المداخلة تاعي. أما باش يجي واحد أنا هكذا باش يستفزني، أو يجي على جال باش يستدرجني ولا كذا، خلاص كاين بعض الناس اللي هو أنك أنت مرات أنت تحسن به الظن، تقول أنت بالك لعل هذا راه مش فاهم والله، لكن من خلال الكلام معاه يتأكد لك باللي هذا السيد راه عنده سنوات وهو يتبع فيك، وجا هو من أجل حاجة واحدة أخرى، ما جاش على جال باش يناقش والله، جا على جال باش. لذلك أنا ما نضيعش وقتي مع هذا الناس هذا. الأخ واسمه اللي ترمز الاسم نتاعك بعبدو، راهو عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك، شوف صلحه. شوفوا ترى هذا الأخ توفيق، بالك لا الله يقدر يطلع. المهم الإخوة اللي تطلبوا على جال باش تشاركوا، ماشي تكتب لي طلعني، يا وش ادخل، راه عندك خاصية ثما واطلب الإضافة، راه كاين ثما زر، كاين ثما بوتون، ثما اطلب على جال باش تطلب الإضافة، ماشي تكتب لي ميساج. ما تعرفش والله، شوف كاش واحد هكذا الأخ توفيق مرحبا الأخ بك. توفيق. ألو، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا. هادو راباني يهبلونا أخويا، أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا اللي باغي نهبل كاع مخي، باغي نطروش. دوكا كاين غير بوتفليقة هذا اللي ترشح، ولا كاين غير هاد العصابة هذه، باغي نفهم. والله يرحم والدي، ما كاينة جوناس اللي تفهم، ما كاينة جوناس اللي قارية، ما كاين الله يبارك الألوفات. تركا نعم كاع حطونا صاريلا كي داك اللي يكذب كذبه وهو يكذبها ويأمنها. انا باغي غير نفهم، الله يرحم الوالدين، هادو واش كي راهو يديروا يخمو ولا كي راهو يديروا. منين راك انا تكلم راني فينا نهضر، الاخ توفيق؟ راني نهضر من بشار، من مرحبا بشار. بك يا خويا. اخي انتم بالشر ما عندكمش مرشح والله. الله درك لحد الان مازال ما بان والو، لحد او الان من بكري من ما بكري كاين. انا جا كاش، ما عندكم مرشحين للانتخابات الرئاسية ولا ما كانش، ولا ما عندكمش الحق في بشار؟ كان يكون واحد الوقت، بصح ذاك القيس احنا ما كناش دايينها فيهم كاع، انا من زمان ما دايهاش فيهم الحق. ما دي وش هي، مشتنا كل الغلطه، كل خطره تعاود، كل خطره تعاود. كما قال لك راهنا ما لا اله الا الله. احنا نشوفوا احنا للقدام، ولا نقعدوا احنا غير باتينو في بلاصتنا، باتيني باتيني. لا
بزاف امور هذه. انا غير حبيت نقول رايي وخلاص، المهم بغيت غير نشارككم في هذا الاخر. واش تشوف انت الاخ واش توفيق نقول؟ في هذه الاحزاب السياسيه هذه اللي هي ما تقدرش يعني ترشح مرشح، ما عندهاش قاعده شعبيه، ويخرج واحد مثل هذا علي الغديري هذا ولا يوم ناضل في حياته مباشره يجمع توقيعات وتوقف معاه ناس في الصحافه المعربه والمفرنسه، ويقفوا معاه شخصيات سياسية وناس اللي راهم كانوا هما رافعين شعار تاع حقوق الإنسان وحقوقيين ويعني وش تشوف يعني هذه القضية هذه المتعلقة من تاع الأحزاب هذه؟ اللي هل نشوف ترى اللي ما عندهمش وش هادو يأكد لك هذا؟ وش يأكد لك هل ترى هذه الأحزاب معناتها باللي راها هي أحزاب تاع الدياراس؟ هل ترى هذه الأحزاب ما عندها حتى تسمى راه هي كي شغل حاطينها كشغل كيما الفخة على جال باش يصطادوا بها الناس؟ كيفاش تشوف انت هذه الاحزاب، هذا الحزب هذا اللي راهو دوك ما عندوش مشروع، هذا الحزب المفترض هو انه يقدم المرشح نتاعو، الحزب هذا المفترض هو نورمالمون انه لما يروح يطلب الاعتماد المفترض هو انه عنده مشروع سياسي راهو رايح هو يجسده، عنده مناضلين. حتى كي يجي نقولوا مثلا واحد راهو رايح يترشح خارج الحزب المفترض ما يقبلوش. نورمالمون بصح هما ناس بان لي انا هادو غير كوامي، حنا عندنا غير كيما نقولوا غير مهرجين وخلاص، راهم قابضين على السياسه، راهم يمصوا في البلاد، راهم راه يدوروا غير المصلحه نتاعهم وراها الفائده نتاعهم. انا عمري ما شفت معارضين داخلين مع كيسموه مع وكان تلقى واحد معارض نورمالمون يعارض السياسه هذه اللي تكون كونتراه ويقول ولا دوكا هما باغيين باين ليه غير بوتفليقه 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 كيما كاين اللي داك العمى اللي حل عينه غير على الفار ومن بعد عمى يهضر الله يقول لها ودي داير كي الفار هكا صاري لها هاد السياسيين اللي دايرين كيما هاك راهم فقعونا راهم صاي. وحنايا عندنا تاني واحد الشعب الله يهديه كان تاع التطبال وتاع الشيته مع الواقف تسمى وراه الواقف ولا وراه مول الدراهم هذاك وراه معاه كاع، وكان تسمى الناس باعت الضمير نتاعها ما تلاش الضمير اللي هو تسمى باغي يشوف البلاد ولا يشوف المستقبل تاع البلاد ولا يشوف مستقبل الولاده تاني البلاد وين راها رايحه ولادنا وين غادي يروحوا. حنايا سفرينا ما باغيينش تاني ولادنا يسوفروا اكثر مننا حنايا. درك نعم البلاد راها ماشيه في الهويه، ماشيه في الهويه الهويه بزاف بزاف. انا بعد هذه النظره نتاعي في هاد السياسيين وهاد الاحزاب اللي دايرين كيما نعم شكرا للأخ توفيق، وتحية لكل الإخوة في بشار. شكرا للأخ توفيق، نشوف ترى الأخ هذا توفيق أيضا، واحد آخر اسمه توفيق. إخوة اللي تحبوا تشاركوا اطلبوا الإضافة، ماشي تكتبوا لي التعليق من فضلكم، ما تخليونيش كل مرة نعاود في نفس الكلام. الأخ توفيق مرحبا بك. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الأخ توفيق؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ توفيق، عندك خلل في الخط تاعك. شوفوا ترى هذا اللي مسمي روحه عبد العزيز بوتفليقة، للأسف الشديد ما قدرتش نطلعك، يبدو هو أنه عندك كان بلوكاج. اللي مسمي روحك عبد العزيز بوتفليقة، إلا كان كراك من أنصار عبد العزيز بوتفليقة والله ما عندنا حتى مشكلة، احنا راه الخط مفتوح. الأحزاب السياسية في الجزائر، إذا كنت تحب تجي تشارك معنا والله عدل الهاتف نتاعك ومرحبا بك. شوفوا ترى الأخ هذا اللي يرمز الاسم نتاعو، فهمت؟ إذا كان كراك أنت بوتفليقة ونوض مكان حتى مشكلة. أخ السلام عبد عليكم الرحيم مرحبا الأخ نور بك. الدين. والسلام عليكم، أهلا كيفكم دايرين؟ لاباس؟
وعليكم السلام. منين راك تكلم فينا الأخ عبد الرحيم؟ أنا راني من فرنسا، أنا راني من مدينة نانسي. مرحبا بك الأخ عبد الرحيم. مش تقولنا في الموضوع تاع اليوم متعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية في الجزائر؟ شوف واش نقول لك أخ نوردين، ما كاش أحزاب. أنا بالنسبة لي ما كاش أحزاب سياسية. أحزاب سياسية اللي راها موالية رانا نعرفوهم، أمثال كيسموه قالوا رؤساء الأحزاب كانوا معارضين في 99، ومن بعد بوتفليقة دخلهم في الحكومة تاعو، راهم باينين قاع تمام. بالنسبة لي هادو ماشي موالات، وأحزاب معارضة ما راش عندهم مصداقية مع الشعب، وعلاش ما انت في راهمش بالك كلمة. الاخ عبد الرحيم هذه الاحزاب هذه اللي هي كانت تتناضل وكانت تدعي من انها راه عندها مشاريع، علاش هي ترضى على جل باش هو قال مثلا تمشي مع شخص معين؟ هل ترى هذه الاحزاب السياسيه هي ما عندهاش قاعده شعبيه، وبالتالي عارفه باللي لما راها راح تتقدم للانتخابات الرئاسيه ما راهيش رايحه، ربما حتى الناس هذو يجمعوا التوقيعات، بالتالي هما الشيء اللي راهم رايحين يحصلوا عليه مقابل دعم مرشح، خاصة هذا المرشح اللي يكون هو فافوري يعني يكون فايت دوفيس، بالتالي هو قال مثلا راهو راه يلحق الوزارة، مثل هذاك عمار بن يونس، مثل عمار غول، مثل ناس مرغول، آخرين. تفضل. هادو اللي تتكلم عليهم في 99 كانوا في المعارضة. نيشان نعم. هادو عمار غول وبن يونس كانوا في 99 كانوا في المعارضة. بتعرف باللي ماشي معارضة كاع اللي كانوا فيها، تما راهم نعم يحوسوا على جل، راهم يحوسوا على مصلحتهم الشخصية وصاي. هذا ما كان. وشكون المرشح تاعهم؟ هو توجور هو عبد العزيز بوتفليقة. انا بالنسبة لي ما راهمش ما عندهمش قاعدة شعبية، بس راهم نعم إذن يرشحوا في هما واحد لما ما عندوش يدخلوا لما يعرفوا هما يتأكدوا من أنه قال الشخص هذا راهو فايت دوفيس، يروحوا هما يسبقوا يطبلوا يضربوا المزمار ويشطحوا هذا مصلحتهم، من أجل مصلحتهم على جل الشخصية. باش يحصلوا على أشياء اللي ما يقدروش يحصلوا عليها لما هما يروحوا يتقدموا للانتخابات الرئاسية يترشحوا. هذا ما كان على أجل مصلحتهم الشخصية. وبالزيادة لو كان يطلع رئيس شخص آخر من المعارضة، ممكن هادو يدخلهم للسجن. تما من الجهة الأخرى لكن راهم خايفين. خلي اخ عبد الرحمن، دوك انت و لما دوك مثلا قال مثلا راهو واحد مشى مع بوتفليقه مثل هذا عمار بن يونس ولا عمار غول في وقت من الاوقات، وقال بوتفليقه راهو صار رئيس، وبالتالي هو راهو دوفيس، هما قال مثلا كيما في 99 هذاك عمار غول هو كان مع النحناح، فهمت امر عادي، كان مع وكان حزب كان حتى هو حماس. من بعد كانوا دخلوا في من بعد في التحالف الرئاسي هذاك، وعطاه بوتفليقة منصب نتاع رائع واسمه نتاع وزير، ومن خلال التقرب نتاعه من بوتفليقة ومن السعيد ومن الحاشية قدر هو يستمر أعتقد 15 سنة ولا هو في الوزارة، بالتالي درك هو راهو يشوف باللي هذا بوتفليقة عنده فضل عليه، راهو مشى يعني منطقيا، خلينا احنا من الضرب الشيطان تاعو ولا العقل الاحذيه ولا هذيك ما نهضرش عليها، تسمى ممكن هذيك نديروا لها برنامج واحد اخر. منطقيا تشوف باللي هذا الشخص هذا دوك راه هو مشى مع بوتفليقه ما يقدرش، كشغل واحد هو رضع البزول هذاك وما يقدرش يتفطم ما ينجمش، ما ولكن يقعدش لما تشوف انت يا دوك حزب سياسي كيما دوك هذه المدعوه هذه واسمها زبيده عسول هذه يسبي دعسون. كانت إلى وقت قريب، والمواطنة والسيفيزم ومنا والمواطن ما يعرفش الدور نتاعو، ومن بعد طف خرج غديري لا ناضل يوم في حياته، كان في العسكر حلقتنا يسبي دعسون مازال حلقتنا. الخط نتاع الكاسكيطة في راسه يلا. وهذا مقرن آية العربي نفس الشيء، كان في المعروف بالتوجه نتاعو، كان في الارسيدي، كان من المؤسسين تاع الحركة البربرية، معروف بالاسم نتاعو، هكذا
ثم يلا يخرجوا مع واحد اللي ماهوش معروف نهائيا عند الشعب الجزائري، وصار قال لك ابن الشعب السي محمد. ولا يخاطب في كاع الشعب كأنه راه طامع، راه طامع يفوز بالرئاسة، كأنه راه طامع. وبالنسبة للأحزاب اللي رانا بين قوسين رانا نقولوا عليهم معارضة، ما راهمش متفقين، ما راهمش مابا متحدين على مرشح واحد. تما نفس السيناريو اللي شفناه في 2014 بوتفليقة بفليس، غادي نشوفوه في 2019 بوتفليقة والغديري. ممكن شوف نقول لك هذا الغديري هذا هذه ممكن جدا، هذه لكن فعلا شوف، لكن فعلا الجماعة نتاع بوتفليقة هذول، بوتفليقة هو انتهى، هذا أمر تحدثنا عليه هذه في باينة، وقت الناس سابق. هذه المزالة بينهم بوتفليقة انتهى، هذه الجماعة اللي راهم حاكمين البوفوار قادرين هذا علي غديري ما يفوتش في المجلس الدستوري، ما يخليهوش يفوت. لا، على ما أظن يخلوه يفوت، يكون مرشح رقم 2، لا هذه غير كون يكون كاني، مرشح. ما هي غير كون أنا كاني. نقول لك رب شوف مرشح هما رقم إذا داروا، شوف هما إذا كانوا دور ثاني داروا دور ثاني، معناتها أنه المرشح الثاني يكون واحد اللي هو راك تتكلم على الدور أقل. الثاني. لا لك قلت لي أنت الثاني، قلت لي أنت الثاني، وش معنى أنت الثاني؟ معنى أنت الثاني لا، معناتها راح يكلاسي الدور دوزيام. الثاني، لا أنا نتكلم على الرقم اللي كلاسي الأول واللي كلاسي الثاني، ماشي نتكلم على ايه الدور الثاني. ايه الدور كي الثاني كلاسي عمرها ما واحد يكون الاول كسبان. وكلاسي كلاسي الدوزيام، مش معناتها معناتها باللي الثاني هذاك قادر يفوت للدور الثاني، قادر لو كان يكون دور يجيبوا في ثاني، اثنين خاطر هو كون تكون يقدر كاين يجيبوا أقل من انتخابات، صح 50%. يكون فيه دور ثاني، يكون فيه دور ثاني يفوتوا زوج سما الفافوري، يكون فيه دور يعني يكون تكون انتخابات يعني عندها كيما نقولوا نوع من المصداقية، يكون فيها دور ثاني. هو الدور الثاني اللي يفوت للدور الثاني لازم هو هذا يمكنهم من اجل جمع الاحزاب الاخرى، وكل قال اتونسيون بالاك بالاك يلا انضموا للمرشح رقم واحد، فهمت؟ باش يقطعوا الطريق. بالتالي هما اللي راهم رايحين يكلاسيو الدوزيام رايحين يكلاسيو اللي راهو رايح هو يكون من الاسلاميين، هذه يعني نقولها لك وراه الكلام تاعي مسجل، الدوزيام يكون من الاسلاميين، قال بالك الاسلاميين اتونسيون اتونسيون باش يفوتوا المرشح نتاعهم. ما عندهمش مرشح لحد الآن باين، لا 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 كاين عدو كاين كاين عدو عدة وزير. مرشحين راهم يراهنوا عليهم، كاين عدة مرشحين، هما ذوك البلوك هذو الجماعة نتاع بوتفليقة واضح واضح باللي هما ذوك خلاص. علاش كاين بعض من الناس اللي ما مش فاهمين هذه المسألة هذه، علاش هما دوك راهم يراهنوا على بوتفليقه؟ لو كان درك هما فرضا قال مثلا مثلا قال مثلا يخليو انتخابات حره، قال مثلا هذا ويحيى يترشح، عمار غول يترشح، عمارة بن يونس يترشح، واسمه نتاع الافلان هذاك معاذ بوشارب ولا بوشوارب يترشح، بالتالي هما راهم رايحين يتقسموا الاصوات. لو كان هذا البلوك هذا اللي يمشي معاه هذا غديري يوقفوا معاه خلاص راحت القضيه نتاعهم. هما ذوك الجماعه مبلوكيين، راهم مبلوكيين عمار غول واحمد ويحيى وبن يونس وزيد وزيد وزيد، لا راهم كاع كاع مبلوكيين مع هذا البلوك هذا نتاع بوتفليقه. بالتالي دوك هذه المجموعات المجموعه الاخرى دوك راهم كاينين، هما راهم يرانوا جماعه نتاع الدول العميقه، هذو جماعه نتاع الدي ار اس. وبطبيعه الحال انا ما رانيش نجمع في ناس اللي راهم قال مثلا راهو كان واحد المخابرات ولا خدم في المخابرات راهو ينتمي هو لهذه الدول العميقه، باش تكون الامور واضحه. كاين جهاز اللي راهو يخدم، كاينين الناس اللي راهم هما مقتنعين بهذه الفكره نتاع دوله داخل دوله يخدموا من الوراء، كاين ناس اللي ما على بالهمش هو راه دخل في الجهاز المخابرات يعتقد من انه هو راه يخدم في البلاد ويخدم في الدول الجزائريه وراهو كذا، وبالتالي هو يخدم في اطار سري. هذوك انا مش نهضر عليهم، نهضر على هاد الناس اللي راهم عندهم هما عقيده وراه عندهم عداء للعروبه والاسلام، امر تاعي راه واضح جدا، غير الانسان اللي راهو يحب هو يسمو. هذو دوك راهم عندهم هما عده مرشحين
اللي كاين هما اللي ما على بالهمش حتى من المرشحين، راهو دوك هما مستعملوا فيه بيدق حاطينه هو في الواجهه وكذا. دوك هما كاين كما قلتاش انا في حوارات واحد اخرى، في تسجيلات واحد اخرى، مثل العدو هذاك لما يكون واحد يجري ويقدموه هما واحد ولا زوج، يمشي هو في الصف الامامي ومن بعد قال روح. دوك مثلا كيما هذا رشيد نكاز والله هم كاينين جماعه ساعه ساعه يحبوا يروجوا له، هذا ما راهوش رايح يفوت، هذا دوك راهو هو يقوم ب تحريك، فهمتي، يقوم بتحريك شباب، لانه لما يروح هذا غديري هذا يخرج للشارع هذا واش راه يدير؟ بعد ما يعرفوا دوك هو ما يروح هذاك يمشي يحرك الشباب ومنا ولازمنا كذا وبوتفليقه ومريض ومنا، وكاين من الشباب اللي ما هو قاري الدستور ولا بالقانون ولا على باله، والله يمشي في اعتقاده من انه هو راهو راه يترشح، يقول لك والله غير هذا وجه جديد وهذا راهو انسان متواضع، هاو يهضر مع الناس وهاو يضحك وعنده عقليه هايله وعجبني ومنه ومنه، يمشي معاه. ولكن فيما بعد هما راهم عندهم مجموعه، شوف هاو بن فليس، بن فليس رشحوه في 2004 ورشحوه في 2014، الان راهو درك هو تقدم، راهو تقدم طلب الملف نتاع الترشح وراهو استمارة. يوجد في واسمه في الاستمارات وكذا، وممكن يقدر يجمع، ممكن نورمال، ولكن لحد الان مازال ما علنش الترشح نتاعو. لماذا؟ لانه درك هما كاينين الناس اللي راهم يستناو في الهاتف، قال ودي جماعه احنا مشينا معاك في وقت سابق، ولكن المره هذه رانا شفنا واحد اخر، فهمت، شفنا قال غديري هو كيشوف روحه كيفاه، تما راه يدخل وما راهوش رايح، تما ما عندوش الظهر، ما عندوش الناس اللي راهم وراه، بالتالي ممكن ما يترشحش. هذه قضيه نتاع بوتفليقه، بوتفليقه هو راه يستنى في بوتفليقه يترشح ولا ما يترشحش. الاخر هو وطلع في دخل بوتفليقة. فيها، الاخر هو دخل وراه مجمعه من وراه، وراه قال لك داخل يترشح بوتفليقه ولا ما يترشحش بوتفليقه رايح، قالها فهمت. وكاين ناس اخرين، كاين ناس اخرين، لذلك لازم الناس تفهم هذه المساله، تفهمها جيدا. حنا ما رانا لا مع بوتفليقه ولا رانا مع هذ الناس، حنا رانا نحوسوا على تغيير حقيقي في الجزائر، وهذه الاحزاب راه منهم اللي هو راهو يخدم في هذه الجهات، سواء تعلق الامر بهذ الناس اللي راهم في السلطه او هذ الناس اللي راهم هما يدعموا ولا راهم هما يزعموا باللي راهم معارضين، هما ما هم لا معارضين لا والو، في زوج وما راهم يشكلوا هذا النظام اللي راهو رايح يستمر اذا كان ما كانوش في شخصيات سياسيه حقيقيه ويتمتعوا بقاعده شعبيه حقيقيه وما اتفقوش على انه هو انه يروحوا يمشيوا لتغيير حقيقي بطريقه يعني تدريجيه، هذا الناس راهم رايحين يستمروا ببوتفليقه او بغيره. نيشان، هذا هو الكلام، أنا متفق معه. حبيت نرد على الأخ اللي كان من البشار يتكلم، قال لك الشعب راح له الضمير. أنا ما متفقش معه، أنا نقول الشعب راه لاهي في المشاكل الاجتماعية تاعو. وعليكم السلام الأخ راه سليم. نعم أنا نقول له باللي الشعب راه لاهي في المشاكل الاجتماعية تاعو، راه يحوس يبه ياكل ويشرب، هذا مكان ما راهش كاع. أنا نقول لك ما من نعم الانتخابات ما راهش يخمم فيه، اون جينيرال نحكي اون جينيرال. صح، نخليك اخ خبابه، شكرا. نعم شكرا للأخ عبد الرحيم، شكرا، السلام عليكم. شكرا وعليكم السلام. نشوفوا ترى مع هذا عبد العزيز بوتفليقة، بالك العود راه ناض، وقيل المرة هذه وراه يعقب عبد العزيز بوتفليقة، هاي المرة هذه وفات الخط نتاعك. مرحبا بك أبو تفليقة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك، وين راك، في زيرالدا ولا لا في لا، في موريتي؟ القطب الشمالي. انا خليت لكم الجزائر. والله صح. والله انا في القطب الشمالي، ها راها موان 20 دوغري. يا صاحبي راك في كندا، راك في كندا. خويا علاش اخترت هذا الاسم نتاع بوتفليقة؟ باسكو درت الاسم العادي ما حبيش يطلعني. لا لا، ايه هو انا قلت لنا بوتفليقة صاحبي دوكا راه يترشح نطلعوه. واش راك استاذ؟ والله لاباس الحمد لله، واش راك تي؟ والله لاباس الحمد لله. تشوف رانا مع الاكتياليتي كما يقولوا في لابوليتيك. راه عندكم الثلج؟ لا طومبيت ما عندكم بزاف، هو عندكم الثلج هكذا؟
ايه راك تشوف راها موان جو بونس تحت ال 20 دوغري دوكا. نور حالها بيضاء. بالك تشوف حالها كلش ابيض. ربي يكون معكم ان شاء الله. البرد ولا عاده خميسه؟ واش تقول واش تقولنا في الموضوع هذا تاع الانتخابات هذا؟ انا نحب نقصر شويه برك، واش تقولنا في الموضوع هذا تاع الانتخابات هذا؟ انا ما فيما يتعلق بالاحزاب هذو، الاحزاب هذو من هم اللي راهو دوك مع غديري واللي راهو مع واسمه بوتفليقه، ومنهم اللي يكون غدوه مثلا دوك لو كان يكونوا جماعه قال مثلا مع بن فليس، والله مثل ما داروا في 2014 كثير من الاحزاب اللي راحوا ساندوا بن فليس. كيفاش تشوف هذا حزب سياسي ونقولوا مثلا قال مثلا راهو تقدم للترشح؟ فهمت؟ تصرى هذه نورمال حتى في الدول هذه اللي راها تسمي روحها الديمقراطيه، تصرى قال مثلا فيه منافسه، مجموعه من المرشحين حزب قدم المرشح نتاعو وما فاتش، ما زال ما عندوش شعبيه عادي، بالتالي هو قال مثلا في الدور الثاني يتحالف مع واحد اللي راهو يشوف فيه هو قال مثلا راه رايح يفوت او يدعمه على جال باش يفوت وفق شروط، قال مثلا يعدو مثلا في حاله الوصول للسلطه ولا ديك هاو وش يدير، هاو وش يدير برنامج ولا افكار الى غير ذلك. لكن هذا الحزب اللي هو ما تقدمش يعني ما عندوش ممثل اللي هو يتقدم للترشح ويروح هو يراهن لك على واحد، دوك قال مثلا واحد كيما عمار غول والله هذا واسمه بن يونس والله ذيك راهو هو يراهن على السلطه الحاكمه اللي راه في يدها السلطه، يراهن راهو على باله بروحه باللي ما عندوش شعبيه، وعلى باله بروحه هو باللي راهو درك هو لو كان يروح يتقدم على باله باللي الناس يضربوه بالبيض ويضربوه مانيش عارف انا بالصبابط. ولكن انت واحد كيما هذا علي غديري هذا ولا يوم ناضل في حياته يا رب العالي، يخرج لك هو ويلقى احزاب مسانده. راح نفهمك هذا الشيخ من البدايه كما يقول لك، انا نعطيك لا فيزيون كيفاش نفهم السياسه كيفاش راني نتابع فيها سيتو البوست على البريزيدون هذا. يقول لك نعم. من كان جزء في المشكله عمره لا راح يكون جزء من الحل. دونك حنا الرئاسيه تاع الجزائر مسوا سون دو جوسكو البوتفليقه دوكا كاع، واش هو البوان كومون؟ كاع كانوا في الميليتير، كاع كانوا في العسكر، اون جامي افونسي. سا فو دير هذا علي غدري في بارتي دو بروبليم، ما راحش يكون الحل. راح انا ما نعرفش واش هو حكايته، مي عمره لا راح يكون الحل باسكو حنا من 62 جوسكا ماتنو توجور لوم لي الراجل اللي يجي يكون عسكري ميليتير سوا في ان سيرفيس، المهم ليسونسيال عنده بوان كومون مع العسكر. ما حلوناش المشكل صافي من 62 جوسكو ماتنو. دوزيامون انا نقولها لك اون طونك ان جون، انا عندي واحد 26 ans، راح نشوف باللي العسكر ما راحش الحل. شوف لي بي ديفلوبي يا شيخ يا الحاج، شوف زيتازوني كيفاش دونالد ترامب عنده اون فيزيون بوليتيك، عنده دي ليف، الى با مال دي عنده با مال كيما يقول لك دي ديبلوم بلان شوز. حنا تجيب لي عسكري علي غدري اباك تمسخيره، اقسم لك بالله لا تمسخيره، ما يعرفش كيفاش يهضر، ما يعرفش مام با كيفاش. انا سمعت 45 مينوت يهضر في واحد راديو مانيش عارف واحد ليميسيون، قلت والله غير نسمعها 45 مينوت اقسم لك بالله مام با ان نيفو ديتود. كون تي كومونس فيغ لو بروبليم، عندك مشكل، عندك دي بروبليم ماجور في البروبليم تاع الحرقه، عندك دي بروبليم ماجور بزاف لي في لا سونتي، كيفاش تخلي كاع هاد الصوالح وتقول انا نتحدى بوتفليقه نتحدى هذا؟ الفو ديجا باش تكون تتحدى هذا لازم تكون ميم نيفو او موان مينيموم 5 ans، كونو نعرفوك صافي 5 ans وراك كيما نقولوا حنا رشيد نكاز مانيش كيما يقول لك سبونسور تاعو، مي او موان الناس راهي تعرفو، الناس تعرف اسمه، الناس تعرف حاجه. ما تقدرش بلي لو نهار تجي تقول لي انا عندي لو سوليسيون، ما راكش هاري بوتر تقول لي سيرتو بروبليم كيما الجزائر تي فوا يا بلان بروبليم. والناس اللي دير الخير ما تقدرش حتى توصل لابوليتيك ولا البوست تاع البريزيدون باش تعاون هذا الشعب. انا شفت جونفي قال لك ستاتيستيك 250 حراق، هذو اللي قاهم ديكلاري 250 هذو حراقه في ان موا 2019، عم بالك في بوندون ان اني يفوا اتخ 2500 لو كان ديفيزو 2600 2700، الوغ ايماجيني دون ان 5 ans عاد ترجع للحساب. هاد السياسه تاع الجزائر عمرها راح تنجح، مام الاحزاب هادو اللي راهم يديروا في السياسه في لابوليتيك تاع الجزائر ما راهمش اي سون با لا هوتور، اقسم لك بالله اي سون با لا هوتور. ميم لو بيبل والله العظيم عندنا اون جونيز ما شاء الله العظيم يعرفوا يديروا اناليز، عندهم اون فيزيون. ميم نشوف انا الناس هنا في كندا والله دي جان اقسم لك بالله يا استاذ والله العظيم خدامين بدي ديبلوم بكلش،
وكاين ميم كي سون ديجا دي ديبلوم، ما عندهمش ان بوست هنايا كيما يقول لك اللي كانوا يتحلموا به، ويقول لك ما نرجعش للجزائر باسكو لو راف سي ديفيان امبوسيبل. انا صحابي لي زانجينيور في الجزائر اللي قراو، لو كانوا نحكوا في الصالير والله يدو 43 45 45 الحمد لله باقي فطور والله شاد ديبلاسمون، ما كانش يصرو دي بروبليم ماجور كيما تاع العياشي، ما كانش بريزيدون في البلاص، ما كانش ان بريزيدون ما يحكيش على القضيه هذه، العالم سامع بها كامل والله العظيم. والله القضيه تاع العياشي انا نحكي لك على هذه الحاجه هنا صارت في كندا، واحد ان جان 14 ان نوار، نقول له نوار باش نبين لك بلي هذه البلاد ماشي عنصريه، 14 غرق في واحد اللاك، والله الا خسروا واحد الماتيريال لاك مجمد حفروه باش تعرف القيمه تاع الانسان عندهم. حنا يعاملوك حاشاك ما نروحوش للسبورتيف ونروحوا للفوتبول، ولا نحكوا غير للمواطن السيفيل، ما يعطوش قيمه الى هذه الدرجه. تعرف باللي حنايا والله العظيم الدوله مانيش عارف كيفاش تربي الشعب على الكره، انا هذه والله العظيم الى حرف الناس تصرف ملايير باش يكون الشعب عنده وطني كيما الجزائر، على بالك الجزائر والله العظيم ما قريت تشوفهم دي لوان، مي والله العظيم تشوفهم اون ديبرسيون بور لو مومون. هنا صحابي قاعد نهضر معاهم في البوليتيك، الناس كارها اقسم لك بالله، ما قري انا نعيشوا بيان هكذا ترونكي ما خصنا حاجه، مي باش تشوف خوتك صحابك هكذا في البحر يموتوا في البحر، والله سي حاجه اللي ما نقدرش ناخذ. لو كان جينا نهضروا على ليكسيون بريزيدونسيال كيما قلت لي علي بن فليس وهذا المترشحين، والله انا جو بونس با ما نكذبش عليك، انا فادو عندهم شي الحل، يسون ديجا كانوا ديجا ربع سنين هما يترشحوا، كاين بزاف شحال واحد ربع سنين ويتخطر يترشح خمس سنين ما جبتش الحل، كما يقول لك اينشتاين تو في لامام الغباء هو اللي يدير لامام ميثود وتقارع ريزولتا ديفيرون، ما غاديش يجيك ريزولتا ديفيرون تقاطع ولا هادو ما بيرسوناليتي ما راحش يجيبوا ريزولتا ديفيرون، يفوت الناس تعرف الناس حاجه اخرى، مانيش عارف انا سي الجزائر باش تجيب على السوليسيون تاعها لازم لك واحد ناس مفكرين، ناس يكونوا قارين سيتياسيون، ناس انا نتابع في هذاك اسمه هذاك زيتوت هذاك الاستاذ زعما يفسر ما شاء الله، الله يبارك يشرح ما شاء الله ايطاب ايطاب، كاين ما شاء الله كاين ناس والله العظيم لا واعيين ويعرفوا واش صاير في لابوليتيك، مي ما يحبوش يدخلوا رواحهم باسكو عارفين باللي شعبنا ومام الدوله تاعنا ما ترحمهمش، والله العظيم ما ترحمهمش سيتو اللي يهضروا في الجزائر. انا ادري تغيضني كيما انت يا استاذ ما شاء الله راك في انجلترا يقول لك واحد كومونتير روح هنا وهضر، الناس اللي هضرت في الجزائر راهو قتلوهم وما تبكاو عليهم وما كاش اللي حوس عليهم اقسم لك لا 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 شوف نقول لك اسمع شوف نقول لك فيما يتعلق بي انا شخصيا، انا الانسان هذا اللي يقول لي ارواح للجزائر وتكلم هذا غير يروح يركب راس، ممكن انت تقولها لزيطوط لانه زيطوط لم يكن مناضلا في الجزائر، ممكن جائز الكلام تاعك صحيح فهمت الكلام تاعك جائز تقولها لهذاك مانيش عارف انا هذاك اللي مسمي روحو امير ديزا تقول له انت روح للجزائر وتكلم، ممكن الكلام تاعك جائز، انا راني كنت في الجزائر كنت مناضل في الجزائر منذ بدايه التعدديه، كنت ضد النظام منذ بدايه التعدديه وكنت مناضل في الجزائر، ويكفي فقط هو أنني كنت عضو مؤسس في حركة الوفاء والعدل اللي كان يقودها وزير الخارجية الأسبق أحمد طلب الإبراهيمي ومنعنا من النشاط السياسي، فهذه انت أرواح اللي هنا للجزائر وتكلم هذه ما تمشيش معايا أنا فهمت، أنا راني كنت مناضل في الجزائر وكنت معارض في الجزائر، هذه حتى باش ربما كاين فيها بعض الإخوة هكذا اللي ربما هم تنطالي عليهم الحلم، أنا مانيش نتكلم في الجزائر لأنه قال راني نوري في الرجل نتاعي، والله راني نتكلم راني نتكلم من الخارج لانه كما يقولوا مكره اخاك لا بطل، احنا خرجنا احنا ماذا بنا لو كان رانا درك في الجزائر ورانا نتناقشوا، لو كان لقيت انا ناس راهم يتكلموا في المستوى وعلى المستوى في القنوات الفضائيه ما نتكلمش انا درك لما رانا شفنا ناس هما دوك راهم دوك مثلا حمروش راهو جاي في داره وقاعد، احمد طالب راهو جاي في داره قاعد، شخصيات كثيره جايين في ديارهم وقاعدين، انا راني مقدم روحي للمشنقه صحيح 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 ربي يعينك فهمت، راني مقدم روحي للمشنقه قادر تخرج انت من الباب تاع الدار يعطيه لك حبه صحيح فهمت، رانا مانعين رواحنا من كثير من الاشياء ورانا نقدموا في رواحنا للاخطار، ويتحدث الواحد راهو مسبل روحه من اجل انقاذ شعب من اجل انقاذ وطن، تلما لما دوك تشوف انت درك مثلا
هذه زبيدة عسول كانت قاضية في التسعينات، في التسعينات أين كانت الرؤوس تقطع؟ أين كانت المحاكم الخاصة؟ فهمت؟ كثير من الناس اللي عدموهم قتلوهم، كثير من الناس اللي سجنوهم هم عينوها، عينها الجهاز تاع المخابرات، عينها في مجلس هذاك اللي يسميه الانتقالي، بعد تخرج لك هي وتصير لك معارضة سياسية وناس تمشي، وقال حركة نتاع مواطنة، ويعلموا في الناس في المواطنة، الشعب الجزائري ما يعرفش المواطنة. ومن بعد يلا راها مع الجنرال غديري والناس تمشي. وكاينين حتى اللي يكلموني، كاينين حتى يكلموني يقول لك اخويا انت راك من الشرق، راك من الشرق الجزائري، وهذه الجماعة انت بوتفليقة راهم دايرينها تسمى افر تاع واسمه تاع جهوية. يا سيدي فرضا نمشيو بالمنطق نتاعكم انتوما، هذا راهو درك هذا علي غديري راهو من الشرق الجزائري، هذا مقران ايت العربي واش يكون؟ يا الرب العالي عندكم الرؤوس ولا ما عندكمش؟ منين هو؟ من منطقة القبائل. لو كان جات راه المسألة راها تمشي بقال هذا راهو قال من الشرق الجزائري. نفس الشيء البوتفليقة، بوتفليقة راهو من الغرب الجزائري، ويحيى منين؟ راهو من تلمسان ثاني، راهو من صحيح تلمسان. فيقوا فيقوا يا الرب العالي، فيقوا فيقوا، وين راكم رايحين؟ بعد التفكير الواطي، ناس قاعدين يلعبوا لكم على الوتر تاع الجهوية على جد باش هما يجبدوكم، يجبدوكم. قال ها هم اسمه جماعة قاعدين يطلعوا على ظهوركم، جماعة تدير في مشاريع، وجماعة حاكمة، حاكمة الاقتصاد نتاع البلاد، حاكمة السياحة، حاكمة كل شيء، حاكمة النقل، حاكمة كذا، يجيو يطن يديوك يكركروك على جال باش تروح تربح العيب مع الناس وكذا، ومن بعد هما يطلعوا يديو لي بوست ويديهم كذا، وانت تدي تبن تدي الشعر. يا لعنو والله لا ابليس نيشان، يا الرب العالي. والله لا نيشان. أنا الحاجة اللي نتمناها مادا بيا الشعب يبدا يقرا، يبدا يعرف، يدخلوها في النشاط السياسي على الأقل، يعرف واش صاري وليستوار كيفاش بدات، سي لو مينيموم كيما يقولوا غيكوي باش يدخلوها في السياسة. وأنا نظن هذه الانتخابات، لا كان يقول لي واحد مزور ولا ماشي مزورة، مادا بيا أنا الشعب كاع كامل اللي فوطي، أقسم لك بالله مادا بيا يشارك ولو بقليل كما يقول لك، على الاقل نعرفوا بعد كيفاش يشارك الانسان. انا شفت ناس ما يعرفوش ما باش كارد دو فوت، ما يعرفوش ما باش قوانين تاع الشروط، واش هي قوانين تكوين احزاب، واش هي، باسكو وصلنا الى درجه السياسه. والله العظيم يا الحاج، نعرف ناس نقول له في السياسه، نقول له نحكي له في السياسه، نقول له اخذ، يقول لي انا يا خرجت من الجزائر، الجزائر ما دارت لي والو وما عادش يهمني الجزائر. مي بصح كاين شي ناس والله العظيم قلبه ياكله، ما يقدرش يشوف الناس كيفاش هكذا. قلت لي حركه المواطنه، انا شفت هذيك حركه المواطنه، شفت بابا الناس اللي فامي لي فونداسيون تاعها، كيما هذيك اميره بوراوي، سفيان الجلالي، هادو فيهم يعني ما شاء الله. بصح هادو نظن انا يا حسب اني نتابع فيهم، ما ما لقاوش تدير الانسان اللي هسا، واجه البوفوار، ما لقاوش ما الانسان تدير اللي... هسا، ما تدير هسا، هذيك حركة بركات وهذو حركة مواطنة، جماعة تدير هسا يا رجل، هذو جماعة تاع تدير هسا، فهمت؟ حتى معاهم هذاك وش اسمه هذاك اللي حاطينه العمدة تاع الصحافة، جماعة تدير هسا، هذاك بو عقبة هذاك، كلهم فاقبا كلهم كلهم متحالفين، كلهم متحالفين، فهمت؟ صح هما دوك صح راهم مقسومين، مش بارتي تسمى بوتفليقة قسمهم، كانوا هما في وقت سابق كانوا يمشيوا كل كتلة واحدة، بوتفليقة راهو قسمهم، دوك راهم مقسومين، جماعة راهم معاه وجماعة راهم ضده، فهمت؟ راهو من معاه ذاك، هذا قال لك قضية نتاع جهوية شرق وغرب، وش اسمه هذا، راحوا بحثوا على هذا أرباب المال منين راهم، درك هذا اللي راهو مع غديري هذا، راهو من الشرق، وهذاك تاع الغرب ثاني حداد ثاني من الشرق. فيقوا فيقوا لعماركم يا يا ودي، ربي شو راح نقول، ان شاء الله ربي يرزقنا الوعي كما يقول لك، كل شيء هذا هو الوعي تاع المجتمع. آمين يا رب العالمين. وشكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك، شكرا للأخ الكريم. كيفاش الاسم صاحب تاعك يا اخويا باش ما نزيدوش نغلطوا المرة الجاية؟ ما نقولش كيف ليكم، بعد نبعث لك. يا اخويا قلنا اسمك بركة سيدي، اسم ما قلتكش، انا اعطيني اللقب ومانيش عارف منين، كنا اسمك العيد، برك، قال فلان من كندا. العيد راح نشوف العيد من بعد. مرحبا بك يا اخونا، العيد في كندا، ومرحبا بك في كل وقت، شكرا. نشوف ترى الاخ هذا اللي مسمي روحه كابيل الجيريان، وداير فوتون تاع احمد،
المهم الإخوة والأخوات اللي تحبوا تشاركوا معنا في هذا النقاش، ماذا بكم على جل باش تركزونا على الموضوع حول الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية في الجزائر. أخ اللي ترمز للاسم نتاعك بكابيلا، راني طلعتك وراه كاين واسمه رفض من الجنب نتاعك. نشوفوا ترى الأخ هذا عبد الحفيظ، هذا أعتقد قد نفس الشيء، مازال عندك نفس المشكلة. الأخ اللي تسمي روحك عبد الحفيظ بن سعيد، شوف كاش واحد يوري لك اتصل به بالك يوريك. شوف قلت لك راه كاينه واحد البوطون ممكن بالكش ما راكش مشغلها في الهاتف نتاعك، شغلها ومرحبا بك. شوفوا ترى هذا الاخ اللي يرمز الاسم نتاعو نعاود نطلعك، هذا اللي ترمز الاسم نتاعو ربما بالك لعود هذه المره الاولى نتاعك بالك لعود درك. المهم اللي يحب يجي يشارك لما انت تطلب كي تجيك ايوه دوك هاك طلعت. اي الو الاسم نتاعك الو ومرحبا بك. كريم من باريس من فرنسا. مرحبا بك الاخ كريم. السلام عليكم. والله كيفاش راك استاذ؟ صباح الله يبارك فيك يا خويا كريم. الحمد لله. والله يا استاذ عندي شويه قلبي تعمر، لازم نهدر ماشي شويه. تفضل اخويا تكلم على والله راك في الموضوع. بالنسبه ايوه بالنسبة الموضوع للأحزاب، يعني والله نعم باش نتكلموا بالنسبة للأحزاب، نعم كاين زوج من الأحزاب، كاين أحزاب داخلة عن قناعة، وكاين أحزاب داخلة عن طريق مصلحة. يعني لو نأخذ مثلا كي ناخذ مثلا حسين عيد حمد مثلا، نعم مانيش من الأفا باس، ما فيش حسين مشكلة عيد وراه حمد مشكلة فوالا، حتى مشكلة. حسين عيد حمد مثلا كي خلق الاف اف اس، خلق له عن قناعه، يعني باش يتحدى نعم النظام، تحداه في 63، هو رجل تاريخي، تحداه في 63 لانه رافض هذا، خلق الاف اف اس في عند كي كانت افتتاحيات في 89، خلق له عن قناعه. ولو ناخذ كي ناخذوا حزب اخر مثلا الار سي دي، مثلا الار سي دي اغلبه عن طريق مصلحه. لو ناخذ مثلا سعيد سعدي، نور الدين عيد حموده كشف سعيد سعدي بانه الجنرال توفيق اعطاله ارض في البيار، بنى فيه دار وكراه ب 12000 اورو ان امباساد. يعني باش نفهموا بلي هذا الار سي دي هذا دخل ديجا الديبي ديالو دخل عن طريق مصلحه، يعني اتو مومون يقدر ياخذ نابورت كيل حاجه. يعني اذا كان البدايات كي نخلقوا حزب، البدايه من البدايه عندنا قناعه مصلحه، حتى لو كنا معارضين سندخل عن طريق ايا كان، سندخل اي تكون مصلحه سندخل. من لو ناخذ مثلا حمص مثلا في البداية مثلا أخذ محفوظ نحناح مثلا الله يرحمه، لو نقول لا نتكلم عن أخ كريم. مكلموش. الأخ نعم كريم الأخ نعم كريم شوف تكلم بتزيرية، تكلم بالدارجة الجزائرية باش تتعبر بطلاقة، تكلم ما تخليش روحك تتكلم باللغة العربية الفصحى، لأنه ربما مرات ما تجيكش العبارات ولا ربما الأفكار. تكلم بالدارجة الجزائرية، وإذا كان تتكلم بالفرنسية ما عندي حتى مشكلة، إذا كانت تتقن الفرنسية تكلم أون بالفرنسية نو ما عندي مشكلة. أنت تكلمك باللهجة الجزائرية، عادي أيوة البابا أنا خلص تكلم بتزيرية كيما معليش نهضروا كيما نقصروا مع بعضنا هكذا معليش برا شغل رانا برا ونتكلموا تكلم عادي نو. باش نديو مثال تاع حمص مثلا. حمص مثلا انا راها نشوفها بلي انا اخطر من الموالاه واخطر من المعارضه. يعني هي كي ندو مثلا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، كاين مؤمنين كاين كفار، وكاين فئه اخطر من الكفار والمؤمنين هي المنافقين. يعني الناس اللي تدعي انهم مسلمين وفي الحقيقه هم كفار. هذه حمص هذه نفس هي سيلام شوز، يعني نفس الشيء، هي تدعي المعارضه ولكن في داخلها قلبها
يعني القلب ديالها هي من الموالات. شاركت في 2004 في 2009 شاركت مع في عهد الثالثة، ومن بعد عاود خرجت كيشغل راهم في المعارضة. ومن بعد عبد الرزاق مقري في عندما داروا تاع مزفران، اتفقوا المعارضة سي بون اتفقنا ايتو. ومن بعد اشهر شويه من بعد رحت تحاور مع ويحيى وحده بدون ما يشاور اصحاب الاحزاب الاخرى. يعني باش نفهموا بان عبد الرزاق مغري وحمص هذه هي في داخلها، في الداخل ديالها، داخل ديالها موالات. هي تدعي المعارضة والموالات، يعني النظام يحوس على هادوما، يحوس على الناس اللي تدعي المعارضة باش اتو مومون يجبدوها، يقولوا مثلا حنا الإسلاميين معنا. سعيد بوتفليقة الآن يعني مع سعيد بوتفليقة كي تلاقى مع كيفاش هذا يا سعيد بوتفليقة كي تلاقى مع مقري وهو تفهمه باش يقول بارزوم باش يساند اون كالك سورت يساند بوتفليقة باش يقولوا الاسلاميين راهو معنا، الاسلاميين شاركوا معنا، الاسلاميين راهو معنا. واش لا اعتقد الاخ كريم، شوف نقول لك من خلال الطرح نتاعو هو حسب المتابعه نتاعي هما دركا سلطه ومعارضه، يعني من خلال المتابعه الموضوع هذا سلطه ومعارضه وصلوا القناعه منذ وقت وصلوا القناعه من انه القطار ما يمشيش وحده، والبناء نتاع الدوله هو لا كيما نقولوا ما كان حتى واحد راه راه يمشيه وحده، لكن ما لقاوش الطريقه، ما لقاوش الصيغه اللي الناس توصل لها. بدات هذه القناعه المشتركه بدات من خلال هذا النشاط نتاع الانترنت، من قبل ما كانتش موجوده هذه القناعه هذه. بدات درك هذا الخطاب نتاع التوافق على جال باش نوصله هو انه يكون حل، يعني هكذا مشترك تلتقي الناس حول طاوله نتاع حوار ويكون مشروع وتتناقش فيه الناس الكل وكذا، ونمشيو على جال باش نبنيو الجزائر مع بعض، سواء الناس هذو اللي عندهم توجه إسلامي ولا الناس اللي عندهم توجه علماني ولا الناس اللي عندهم توجه وطني. ننساو هذيك نتاع قال هذا قبايلي وهذا عربي وهذا شاوي وهذا مزابي، أرواح نلتقيو كامل على طاولة الحوار ونروحو. درك هو في المدة الأخيرة بعد ما داروا هذاك اللقاء نتاع مزافرو اللي هو احنا كنا نطرحه فيه منذ سنوات، يعني والتسجيلات راها موجودة مثل ما كان ايت حمد حي ومهري حي. انا شخصيا اقترحت على جل باش يكون مؤتمر في الداخل يرأسه مهري ومؤتمر في الخارج يرأسه ايت حمد، راها مسجلة بالصوت وبالصورة في 2011 لما كانوا هذا مقري كان هو سعيد سعدي برا يخرجوا للشارع مرة على مرة حتى سموا هذاك الحراك هذاك بسعيد صامدي، راها الامور موجوده مسجله بالصوت وبالصوره. ذركا في هذه المده الاخيره هذه بدات تلحق هذه القناعه هذه، قالوا ودي لما لا نديروا ندوه ونلتقيوا كلها ونديروا قال ارضيه وكذا. داروا هذا اللقاء نتاع مزافرو، لكن اللقاء نتاع مزافرو هذاك كان مخترق من طرف الجهاز نتاع المخابرات وما كانش يمشي في الاتجاه الصحيح، كانوا رايحين يوصلوا هو انه كيفاش المهم يوصلوا بطريقه واحده اخرى، وهملوا عامل مشترك اللي هو وهملوا عامل نتاع السلطه. يعني انت دوك انت لما تروح انت توحد ناس وقال راها ضد السلطه، تهمل انت الجيش وتهمل انت الناس اللي راهم في السلطه، رايح فيما بعد اما انك تدخل في مواجهه معهم، واما هو انك انت تلقى روحك باللي راهم رايحين يستعملوا لكم هذيك القضيه تاع الاختراق تاع كذا، وبالتالي تتفرق الصفوف. المهم هما داروا هذاك اللقاء نتاع مزافرو والتسجيلات ايضا راها مسجله بالصوت وبالصوره. قلت لهم انا باللي راهو بعد ما يديروا هذا اللقاء راهو النظام راه رايح يدير تاع تعديل الدستور وراهو رايح يدير الانتخابات الشرعيه، وفيما بعد راهم يتفرقوا، راها مسجله بالصوت وبالصوره في ماي 2014 قبل ما يعقدوا هذاك اللقاء نتاع واسمه نتاع مزافرو، راه مسجله. اي واحد راهو
موضوعي يروح يبحث في الحساب تاعي، والله يتصل بي نبعث له الرابط، راه مسجله بالصوت وبالصوره. فهمت فهمت، بصح حمص هي اللي بدات. أني جايك القضيه هذه، المهم تفرقوا فيها بعد اللقاء لك تاع مازافرون، ومن بعد بطبيعه الحال هما الاحزاب هذه راها قائمه، كاين الناس اللي راه كيما كنت تقول كان يقول لك بالاخ، كاين الناس اللي راه عندهم مصالح، كاين الناس اللي راه عندهم مشاريع. هما في المده الاخيره هذه بعد اللقاء نتاع مازافرو، بعد الانتخابات التشريعيه، وبعد تعديل الدستور وكذا وكذا وكذا، في المده الاخيره راه هو على لسانه قال باللي التقى مع سعيد واسمه سعيد بوتفليقه، راهو قالها باللي راهو دار لقاء مع سعيد بوتفليقه. هذه لا ديرنيير هذه. ها ها راني جاي قبل اسمح لي راني جاك لهذه النقطه لانها مهمه جدا باش ما تروحليش الافكار. في هذا اللقاء هذا نتاع بوتفليقه دركا لما رانا نشوفوا حنا دوك هذا علي غديري وجماعه اخرى، تشوف باللي هذه الجماعه نتاع توفيق وجماعه نتاع الجيش هذو اللي خرجوا يعني بعد هذا دوك نهضروا عليه اي زين خرجوهم، كاين اللي نحوهم، كاين الناس اللي راهم دركا في البوفوار في السلطه يعني الجماعه نتاع بوتفليقه، وكاينين الناس اللي هما راهم ضدهم، وهما دوك راهم في زوج يلعبوا في دور، والمعارضه الحقيقيه ما كانش معارضة اللي راه تحوس هي تغيير النظام تغيير حقيقي ولو على مراحل وجذري، او قال مثلا تغيير النظام وفق مشروع مجتمع وفق حوار وكذا، لحد الان ما كانش، هما راهم فقط يسرقوا في مشاريع او يسرقوا في افكار وكذا ويرددوا فيها على سواء على القنوات الفضائيه وكذا. المهم هو التقى به، التقى هذا دوك سعيد بوتفليقه مع واسمه هذا مقري، ممكن انا نقول ممكن هو انه راه طرح له هذه القضيه بالذات هذه اللي نهضر لك عليها، قال ودي الجماعه هذو راه معولين وفق المعلومات ووفق المعطيات اللي راه عندهم، قال الجماعه هذو راه معولين هم حركوا هذا غديري وهذا وكذا، بالتالي دوك انتم على جال باش نكسروا هذا الوسم، وقال دخل انت فسد. هو مقري باش راهو رايح هو يوصل للرئاسة، هذه من المستحيلات، حتى ولو ما يوصلهاش ما يوصلهاش حتى ولو كان يوصل ما يخلوش أو ما اسمه مرسي أو في الحبس. هو مقري كان طرح هذه المسألة هذه انت التوافق، وهذه المسألة انت التوافق مش غير هو برك اللي راه هضر عليها، راهم هضروا عليها انت الأفافاس، هضروا عليها ناس آخرين، تسمى ماهيش حاجة جديدة. وأنا شخصيا كنا درنا حوار حول التوافق عنده وقيل 5 سنين ولا، راه موجود وتحدثنا على الدستور التوافقي، تحدثنا على كثير من الامور. المهم هو كانوا جماعه اقترحوا وراح ليهم وتحدث معاهم على قضيه هذه نتاع تمديد لفتره، يعني قال مثلا درك بدل من انه نروحوا الانتخابات، هما الناس راهم على بالهم باللي بوتفليقه راه منتهي ويروحوا يدخلوا الانتخابات في اطار نتاع قال تنافس، راهم رايحين يعاودوا يرجعوا، لانه ما راهم درك الجماعه نتاع الدي ار اس، جماعه نتاع الدول العميقه، متغلغلين في اوساط نتاع الشعب من خلال الناس اللي يخدموا معاهم، متغلغلين داخل المؤسسات، وبالتالي عندهم وسائل الاعلام وعندهم الاموال من خلال ارباب المال تاعهم في الداخل وفي الخارج، وبالتالي رايحين هما ياثروا على الناس من خلال الاعلام وكذا، ويعاودوهم يستلموا السلطه ويعاودوا يمشيوا يروحوا البعيد. قال درك حنا هاد الجماعه كاين، قال ودي قال ان هذه قضيه نتاع التمديد هذه ما تخدمنيش مثل هذا بن فليس، قال لازم تكون انتخابات تمشي في الوقت تاعها. لماذا؟ لانه هما ما على بالهم اذا كان دوك مثلا الجماعه نتاع بوتفليقه ما رشحوش بوتفليقه، رايحين يفوتوا والله العظيم ولو كان نص الشعب يرحيوه، رايحين يفوتوا. درك هاد الجماعه نتاع السلطه اللي درك هذا سعيد بوتفليقه والجماعه اللي معاه ما عندهمش مرشح اللي هما يقدروا يواجهوا به هذا المرشح نتاع الدول العميقه، قال بن فليس والله واسمه هذا غديري والله ناس اخرين. بالتالي المرشح نتاعهم الوحيد حتى ولو انه هذا راه بوتفليقه ميت هو الوحيد. لماذا؟ لانه قال بوتفليقه راهو دار وراهو خدم وراهو كذا حتى ولو كان ما يشاركش في واسمه الحمله الانتخابيه رايح يفوت، ما يقدروش هو يواجهه، ما ينجموش، ما عنده لا باجاج بوليتيك هذا واش اسمه هذا غديري، ما عنده والو،
ما عنده والو، لا عمره وي ما ما عنده راه والو، ما عنده والو. وعلي بن فليس راهو كان المستشار نتاعو عند بوتفليقه، وكان مدير الديوان نتاعو، وعطاه مرتين وهو يعطيه بالسقلات في 2004 وفي 2014. دوك لما يقولوا الناس قال راهم زوروا له، ومن بعد دوك مش قادرين يزوروه. بالتالي درك هو هذا واسمه بقري ممكن راهو دخل بالتوافق مع وش اسمه مع سعيد بوتفليقه، يعني راهم تحدثوا على قال باللي هو يلعب دور، وربما يعطيوا له المرتبه الثانيه، او ربما يفوت في الدور الاول يفوتوه، ويكون هو قال مثلا يديروا الدور الثاني شكلي برك دور ثاني، قال راهو فات بوت واسمه بوتفليقه وعبد الرزاق مقري، ومن بعد هما الجماعه اللي كان قالوا ودي اتونسيون من الاسلاميين واتونسيون، وتولي تقبل الناس للمجتمع الدولي فرنسا، وهذيك اللي اسمه هذيك الكسكاس والشربه والسباغيتي كامل، قالوا ودي بالكم الاسلاميين خليوا بوتفليقه وروحوا خموا في تخمام واحد اخر. ولكن بعد ما يفوت بوتفليقه شحال راه يقعد؟ 6 شهور، عام، شحال يعاودوا يرجعوا للانتخابات الرئاسيه، ويعاودوا يرجعوا للكلام اللي كنت نقول فيه باللي لازم الناس تلتقي في مؤتمر في الداخل وفي الخارج، وتمشي الناس واحده واحده، وحتى ويجيب واحد اخر. ربما ذوك هذا بوتفليقه، سامحني بركان نكمل لك هذه الفكره برك ونعطيك الكلمه، ربما ذوك هذا بوتفليقه اذا كان قدروا يفوتوه راهم رايحين للتغيير ولو على عام، ورايحين للانتخابات الانتخابيه. هذا الناس اللي راهم رفضوا قال مثلا عمليه نتاع التمديد اللي اقترحها مقري ولا جماعه واحد اخرين نتاع عام، راهم رايحين لها رغم انوفهم. ولكن لو كان الناس هذو الجماعه نتاع الدول العميقه ونتاع الدي ار اس هذو، لو كان هما يعاودوا يفوتوا المرشح نتاعهم يستعملوا القوه، راه عندهم الوسائل وقادرين يستعملوا القوه، ده من جماعة نتاع داخل الجيش ولا نتاع كذا، قادرين يستعملوا القوة. إذا كان فاتوا والله نقول لك استغفر الله يا ربي 50 سنة واحدة أخرى ما تزيدش اي صح اي صح. والله حبيت تفكرت واحد المقولة تاع رئيس أمريكي قال لك يمكنك أن تخدع كثيرا من الناس قليلا من الوقت، يمكنك أن تخدع قليلا من الناس كثيرا من الوقت، ولكنك لا يمكن أن تخدع كثيرا من الناس كثيرا من الوقت. يعني علي غديري واش دار؟ حب يخدع كثيرا من الناس في قليل من الوقت، يعني في 3 شهور هدايا بدا يخرج، باسكي عرف بلي قادر يخدع الناس. هو ديريكت موراه، وشكون موراه؟ هو موراه جنرال توفيق، موراه البراب. وباش نعرفوا بلي موراه جنرال توفيق، ربراب كي طاح جنرال توفيق طاح معاه ربراب، ما لي بروجي ديالو ما يمشيوش في بجايه، ما يمشيوش دار لي فوفيل هذاك تاع الشروق، ناس اخرين ايه كلهم يعني كثير 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 من الناس، كثير من الصحافيين هذوك اللي كانوا كانت عندهم الحصريات، وهذيك كثير من الصحافيين تغموا راحوا، كلش راحوا. ومن بعد جا دوكا حب يوليو عن طريق غديري هذايا. ومن بعد الناس لا ماجوريتي كيفاش نقولوا الشعب ينخدع بزاف كي تكون المده قصيره، شهر شهرين 3 شهور يقدر ينخدع بسرعه. وزيد كثير من الناس يعني الشياطين هذوما اللي ساندو غديري هذوما، والاخرتها زبيده عسول انا اللي نحترمها نوعا ما، يعني نعتبرها من معارضات يعني الشرفاء شويه، اللي نعتبرها انايا شريفه، هي وسفيان جلالي وشويه الكمشه اللي باقيه سندته. يعني انا 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 خلعت انا كيف سفيان، مام سفيان راهو غير راهو معاه عملي بون سفيان بون سفيان بصح كيفاش تساند علي غديري؟ صافا دير لو كان يعاود يولي اكثر، صافا دير يعاود يولي كيفاش نقولوا بريفيرونس الافضل ما يكونش تغيير على ان يكون تغيير ان فو جونجمون. كيفاش بريفيرونس ما يكونش ان شونجمون كاريمون على ان يكون ان فو شونجمون، يعني الناس تحس سوبوزون يوصل لغير غديره هذا بريفيرونس يبقى بوتفليقه
كي يوصل على غديري الناس تحس تحسب بلي كاين شونجمون، اون فيريتي ما كانش شونجمون. ايه ومن بعد يزيدوا يلعبوا به يزيدوا 50 سنه هكذا هما بوتفليقه، هذا هما بوتفليقه اللي فابل. هادو الان هما في في منطقه ضعف بوتفليقه، ما خلاص ما بقاش هما في في طريق ضعف. ومشكل اللي عندنا حنايا ما كاش واحد مخلص من المعارضه عنده شعبيه كي يقدر يقابل هذا النظام، لانه يعني كي تشارك مثلا في الانتخابات تقدر تشارك في المنتخب ماشي مشكل، بصح تعرف بلي يزوروا لازم تكون مهيئ للتزوير. لازم تكون مهيئ يعني كي تعرف بلي الافونس يزوروا، بصح كي تكون عندك شعبيه تقدر تناضل، تقدر تدير اعتصام، تقدر تدير. بصح اذا كان ما عندكش شعبيه كي دير كي تشارك في الانتخاب، يعني انت كما نقولوا يعني تمد لهم يعني ساك شفافيه للانتخابات، يعني تمد لهم شفافيه نوعا ما من الانتخابات. واش حبيت نقول؟ المهم شكرا الاخ، شكرا لك، ربي يبارك فيك، ان شاء الله عند بعضنا، ربي يبارك فيك، شكرا. داكور بارك الله فيك، صح بدك في كل وقت، شكرا. داكور بارك. نشوفوا ترى الاخ هذا رضا، ومن بعد نجي لك الاخ طاهر. شوفوا ترى الاخ هذا رضا، الاخ رضا مرحبا بك. مرحبا الاخ، واش راكم لاباس؟ الله يبارك فيكم. من راك تكلم فينا الاخ رضا؟ هاني كنا فيك من الجزائر. مرحبا بك الاخ رضا، واش تقول لنا في موضوع تاع اليوم تاع الانتخابات الرئاسيه والاحزاب؟ ما شوف يا اخي، انا على كل حال من الجماعه اللي تبعوك شويه في اليوتيوب. نعم. على اللي ديبالي كنت ديرهم معك المولاي، مع عبد القادر العيايده، مع نعم على كل حال انا كان عندي من المتابعين القدم. انا من المتابعين القدم على كل حال، انا حتى كريم امام كاين دي جون نعرفهم، وكاين يعني يعطيك الصحه بينت لي واحد الامور كانوا يعني بزاف، كانت عندك امور غامضه فيهم. لا غامضه فيهم يعني الحق، تعرف يعطيك الصحه مجهودك الله يبارك. وشنو عندي انتقاد شويه صغير لا يعني تقبل، ما فيش مشكله، مرحبا بك. عندي الانتقاد يعني انا عندي من الباب التاريخ، ما نأمنش انا التاريخ يكتبوا انسان يعني يكون طرف النزاع. انا عندي التاريخ لازم يكتبوا واحد يكون حيادي. واش من تاريخ؟ تاريخ يعني واش جات في العشريه السوداء هذيك، واش كانوا يحكوا وراء التاريخ. حنا رانا نسجلوا هذه شهادات، شهادات تسجلها، والشهادات هذيك ولا الاعترافات هي راها قابله للتمحيص، ماهيش كيما نقولوا راها قران منزل. والله تاريخ لما انت قال مثلا راه كاينه وزاره ولا هذيك، راه تكتب في التاريخ، انت اكتب واش حبيت، لكن فيما بعد راه بعد هي لو كان غدوه تكون قال مثلا في البلاد قال مثلا محاكمه والله، ويكون فيه مؤسسات نتاع الدوله وتصدر احكام وتتضح بعض الاشياء، فيما بعد انت تبدا في كتابه التاريخ. هذه راه اعترافات وتسجيلات، لكن مش هذا هو الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا هو حول على بالي الموضوع، انا متبع الموضوع على بالي. شوف نجيك انا كما يقولوا من الاخر الاخ، انت في يعني كنت تتكلم مع واحد من كندا، قلت له انا ما نقدرش يعني نكون معارض ونكون في الجزائر. الاخ تسمع فيا؟ نعم انا نسمع فيك. من الباب هذا ماهوش كاينه معارضه هنا في الجزائر. يعني من الكلام هذا نقدر نلخص لك كلش باللي هنا اللي يكون في الجزائر ما يقدرش يكون معارض. لا 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 لا، انت دوك هذا الفهم نتاعك انت، هذا قلت لك انا راه كاين شخص، راه الكلام تاعي مسجل بالصوت وبالصوره، شخص قال لي باللي هذا الاخ كان يتكلم، قال لي باللي راهم قالوا باللي كاين ناس راهم قال لك ارواح اللهنه للجزائر وتكلم، شرحت له.
ما قلت لكش انا باللي راه ما كانش معارضين في الجزائر، والله ما كانش معارض. المهم الاخ الكريم، شوفوا فهمني فهمني، اسمع او اسمح لي اسمح لي، كثير من الناس انا اللي ما نكفرش الكلام معاهم، كثير من الناس اللي ما نكفرش معاهم الكلام، لانه هما يخليوا النقاش حول المحتوى تاع الموضوع ويركز لك هو على شخصك انت، دوك جاي تحاور وجاي تمد الراي نتاعك، ولا جيت تتحاكم فيا؟ لا تحاول تمد الراي نتاعك في الموضوع، تفضل اعطي الراي نتاعك في الموضوع حول الاحزاب السياسيه والانتخابات الرئاسيه في الجزائر، مد الراي نتاعك. الا راك جاي تحاكم فيا ما عنديش الوقت باش نضيعه معك، راهم كاين اخوه اخرين راهم حابين يناقشوا ويمدوا الاراء تاعهم. شوف يا الاخ، والله غير على كل حال فهمتني خطا، انا حبيت نقول لك يسمى كلام باللي انا ما نعترفش باللي كاينه معارضه سياسيه في الجزائر. هذا رايك. اي نعم، دوك انا اذا كان واحد يقدر يكون باش يكون رئيس في الوقت اللي رانا فيه والوضع اللي رانا فيه، والله لو كان انا نكون انا داير فيك ثقه كبيره، لو كان تقول لي برك اي واحد والله نفوطي له. يا الاخ الكريم، هذه لونسيون تاعك بين الاعتبار. يا الاخ الكريم، شوف انا راني قلت باللي هذه المساله نتاع الزعامه ونتاع المشيخه راه عندي ذوك سنوات وانا نردد فيها من خلال قراءه موضوعيه للتاريخ، من خلال قراءه الموضوعيه للتاريخ، هذه الزعامه والمشيخه هي اللي فوتت على الجزائر كثير من الاشياء. ها هم ذوك، هذا واحد يحارب في الزعامه ويخلق لك زعيم، هذا علي غديري، هو راهو يدعي من انه راهو يحارب في الزعامه ويخلق لك زعيم، هو اللي خلقه. وواحد راهو قال مثلا يحارب في الزعامه ودير لك بوتفليقه، هو راهو على فراش الموت وهو راهو يخلق فيه ويخلق. ما نعرفش بها على كلها. حنا واش قلنا؟ قلنا باللي لازم يكون عمل جماعي، لازم الناس تتفق وتروح. دوك قال مثلا هذه الاحزاب السياسيه فرضا، انا راني نقدم اقتراح، قدم اقتراح هو انه يتقدموا مجموعه من المترشحين، قال هذا دوك مقري راهو تقدم للترشح. زيد قال مثلا يتقدم، على باليش انا واحد من الاسلاميين، قال احمد بن محمد، والله ما على باليش انا واحد من الناس اللي راهم درك هما، قال عنده الى حد ما راي والله كذا. يزيد قال مثلا من التيار الوطني يتقدم واحد، والله واسمه، قال مثلا درك هذا بوشاشي مثلا، بوشاشي وزيد معاه واحدة من النساء، والله أربعة ولا خمسة، ويتقدم معاهم واحد اللي هو يقدر ينافس. خطر ذوك هذو، هذوك انت، ذوك انت تجيب لي انت ذوك هذا مقري وتتقارنه مع بوتفليقة. بوتفليقة ذوك هو مش هو في شخصه، هو في شخصه منتهي، لكن بوتفليقة اللي كان راه هو في وقت من الأوقات مناضل في واسمه جبهة التحرير، وكان مع أبو مدين وراه هو رئيس 26 سنة كان وزير خارجية، ما يقدرش هو، ما عندوش كيما نقولوا السيفي نتاعو كيما هو، وبالتالي ما راهوش رايح ينافسوا. أنت لما تجيب واحد، تجيب واحد منافس، منافس، قال مثلا مثلا أحمد طلب الإبراهيمي، أو قال مثلا حمروش مثلا، دوك لما يتقدموا هذه المجموعه نتاع المرشحين يبلوكيوهم، ما يخليوش هذو المجموعه نتاع الدول العميقه يراهنوا يلعبوهم على ثلاثه ولا اربعه من الناس. انت تقدم مجموعه من المرشحين تبلوكيهم، يفوتوا هذو المجموعه، قال مثلا يفوتوا في المجلس الدستوري، يفوتوا نقولوا مثلا خمسه او سته، هما بالمجلس الدستوري راهو رايح هو يسمحوا لهم عن طريق التلفزه، وعندهم يصير عندهم، قال مثلا بوتفليقه راهو عنده وقت، هذوك راهم عندهم خمس اوقات، يستعملوا هما التلفزه الوطنيه، يستعملوا وسائل الاعلام المختلفه، حمله انتخابيه تعبئه شامله على المستوى الوطني، ومن بعد قال يتفقوا باش يكون واحد، فوت واحد تروح الناس كامل تروح من بعد، ويكونوا جماعه راهم داخل الجيش وكذا، يفوت المرشح اللي هو يعني كيما نقولوا تكون معاه يعني قاعده شعبيه صحيحه. اما هذه نتاع تقدم واحد هكذا وفي اطار هذا نتاع واحد ضد واحد، والله انا هذه راني منذ سنوات وانا ضدها. فيما بعد قال مباشره بعد ما يوصل هذا الشخص هذا للرئاسه، قال مؤتمر،
مؤتمر تلتقي الناس كامل، فهمت؟ قال الناس اللي راهم في الجيش، الناس اللي راهم في المعارضه، اللي راهم في الخارج، كذا تلتقي الناس. قال اودي احنا دوك لازمنا نمشيو لتغيير حقيقي، ويكونوا ناس مختصين كل واحد في المجال تاعو، في الرياضه، في الاعلام، في كل المجالات، تبدا تخدم الناس وحده وحده على جال باش نبنيو الدوله نتاع الجميع، دوله اللي فيها هي اصحاب التوجه الاسلامي، اصحاب التوجه الوطني، اصحاب التوجه العلماني، دوله الجميع. وفق قال الخطوط هكذا تتفق عليها حول الناس وتمشي وحده وحده في المجال تاع التربيه والتعليم والصحه والنقل، وتبدا الناس تخدم وحده وحده على جال باش حنا نخرجوا من الازمه. اما باش انت تروح تلي معاه واحد دوكا قالها ومش عارف انا ها وهذا غديري من الشرق وقال الجماعة نتاع ضد الوسمو، تروح اللي انت تضيع انت 5 سنين و10 سنين و15 و20 سنه، هذه انا ضدها، ما نمشي حتى مع واحد. راني قلتها البارح دوكا، لو كان قال مثلا جماعه مثل ما قلت وفق مشروع وفق عمل جماعي، قال مثلا يقدموه مع احمد طالب ابراهيمي نقدر نعاونهم انا، بصح باش نروح ليه هو كشخص، كشخص هو انه يترشح ضد بوتفليقه، والله ما نمشي معاه، والله ما نمشي معاه، والله اي واحد اخر. فهمت؟ يعطيك الصحه، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام، يعطيك الصحه. يعني هذه باينه وسهله وبسيطه وشنو وراء اللي يتقدم. ما زلت عندهم فرصه. شفت انا ما راه كاين والو. ما زلت شفت انا ما راه كاين والو، راه كاين كاين راه شاغل، راه يشوف مسرحيه. نورمال، دوك انت الناس لما وصلت لهم هذه القناعه نتاع قالها مداوها مداوها، سي نورمال، اقعد تبقى في هذه العقليه كامل. واش قال مرشح نتاع السلطه؟ اي صاي هم مداوها خلاص، روح اقعد في هذا الاطار، تحوس على التغيير استعد له. فهمت؟ هذه هي، تحوس على التغيير استعد له. ما زلت عندهم الفرصة، لو كان درك الجماعة هذو قال مثلا لفافاس وجماعة نتاع الارسيدي، جماعة اللي راهم درك هما يحوسوا على جل باش يكون هناك تغيير، هذا درك عبد الرزاق مقري، بن محمد، جاب الله، واسمه بن احمد طالب، حمروش، مجموعة هكذا الناس تلتقي وقال اودي هاهو هاو المرشح، قال مثلا اللي يقدر هو شكل توافق هكذا، وقال نروح يترشحوا مجموعة من المرشحين حتى العشرة يكونوا يمثلوا تيارات مختلفة، واحد تيار إسلامي، واحد تيار علماني، واحد تيار وطني، واحد في الداخل، واحد في الخارج وكذا، وتمشي الناس، تمشي الناس مع بعضها البعض، تخدم مع بعضها بلوك كامل، تخدم الناس مع بعضها البعض. اما انت تروح ترشح واحد ضد واحد، والله هذيك ماكش راح دير لا تغيير لا يحزنون، لازم بلوك يخدم مع بعضها، عنده قواسم مشتركه. فهمت؟ خلي قال مثلا هذيك الامور اللي هي قال مثلا تحدث خلاف بين الناس اجلها، ما تجبدش عليها دوك، تبدا تجبد لي دوك قال مثلا اللغه القبائليه، وقال مثلا مذهب الاباضي، امور هذيك اللي هي قال تحدث تحدث اسمه سي با لا بين تجبد هذوك، مش وقتها، تشفقات خليها نهار اللي تدخل المؤسسات، من بعد تطرح على 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 طاوله النقاش وتناقش عليها الناس، تركز الناس على الخطوط العريضه، ها هو كيفاش نروحوا، ها هو كيفاش نبنيوا الدوله، وتمشي وراه اللي يخممك، وراه اللي يخممك. المشكل ما كاش اللي التخمام كاين وما كاش اللي يطبق، ما كاش هنا التطبيق في الجزائر، تحب تطبق ما تقدرش. لا قضية كي تحط الناس المصلحة نتاع العامة، فهمت؟ لما تدير الناس المصلحة العامة، لما واحد يكون هو يحوس على المصلحة نتاع الحزب نتاعو، فهمت؟ واحد المصلحة نتاع الحزب نتاعو قال لك عيط له عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، قال ودي روح ترشحه منا واني نوعدك انا باش نعطيك وزارة ولا نعطيك انا رئاسة الحكومة، نوعدك باللي انت تروح تقال تكلاسي الدوزيام. قال مثلا مقري اكزومبل برك، مثال برك، قال انا لو كان يفوت بوتفليقه نوعدك على جل باش نعطيك رئاسه الحكومه، فهمت؟ نعطيك رئاسه الحكومه وخدم على راك، ما تجيكش يعني غريبه كلش، لو كان تعاود تسمعها، فهمت؟ المصلحه العامه ينساها، عنده مصلحته خاصه، ايه فهمت؟ ومن بعد هو يوصل للحكومه يحركوا له جماعه، فهمت؟ من منطقة القبائل والراجل شمو يخلقوا له موضوع. أنا نعطيك الصحة يا الأخ. وروح اكتب في الحيط. قال مقري صايد خل الأرشيف. ها
هي هذو راهم جماعه، شوفوا نقول لك راهم ثعابين هذو، هذول كان ما يكونوش ناس الو فاعلين شكوك، عابدين الالاعيب تاعهم وكذا. ما الو هاني نسمع فيك الاخ الكريم. انا هاني ما كان على كل حال قاول اللي قلت لك هو كاع كلام صواب. انا اللي الحاجه اللي يعني لو كنت تسمعها من عندي، هو ما كاينش تطبيق، ما كاينش تطبيق هنايا، ما كاينش تطبيق. ما محبي واحد يحب يطبق ما يقدرش. انا على هذيك اللي عطيت لك المثل تاعك، قلت لك انت راك معارض، راك في الخارج ما تقدرش تدخل الجزائر، حتى لو كان جيت تعرض هنا في الجزائر ما تقدرش، يعني يكون معك كامل الطرق، يعني سواء اغراءات لو كان، تهديدات لا لو كان ما سواء اسمع، لو كان ما لقيناش هذه الوسائل نتاع الاعلام اللي راهو يعني الحره اللي راهو الواحد يتحرك من خلالها، والله ما تقدرش. انا عارف والله هذاك هو، هذا اللي رانا منه، اللي رانا ندو شويه هاك وهاك. وانا كما يقولوا عندي كما يقول الانسان، كما كنت حكيت لك قبيل هذا تاع الامور اللي دو تشبهات دوكا، كما القبايلي هندي ما على بالي شرقي غربي، هذوك ماهوش دوكا، ماهوش صالح كاع تاع الجزائر. هذوك امور يجوا ما المهم بدل الاخ رضا، شوف الاسئله يجوا امور يكونوا الاخ يعني. رضا، اذا كان تحب، اذا نعم تحب نقولوا مثلا تحدثني في الموضوع هذاك تاع الشهادات، والله هذيك ما عندي حتى مشكله، حدد لي موعد ونتناقش انا وياك في الموضوع. اذا كان عندك شهادات، والله مثلا حب انت تفيدني معلومات، والله تصح لي معلومات، والله ما عندي حتى مشكله، على العين وعلى الراس. لا انا ما عنديش يعني معلومات كبار ولا مش ماذا بيا، على كل حال ايه ما فيش مشكلة، ما عندي ما حتى فيش مشكلة. مشكلة. معليش معليش، كاش خطأ تكون يكون الموضوع في هذاك الشيء وانقسم ان شاء الله ما فيش مشكلة. المهم شكرا ان للاخ شاء الله. ربي رضا، يحفظك، الله ربي يكون في يهنيك. العون يعني، وربي ظل لو بليس يا اخويا، ربي يعاونك. ربي يبارك فيك الاخ رضا، شكرا. صح ربي يحفظك. نشوف ترى الاخ هذا طاهر، هاني طلعتك الأخ طاهر. السلام عليكم، وعليكم واش السلام كان بن ورحمة الله. الدين؟ مرحبا بك الأخ طاهر، الله يبارك فيك. صافا واش بن تقولنا الدين اليوم بموضوع تاع كلمة. الأحزاب؟ الله يبارك فيك. الموضوع تاع اليوم تاع الأحزاب، نعطيك أنا واحد الأمر صغير برك. هو قضية التغيير، راهي معادلة صعيبة في بلادنا، معادلة صعيبة بزاف، هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة قضية الأحزاب السياسية، أنت فما بالك جمعية تاع مسجد، الوقت تلقى بعض الأشخاص يدخلوا لها من أجل مصالح شخصية، هذه جمعية دينية في مسجده بتربي سبحانه، يدخلوا لها من أجل مصالح شخصية، فما بالك أنت في الأحزاب السياسية. يعني هنا تعطي خلاصة بلي الأحزاب السياسية هذه كل في بلادنا راهي الناس كل تاع مصالحها، سوى من حزب موالاة ولا اللي تسمي في روحها معارضة ولا تسمي في روحها وش تسمي في روحها، راهي كلها ناس تاع مصالح، جمعية دينية يدخلوا لها من أجل مصالح شخصية. بعد الأمر هذا صحيح ما تشوف حاجة أخرى في بلادنا أكثر من هذه. ما تشوفها يعني، سبحان الله، واحد المستوى، تاع العقلية تاع الجزائريين لدرجة يعني دنيئة 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 لدرجة ما تصورهاش. تلقى أنت واحد يدخل جمعية دينية من أجل مصالح شخصية، يعني هذه تصور تصورها العقل؟ هذه فما بالك أنت في أحزاب سياسية راهو يدخلها فلان وفلان وفلان، غض النظر على الأحزاب تاع الموالاة، راهو يدخلها جماعة الشكارة والأموال الوسخ والناس اللي فيها. احنا عندنا زوج نواب هنا في تبسة، عندنا محمد بن ناعي وعندنا محمد جميعي، من اكبر المافيا في الشرق، اكبر مافيا في الحدود واكبر في ايه بصح، هذا هو راه هو اللي راه يدير في الحمله الانتخابيه هذا. زيد يمشوا بلي جارد كور، تعرف واش معنى لي جارد كور؟ يمشوا بلي جارد كور، نواب يمشوا بلي جارد كور. انت الجميع واش ما رايك واري طيروا من الولايه على جالت واحد الامر، واحد بلاصه في تبسه باش يدير فيها استثمار، طيروا من تبسه، هذا والي جاي باش يخدم يمشي. انت تقولي انت نواب وتقولي انت احزاب ومن. ثاني حاجه التغيير، معادله صعبه، الثمن تاعها باهظ،
ولازم ليها شعوب ماهيش الشعب الجزائري. الشعب الجزائري صدقني راهي ناس، واسمحني في الكلام هذا، على جال حاجة تافهة تلقاه يبيع الشخصية تاعو ويبيع الشرف تاعو ويبيع الضمير تاعو ويبيع العقيدة تاعو ويبيع أغلى الأشياء تاعو، يبيع على أمور بسيطة يعني حويج تافهة. فما بالك أنت تقول أنت تغيير وشعب يكون واعي وشعب يكون، يا رئيس سبحان الله. ثاني ميساج عند النخبة القاري، الناس الدكاترة والبروفيسور هذا مول ما على باليش باش يسموا فيهم، صدقني أنا كاين ناس كنت نعرفهم يعني سبحان الله كلم دكتور خسارة فيه، والله كلم دكتور خسارة فيه. عندهم واحد الأخلاق، عندهم واحد الأخلاق نبي، واحد المستوى طايح إلا من رحم ربي. إذا هو قضية أمر التغيير وأمر معادلة صعبة بزاف سي نور الدين في نعم. بلادنا. هو أول حاجة إذا كان نحبه نحن رئيس يخمع البلاد ورئيس اللي يقوم بالبلاد والدولة اللي ما تنتج سلاحها ودواها وغذائها، راهي دولة ديما ضعيفة. هذه نعم. حاجة الأولى. إذا كان نحبه نحن رئيس اللي يخدم البلاد ويخمع الشعب، هذيك راهي نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، على الأمة هذيك. وأمة هذيك لازم تكون أمة صالحة، الأمة تاعنا نحن ولا من رحم إلا قليل منهم، هذه هي اللي نشوف فيها هنا. لو واحد تلقى يدخل نعم جمعية دينية من أجل مصالح شخصية. أما الأحزاب صدقني كل موالاة كل معارضة كل معارضة كلهم كيف بيقولوا فيها قهوة حميدة والرشام حميدة والسر بحميدة، الكل زي بعضها نعم يعني بالنسبة تاعي الشخص. صدقني هذا أمر كبير ياسر. نعم طاهر، نمر الإخوة آخرين. شوف ترى الأخ هذا خليل، شوف الأخ خليل عندك مشكلة في الخط تاعك، فهمت؟ فهمت الهاتف نتاعك بالك لاعب، ربما كش ما عندك مانع ومرحبا بك. شوف الأخ هذا محمد رشيد، نفس المشكلة الأخ رشيد. رشيد راهو عندك مشكلة في الخط نتاعك، شوف اللي بارامتر تاعك، عاود دير ميزاجور بالهاتف. إلا راك لازمك تحمل، شوف لابليكاسيون تاع الفيسبوك الأخ رشيد بالقندوز، شوف استعمل لابليكاسيون تاع الفيسبوك في الهاتف نتاعك، دير لها الميزاجور، ربما راه عندك نسخة قديمة دير لها الميزاجور. ومن بعد الخصائص هذوك لي بارامتر هذوك تاع الهاتف، كاين فيه بعض الخصائص لازم يكونوا شغالين. اذا كان ما راكش مشغلهم، دير تاع لا ريستوراسيون ولا تاع التليفون، وما تنساش باش تحافظ المعلومات ولا الصور ولا الفيديوهات اللي راهم عندك. ومن بعد تسمى كي يكون بار ديفو تقدر فيما بعد تشارك، ربما راكش ما كاين دي بوتون ولا راك غالقهم انت وبالتالي ما تقدرش تشارك. شوف ترى الاخ هذا محمد، وراه كاين واحد البوتون ثما تاع الكونيكسيون، ممكن بالك لو درك غالقها ثاني لما انت تجي في المربع هذاك تاع التعليق شوفها ثما، كاين في لي بوتون هذوك ثما. تفضل الاخ محمد. السلام عليكم استاذ، واش وعليكم راك؟ السلام ورحمة الله، مرحبا بك. موضوع على الانتخابات و على الانتخابات الرئاسية اليوم نحكيه عن الأحزاب. الأحزاب أستاذ، دوك الأحزاب على حسب ما راني نشوف راهي بون معظمها راهي متفرقة، كاين أحزاب، كاين زوج أحزاب كبار هي تاع بوتفليقة وهذه تاع غديري اللي راهي طالعة، وأحزاب الأخرين كاين اللي دوكا راهم مع غديري، كاين اللي راهم كيما مع بوتفليقة، كيما زبيدة عسول وهادوما كاع، وهذاك سيت اسمو هذاك بلعيد، هذاك كاع راهم مع غديري، ومكري والاراندي والارسيدي وهذوك راهم مع غديري. الافافاس ما على باليش، قال لك حبوا يديروا مقاطعه تاع الانتخابات كيما 2014، بصح 2014 قال لك كي داروا المقاطعه ماتوا تماك ناس،
باسكو جاو الدوله هذيك. دوك الانتخابات راهي باينه دوكا كاع رانا نستناو بين غديري وبين بوتفليقه. دوك شكون اللي علاش غديري كابابل ولا الشعب يزيد يجي معاه نكاز ومنا كابابل؟ ما تقدرش تعرف الشعبيه تاع الناس كيفاه. يا دوكا نقول لك الأخ دوكا محمد، رانا نحوسوا على الموضوع هذا، رانا نحوسوا على الموضوع هذا، راهو يتعاود الصوت تاعك، راهو يتعاود الصوت تاعك. الموضوع تاع الأحزاب السياسية، أحزاب سياسية في الجزائر، رانا نحكيو على الموضوع تاع الأحزاب السياسية. دوك راهم كاينين أحزاب سياسية اللي دوك مثلا مفترض هو أنه في الحزب السياسي عنده مرشح نتاعو هو اللي قدمه. قال دوك مثلا كي يكون شخصية وطنية هو الحزب راهو قال مثلا عنده مثلا ما على باليش أنا مشروع، مثلا مشروع إسلامي، هذا الحزب السياسي مشروع إسلامي، قال مثلا عبد الرزاق مقري وفق، قال مثلا فهم تاع حركة الإخوان المسلمين. الجزائر هذه فيها أقطاب مختلفة، فيها توجهات مختلفة، بالتالي هذاك الشخص ما راهوش راح يشكل إجماع منطقيا، منطقيا ما راهوش راح يشكل إجماع، رايح يكون شخص اللي هو يقدر يلم الناس الكل. قال مثلا زيد ولا عمر من الناس يقدر هو يتفاهم، قال مثلا مع الافافاس يقدر يتفاهم، مع جماعه حماس يقدر يتفاهم كذا، لانه هو ما عندوش قال مثلا ان كلون راهو يمشي فيه ولا راهو عنده توجه معين راهو يمشي فيه، يقدر هو يلم الناس كل. منطقيا عادي دوك لما تلقى انت مثلا واحد شخصيه سياسيه مثلا كيما احمد طالب ابراهيمي او حمروش او شخصيات اخرى، قال هو راهو عنده رصيد من النضال السياسي، راهو كان في الحكومه ولا كان في الحزب تاع الافلان ولا كذا، عنده رصيد سياسي، قدر هو من خلال النضال تاعو كذا هو انه يشكل قال مثلا شبكه تاع علاقات سواء على المستوى الوطني ولا الدولي. منطقيا عادي هو انك لما انت قال داروا انتخابات مثلا حمس هذو راهم هما ينتموا للاخوان المسلمين، وقال مثلا راه انتخابات حره وداروا انتخابات، واحمد طالب ابراهيمي قال مثلا والله حمروش فرضا فات هو الدور الثاني. منطقيا هو انك قال مثلا هذا الحزب يساند راه مرشح معين، راه قدم مرشح نتاعو ما فاتش، قال راه كاين المرشح الاقرب اللي راه قادر مثلا قال هو يحقق بعض المطالب والله كذا، منطقيا عادي توقف معاه. لكن منطقيا في الجزائر يقول استاذ، لكن هو انك انت تلقى واحد دوك مثلا كيما هذا علي غديري ولا ناضل اليوم يخرج لك احزاب تمشي معاه، وين هذا؟ وين صادق؟ بصح استاذ هذه موالفه، موالفه يديروها لنا كيما بن فليس ما يبانش يبان غير في الانتخابات، كاينين هذه موالفه يديروها لنا. بصح استاذ كيف تقول منطقيا؟ هذه منطقيا في الجزائر كيف كيف واحد واش كيف كيف خلاص نهائيا. بن فليس راهو قال مثلا كيما في فرنسا كان باين، كان قال مثلا محامي في المنطقه نتاع واسمه باتنا وعنده علاقات، وقال مثلا كان مناضل في حزب جبهه التحرير، وقال مثلا كان عين رائع وعين وزير، وكان مدير ديوان تاع بوتفليقه وعنده شبكه علاقات وكذا، وكان حتى امين عام تاع حزب جبهه التحرير لما انقلب على اللي قبله، قال راهو عنده الى حد ما. يو هذا راه ما كان والو يا رب العالي، والو 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 كان والو، ما نظرش نهار في حياته. بصح اسمح لي استاذ، كاينه بك نقطه هذه اللي ما انا مازال الان ما فهمتهاش، وجاب بما ما طرحش هذه النقطه ما كانش شغل امل ما نفاد حمروش، وعلاش على حسب الرساله وعلى حسب الوضع في الجزائر. في الجزائر دوكا انا فنهضروا بزاف على هذا الرؤساء، بصح كاين شخص لهذا الشخص الناس كاع راه مام سياسيين يخافوا منه، قايد صالح ما دوكا تقول قادرين دوكا يديروا له البوازون ولا يقتلوه، بصح ما مش قادرين له. كي بعثوا له رساله الغديري الاخر بعث له رساله باش يقول له باللي اسكو تساندني حمروش انديريكتومون، شغل غير طريقه غير مباشره حمروش كيف كيف. قال له يا بدي عطيني انا في رايي الشخصي كي يكون هذا الوضع تاع يخافوا من هذا قايد صالح ويسن، علاش؟ باسكو هذا قايد صالح قادر يدير بهم انقلاب كيما يحب، راه حاكم كاع العسكر الجزائر، راح دار كاع المراكز هذوك لي باز ميليتار راح كاع دارهم،
دوكا هذا قايد صالح عنده، راهو عنده الشخصيه تاعو، راهو عنده كيما يقولوا بلاصتو في هذه السياسه. شغل كيما نزار يا اخي، نزار هو اللي نحى داك شادلي، راح ليه لتماك. واختار راني سمعت في الفيديو تاعك كيفاه كانوا يتمسخروا بشادلي قبل ما ينحيوه، ودخلوا له داره وكسروا له داره. كي يكون انا رايي الشخصي، كي يكون هكذا مازال جيش حاكم، بس كان نهضروا على غديري ونهضروا على بوتفليقه. صح كاين كيما يقولوا في الشطرنج، كاين هذايا البيدق اللي واحد ما يقدر له، قاعد صالح قاعد يشاوره بهذاك الرسائل، غديري يشاوره، الاخر هذاك حمرو يشاوره. شغل يا ودي تعطي لي الفو فارك معايا، باسكو على بالهم كان ما يكونش معاهم دوكا، على بالهم بلي مرامش ضامنينها، يخلقوا له مشكل طاب طاب، انقلاب بدل، ديروا لهم كيما السيسي يا ودي. اي ما يكون اسلامي ولا ماشي اسلامي، ما عندهم كاع ملفات، هذا عنده ملفات على الاخر هدايا. انا رايي الشخصي انتخابات هذه كاع مانيش مامن بها، ما من الاحزاب السياسيه راهم دوك هذا يشيط الاخر، الشياطين في كل شوي يستعملوا القنوات الفضائيه. وكي يكون هذا الشخص قاعد صالح مازال حاكم الاوضاع، انا ليا ما يكونش تغيير قاعد، مهما اي ما يجي حمره. شو احترامك الراي تاعك، ما مطالب ابراهيمي ما يقدروش استاذ. كاين هذا الجيش، هذا راه كاين الجيش والجيش والامن العسكري، هذوما الامن العسكري دوك راهو في كفاح مع بوتفليقه، راه معاهم شكون يديها، وكاين قايد راهو يشوف فيهم كاباب، وقايد هذا انسان ماشي لا سي تيقو فيه السياسيين، كاباب يدورها، قال انا راني مع هذا. علاش دوك راه بوتفليقه سعيد كان خايف، علاش هيشاف مع مكري كان هذا، كان خايف من قايد. دوكا بعد قايد يقول راني مع بوتفليقه خلاص، دوك راهو قالوا او تفاهم معاه، دوك عطالو الفوفا، قالوا روح ترشح وما تخافش، ما راهو فوق، راهو او ام دايرين له سانتوره باش يوقف فوق هذاك الشريطه. معليش رانا معاك، انا لي رايي الشخصي كي يكون الجيش مازالو حايط هذاك، راهو زارع روحه، ما كانش تغيير. لازم الشعب، ما الشعب، الشعب هو اللي ينحي كلش. الجنود وشنو استاذ؟ الجنود هو الشعب، الجنود هذا كاع قايد صار عليه وحاكمه، هادو كاع شاب كيما حنا بك، هما شغل لا بلي بار كاع هادو ما جنود مساكن يحطوهم في الحدود وقاتلينهم بالشر. هذا كاع انا في رايي الشخصي. كاين بك استاذ ملاحظه، الناس هادي في غديري يقولوا بزاف هادي زوبيده على غديري يعرفوا يهضروا وعندهم دبلومات، انا ليا ما راهوش دبلوم، هو زعما قال هو اللي لازم الشر. انا شفناهم ويحيى عنده اخر دبلومات، الناس بصح ما يستعملوش الذكاء تاعهم في حاجه مليحه في الوطنيه. انا ليا الشرط، الشرط هو المناسب، واحد اللي يتخذ قرارات ما يخافش، على راجل يتخذ قرارات ما كاش مصالح، ماشي خايف على المصالح تاعه. ما انا هادو ماليا، كاين ناس بزاف يقول لك هذا عنده دبلوم وزوبي تاع السو ما شاء الله كي تهدر وهادي، وكي تسمع لها ولا غير عندها الحق. انا نشوف الناس هكذا تهدر، مي هما هادي كاع، ما انا ليا ما راهوش شرط. واحد لي ديبلومي وقاري ما في الجزائر ما راهوش شرط، كان بك يكون راجل وياخد قرارات. قال يا ودي حنا هكذا، ما مع فرنسا ما مع هادي، دو كيما هذا غديري، قالوا له اسكو مع فرنسا تنحي نقص العلاقه؟ قال لهم لا انا مع فرنسا ما حندير والو، شغل بهذه الطريقه، شغل انا ما عنديش. هذه كان بيجاوا، بيجاوا وقيله تاع النهار، هذاك تاع النهار كباش هذاك، بعدك حاوزوه المدير تاع النهار هذاك كباش، بعدك حبس له هذاك البرنامج تاع قهوه وجرنان، هو اللي بوزا له هاد لا كيسيون، حرجو. وكان تانيك واحد كيف حرجو، قال له اسكو هذاك عبد الرحمن هذاك، قلت لك ما شفتوش ما تبعتوش. انا شفت هذاك الفورم اللي بارتي كان تاعو فيه ساعه، هذاك الفورم اللي صارت تاع هذيك بارتي شفتوه انا، او فيها ساعة. كاين تانيك كاين في هذيك تاع ليبرتي، كانت تانيك واحد الصحفية سقساتو على هذاك عبد الرحمن، قالت له هذاك كونسي تاع هذه ساركوزي. تحدثنا عليها المرة اللي فاتت هذه. في هذاك الفورم. ودوكا يعطيكم كي تشوف شكرا انا اللي محمد، بر الاخوة، كاين اخوة اخرين يعني ينتظروا. شكرا للاخ محمد. نشوف اضطر الاخ هذا اسامة. الأخ عز الدين إذا كنت تحب تجي تشارك، والله ما فيش مشكلة، اصبر شوية برك. أخ أسامة مرحبا بك. مرحبا بك الأستاذ نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جماعة الخير، السلام عليكم.
الأستاذ فيما يخص الأحزاب هذه، أنا قلت لك رأيي المرة اللي فاتت ونعاود لك رأيي فيما يخص الأحزاب. أنا بالنسبة لي الأحزاب في الجزائر من بداية ثورة التحرير حتى اليوم كاين الأفلان وكاين الأفافاس وكاين الفيس. أنا هذو 3 أحزاب اللي نعتبرهم أحزاب صح، أما الباقي بالنسبة لي ما مش أحزاب. ما نعرفش اللي كانوا في ليزان بكري، بون كان الحزب الواحد وكان الاف اف اس. هنايا معناتها لازم توقف للمجاهد المرحوم حسين ايت احمد اللي كانت عنده الشجاعه والكاريزما باش يدير حزب في 63 ويناضل به، ولكن الحزب هذاك كي مات حسين ايت احمد على حساب رايي انتهى الحزب هذاك الاف اف اس. فيما يخص الفيس، حزب بأتم معنى الكلمة خرج في خضم التعددية وبين المصداقية نتاعو وربح في أرض الميدان، ومن بعد انقلبوا عليه انقلاب على الشرعية. هذا حقه. والأفلان نفس الشيء، الأفلان حزب بون جاء على أنقاض حزب الشعب وحركة ميس صالح الحاج قبل الثورة، وحتى الأفلان مات نظن بانتهاء عهدة مهري ربي يرحمه. من مهري وروح ما بقاش حزب الأفلان، حتى هو عاد حزب يعني كما الآخرين. أما حمص والأحزاب الأخرى أنا نظنها هي مجرد أحزاب مصطنعة من طرف النظام والمخابرات، وفيها ناس بلا ما نعم على كل المناضلين وكل يعني رؤساء الأحزاب هذوما، أغلبيتهم ناس يحوسوا على مصالحهم الخاصة وفقط. حزب نتاع حمص، شوف نقول لك، الإنسان لازم الإنسان يكون منصف في الكلام نتاعو. أنا تقول يعني لي كنت منعم. باللي تقول لي باللي مثلا نحنا في وقت من الأوقات قال مثلا كان ينسق مع جهات أمنية، ممكن نقول لك ممكن، بصح باش تقول لي الحزب نتاع واسمه نتاع حمص نتاع واسمه نتاع المخابرات، كلام مش دقيق، لانه هو ممكن. الحزب قلت لك، قلتها المره اللي فاتت، قائم على واسمه فكر، قائم على عقيده، ماهوش قائم على قال هاد الجماعه نتاع الدياره سيروحوا كامل والفكر هذا يبقى، لانه اولا هذه الناس تتفق معاهم ولا تختلف معاهم، فيهم ناس صالحين، فيهم ناس يحبوا الخير على أكيد البلاد، أكيد. أنا فيهم ما ناس قلتش معلم. مؤمنين، فيهم ناس يعني كذا. وبالتالي دوك تقول لي باللي كاين فيهم ناس اللي راهم قال مثلا تعاونوا مع جهات امنيه في وقت من الاوقات، والله نقول لك اوكي، روح جيب لي دوك انت دوك مثلا واحد بوسليماني كيما هذاك عدموه، فهمت؟ شوف لا فيه أنا قلت انسان من معلم، بلا من انسان، عمم. ما وحتى نحنا حتى نحنا حتى نحنا لما تسمع له كاين فيه اشياء اللي مع الوقت يعني الانسان لما يراجع الاحداث ويراجع الخطابات ويراجع يشوف انت تشوف باللي كانت كاينه بعض الاشياء مثلا اللي قال مثلا هو كان يقولها في التسعينات، ممكن احنا كنا في تلك الفتره كنا شباب يعني في العشرينات من العمر تاعنا، تشوفها تبان لك انت باللي راها امور مش منطقيه خلاص وباللي، ولكن مع الوقت لما تكبر ولما انت تجرب ولما انت تطالع ولما تحتك بناس، والله تشوف باللي راها كانت عنده نظره اللي كانت مش في المستوى نتاعك، فهمت؟ نحناح رغم انه كاينه اشياء اللي هي تحسب ضده، ولكن في المقابل كاين أشياء تحسب له. إنسان ساهم في الدعوة، إنسان ماهوش نتاع فساد يعني كذا، إنسان كانت عنده نظرة، لا شك هو أنه راهو نسق مع جهات أمنية، ولكن راهو خوذ جاب الله، جاب الله كش ما كنت أنت تسمع قال بلي هذا نتاع مخابرات، والله يا هو خواجة حسن العريبي من الناس المقربين للتوفيق، ايه فهمت؟ اكيد. انا على هذاك الشيء قلت لك بدون ما نعمم، قلت لك ما نعممش. كلهم كانوا ينسقوا مع الجهاز نتاع المخابرات، كلهم بدون استثناء كانت عندهم علاقات وكانت عندهم مصالح. كاين الناس اللي راهو دوك مثلا هو عنده رؤية بعيدة، يشوف للأمام ويشوف كذا، وكاين اللي راهو هو يشوف قدام رجليه، فهمت؟ هذه هي المسألة.
ايه هذه انا قلت لك من بدون ما نعمم على كامل المناضلين ولا على كامل قادة الاحزاب، ولكن مثلا فيما يخص حماس مش بالضرورة انهم مثلا حزب تاع مخابرات، ولكن اللي حبيت نقوله انا انهم مثلا في وقت ما ممكن مش نحناح مش ممكن مش الانسان اللي قلت عليه من قبل، ولكن اللي جاوا من بعدهم فضلوا مصالحهم الشخصية. أنا لما نشوف أبو جرة سلطاني ولا نشوف كاينين مع واحد كاينين آخرين، إيه هذوك هما اللي نتكلم عليهم. أما ومشهد الأحزاب يعني كاينين كاع دوك مثلا عقلية. نتاع شوف لو مثلا نهزوا مثلا زوج شخصيات نهزوا قال مثلا عمار غول وتزنت نحناح سي نحناح انكومبارابل. كان يمشي نحناح كان يمشي وفق فكر وفق نظرة والآخر أكيد ما هوش يمشي وفق النظرة ولا وفق الفكرة راك تشوف فيه بلي يمشي إنسان كان مع مع الوقف، التوفيق كان مع يلعب الوقف يعني. في البالون مع التوفيق ومن بعد دوكا راهو يلعب في كرة السلة مع بوتفليقة في زيرلدا. أنا نستغرب صراحة، أنا نستغرب مثلا عمار غول، أنا مانيش هنا باش نحاسبه، هو عنده ربه يحاسبه، ولكن في هذه أنا نستغرب في الإطارات اللي راهم يمشيوا في الحزب معاه مثلا، وتلقاه اسمح لي يا بس انا تمشي لي مع واحد كيما عمار غول بالعقليه هذه، من بعد نلقاك في المسجد تصلي في الصف الاول، اسمح لي يا ان بروبلام، كاين مشكل كيفاش؟ كاين الناس تاع مصالح كاين الناس اللي نتاع مصالح ايه ماهيش الناس تاع كاين الناس تاع المصالح يعني. مصالح شوف اسمع شوف هذه معلومات ماشي تحليل في وقت من الأوقات هنا كاين الناس تصلوا بيا قال باللي راهو هذا عمار غول راهو من بين الناس اللي معول عليهم التوفيق في 2014 باش يترشح للانتخابات الرئاسية كانوا معولين عليه كانوا معاملين على عمار غول باش يرشحوه في الانتخابات الرئاسية نتاع 2014 من بعد هو ربما هاد الجماعة نتاع بوتفليقة وساوه كونساوه وربما كذا لكن تحركوا له جماعة ومشوا معاه مثل ما راهم الآن يمشوا مع الغديري لو فات هو انه يخرج واحد قال هذا هو معاه التوفيق هو معاه الوسمو يبداو يتحركوا تبدا الناس تمشي قال هو عنده ممثل نتاعو في سطيف هو عنده ممثل نتاعو في تندوف هو عنده ممثل نتاعو في عين تفلة وكذا وكذا ثم يطلعوا عندهم هما الدولة هذه مفرعة عندهم ناس في كل الولايات عندهم في المؤسسات عندهم في كذا ثم يتحركوا قال لك كان جماعة دخلوا بالأحرى، الجيش ايه بالأحرى جماعة كانوا تاع يتبعوا دخلوا في الجيش التوفيق معناتها، ايه يتبعوا في الرجل القوي اللي ما وراء ولا الظلم تيمشيو معناتها. مع مرغول ولا ما تيمشيو مع ايه عمار فوالا، دوكا لما يشوفوا باللي جناحه تكسر سلامة بالعافية فهمت ما يزيد حتى واحد يسمع به دوك لو كان درك قال لي روح بوتفليقة ويعرفوه باللي دوك مثلا عمار غول هذا انتهى يدخل الارشيف ما تزيدش تعاود تشوفه خلاص حتى المناضلين ولا هذيك والو والو تشوف انت ما كان والو فهمت لماذا لانه دوك الناس ما مشيو معاه حب فيه والله عارف باللي هو عن طريق وراه راه يحقق مصلحه هذا ما كان عندي نقطة أخرى. أنت أستاذ، أنت مارست السياسة على مستوى عالي، كنت عضو مؤسس في حزب سياسي وكذا وكذا. إحنا ما مارسناش السياسة في مستوى عالي، ولكن بحكم أن قرينا واحد شوية ونشوفوا في الكارتي نتاعنا وفي في البلدية نتاعك وفي كذا، تشوف العمل السياسي مثلا على مستوى البلدية مثلا وتاخذ نظرة. أنا نروح لك للمجتمع المدني، وين راه المجتمع المدني؟ وين راهي هذه ان شاء الجمعيات؟ الله وين راهي نخليو نديروها برنامج ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله نديروا برنامج حول حركه نتاع المجتمع المدني والانتخابات الرئاسيه نخصصوا لها حوار وحدها احنا اليوم نتحدثوا على الاحزاب برك لانه انا نظن باللي النقطه هذه عندها نقطه مشتركه مع الاحزاب، لان هي تمثل القاعده معليش الاولى في النضال. معليش تعلق ولا تمد رأي نتاعك مش مشكله المهم ما تدخلش في التفاصيل برك باش نخليو ان شاء الله نديروا لها حوار وحدها وش حبيت انا غير هكا بدون ما ندخلو في التفاصيل، انه انا النظرة نتاعي والناس نعم يبدو انه كاش واحد اتصل بيك والله سمعت كي كان واحد اتصل بيا،
انه هذا الناس مثلا في الجمعيات مثلا تلقاهم ناس اسمح لي كاين دي ريبري جيستيس، كاين ناس ما عندهمش مستوى، كاين ناس تاع مصالح يخدموا بهم 5 سنين هو نائم الجمعيه هذيك نايمه، كي يلحق موعدها كانتخابي ولا يحيوهم وتشوف العمل نتاعهم يروح في الرحلات وفي الموسيقى وفي الاعمال اللي ما عندهاش قيمه، ومن هنا يبدا الاحزاب المبنيه على مبادئ مثل هذه واشخاص من هذا المستوى ما تروحش بعيد. اما العمل السياسي دروك في مستوى الاحزاب، انا يا اخي واش نقول لك، الاحزاب كما قلنا المره اللي شوف فاتت هذا هذه النقطه هذه برك المهم ان شاء الله نزيدوا نتحدثوا عليها بالتفاصيل في الموضوع نتاع الحركه نتاع المجتمع المدني. نقطه مهمه شوف نقول لك برك يعني كمرور برك، كاينين بعض الجمعيات اللي هي خدمتهم نفس الشيء كما الاحزاب، نفس الشيء، نفس العمل، نفس المنبع، جماعه نفسهم نتاع الدول العميقه هذه. وكنت لما يخلقوا جمعيه هم يشوفوا قال مثلا مجموعه من الناس تحركوا في مدينه في قريه في حي في حتى في الانترنت، شوفوا مجموعه قال مثلا عندهم كذا والله يسيو باش يريكوبيريهم، قال واش يروح يدير جمعيه صاحبي نعاونوكم صح فهمت، ديروا جمعيه مباشرة غير تخلق الجمعية كيما راه تخلق الأحزاب هذه كيما كنت نحكي لك دوك أنت على عمار ولا ثم تلقى مجموعة ممثلين على مستوى الولايات، الجمعية نفس الشيء يحركوا جماعة هكذا يدعموهم بالأموال فهمت، كاينين مثلا قال أرباب المال والله يبوسيه هكذا، وكاينين اللي درك هما في بالهم باش غدوا هذوك مثلا قال مثلا انتخابات بلدية ولا ولائية ولا برلمانية ولا رئاسية والله يلقاه هما يستهدفوهم من خلال قال واشي قال باغ اكزومبل مثلا قريه معينه ولا بلديه ولا ولايه قال واش عندهم مشكله الطريق جماعه راهم يتحركوا ثم قال مش مشكله ما شوف ترى جماعه ثم برك نعاونوكم وما كان حتى مشكله. دوك لما هما يروحوا للجماعه ثم يعطيو لهم لاغريمون ومن بعد يلاه يبعثوا لهم كاش واحد ولا اسمه قال يخدموا لهم الطريق هذيك، يستعطفوا هما قال الحي هذا كم اللي جبدوه، يستعطفوا قال القريه هذه كم اللي جبدوها، يستعطفوا الولايه كم اللي جبدوها، ومن بعد واجي هذوك لما يخدموه من بعد قال السيد هذاك واش مع قديري اي روح جماعه كامله انا نضمن لك القريه هذه كم تروح معك فهمت القصه. يديروا للصحافه نفس الشيء، كاين صحفيين واش يعطيو له اخبار اخبار صح. يخدموه بالاخبار يعطيو له اخبار حتى باش يصير هو كانه مرجع، الناس تروح تتبع الاخبار قال سيد هذاك راه واصل هذاك راه واصل لا سورس ما يعطيو له سربيو له من بعد قال واجي هيا امشي روح فهمت امشي مع هذاك هذه هي هما هكذا يخدموا هي هذه هي يعني القاعده مخروبه اساسا. اما كلهم يخدموا في اطار هذا النظام وكلهم يخدموا في اطار هذا الدوله العميقه هذه اللي راه مغلغله على المستوى الوطني وفي الخارج راه محاكمين القنصليات السفارات المؤسسات الكبرى الوسائل نتاع الاعلام ارباب المال غلغلوا كل شيء داخل دوله حركه طلابيه الجمعيات وكل حتى الجمعيات الرياضية شوف نقول لك حتى الأهازيج الرياضة راهي في قلب السياسة عندهم كتاب شوف كتاب وشعراء عندهم تاع المسرح هذوك ممثلين كذا قال واشي قال ودي شوفوا نضرة ديروا لنا كاش ما فيها غناية باهية بركة كذا ونطلقوها يكتبوا شوف واحد من الكتاب هكذا يعطيو لهم كلمات كذا بعد يطلقوها في الصطاد يشوفوا مجموعة كذا كيحفظوهم بيهم ومن بعد يلا انت يا ما كش فاهم تشوف واحد يقول له قالوا المولوديه ام قالوا نتاع الجياسكا ام قالوا نتاع لونطونت هم قالوا نتاع كاينين اللي هما راهم وسمو كيما نقولوا دي سيبورتور صح هذا لا شك فيه وكاينين حتى اللي اشياء تجي من سيبورتور مي هذه الشعارات اللي هي قال في الكونديكتور والجماعه تبع كل هما اللي راهم في المعارضه اللي راهم زعما شغل دايرين رواحهم باللي في المعارضه جماعه التوفيق دونك هما يشوفوا جماعه حركوهم عن طريق الاستاد باش انت متفق لهم هذو راه خدمه نتاع شياطين
حركهم ضد وجيبوا صح غنايا ويهضروا له، يهضروا على السعيد بوتفليقه ويهضروا على ذيك وذيك 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 ويحركوا الاستاد. هذيك الجماعه هذيك اللي كانوا هذوك تاع هذيك تاع الله اكبر امر دي زاد، هذيك شكون؟ دي ار اس. سي سيو جماعه الدي ار اس اكيد. وين راهم ضرب؟ تفاول راهم مع الغدير يضرب. هذوك الصور اللي هذوك الصور اللي كان هو ساعه ساعه يبثهمها جماعه رانا عقابهم وهم بعثوا له نتاع من الحرس الجمهوري وهم بعثوا له منك من منين هذو يا حسره؟ هذو الجماعه اللي راهم درك ظهروا درك، هذو جماعه الغديري يستعملوا فيه كالبيدق، فهمت؟ بيدق يستعملوا فيه، هو راهو يحس في روحه راهو بطل وراهو زعيم وجماعه يلا قال ها هو يبعثوا لهم تيكستو ادخلوا، فهمت؟ تيكستو يدخلوا في بث مباشر يبدا التعاليق من تقول انت انا يلعبوا في دور أنا... قال ها هو درك انت دوك انت قال مثلا هذا ناس اخرين هكذا يروح يجيب لك مثلا واحد يديرك هو معارض، هو راه ما هو لا معارض لا والو، هما راهم في زوج نفسهم، ها هو جيب بنس دير هذا يجي يحكي معنا على المباشر ما يجيش، راك درت له فيديو ما قدرش ما يرد عليك ما عندوش باش يواجه. قول لهم واحد بواحد هذو اللي راهم دايرينهم وسمو يجيك على المباشر ونشوفوه، شوفوا ترى الزاد اللي راهو يمتلكو ما يملك والو غير مجرد تفاهات و ما يدوروش بك اصلا، ما يدوروش بك، ديروا روحهم شغل قال ما تدورش به خلاص، فهمت؟ يتبعوك انديريكتومون، يا يتبعك انديريكتومون، مي باش يجادلك ما عندوش باش يقابلك ما عندوش باش يجادلك، لانه لو يجادلك راه يخيروا ناس، كاين واحد قال هذا هو صحفي وهذا هو كذا وهذا كذا، هو راه متاع الديراس يديروه باللي على اساس انه راه معارض وراه دخل في هذا الاسم وهو خدم مع ذاك وهو هضر مع ذاك ومنا وهو راه مجمع نتاعهم. انا فكرتني في نقطه يا استاذ، كي قلت كي تكلمت على الرياضه، انا بحكم نتبع شويه الرياضه الفوتبول سبيسيالمون، وشفت عندها واحد بلك عام هكذا شفت حاجه والله العظيم وحدي قلت سبحان الله، نورمالمون هذه الجمله اللي قالها هذا الانسان نورمالمون كرهنا في دوله قانون نورمالمون يتحاسب و99% يعدي الحبس على الجمله هذه اللي قالها. كاين في واحد القناه هذه قناه الهداف وكاين هذا الايقونه علي بن شيخ يتكلم واحد النهار على الجياسكا كون كوا غايضات حال جياسكا والجورناليست اللي معاه يسقيلو كيما نقولو ومخليه هو يزرع، يقول له جياسكا فريق كيما برشلونة نورمالمون تكون عندها ايدونتيتي وتمثل منطقة وتكون تدافع على الهوية نتاعها ويلعبوا فيها القبائل وتدافع على القبائل وفريق عنده هوية وفريق مقاطعة وفريق كذا وكيما برشلونة. انا بالنسبة لي هذا الكلام خطير، وهذا الكلام العام اللي فات ايه تسبب في كوارث العام اللي فات وهذا العام ربي يستر، يعني كلام تشوف قناة تلفزيونية وإنسان مسؤول في عمره 70 سنة ويقول كلام كما هذا، نظن باللي مدفوع، ممكن راهو مدفوع، ممكن الناس راهي موراه دفعات لهذا الشيء، بس كنت تقول كلام كما هذا كلام خطير على حساب رأيي أنا، على حساب رأيك أنت يا ما لا باليش كيفا بالك أنا تبنت فيها أكيد مي أكيد مكانش حاجة شوف نقول لك هما يتحركوا دوك باريكزومبل مثلا دوك هاد الجماعه اللي راه متحركوا مع الغديري عندهم ناس في الصحافه المكتوبه، عندهم ناس في الصحافه المسموعه، عندهم ناس في الصحافه المرئيه، وعندهم دي باج في الفيسبوك، كل واحد يسربيو معلومات ما يحطوهمش في جهه واحده، يحطوهم في عده جهات، وعندهم مواضيع معينه يطرقوا لها، كي يحبوا يخرجوا حاجه يخرجوها، ومن بعد هما يبداو يستعملوا في لابروباغوند هذيك، ومرات هما يديروا حاجه ويديروا الاسم نتاعها ضد نتاعها باش انت تبقى. انا حتى كاين مره في مره من المرات اتصلوا بيا عن طريق يعني بطرق غير اسمه، مثلا مره في لما صرات هذيك القضيه نتاع المقابله نتاع كره القدم هذيك بين مصر والجزائر، كاين واحد من الشباب الجزائري بدون ما نضل داخل اسمه استعملوه، ومن بعد لما صارت من بعدها هذيك الاحداث نتاع تونس وكذا وبدات تسمو، كاين واحد هو لبناني بصح يخدم معاهم
واتصلوا بي انا عن طريق بطريقه غير مباشره مع واحد، وانا نتبع فيه وعلى بالي به، نتبع فيه وعلى بالي به، داير روحي باللي معنا باش يتصل بيا، صافا لاباس منا يا خو، منا منا وراه كاين واحد هكذا لبناني وراه طايح علينا في الجزائر ومنا وكذا وكذا وكذا، والله رانا شفناك باللي انت انسان هكذا يعني عندك مصداقيه وتعرف تتكلم ومنا، والله لو كان دير فيديو يا خو منا والسيد هذاك. قلت له انت علاش ما تديرش فيديو، علاش انت ما تتكلمش؟ قال لي احنا تعرف ما تسمى ما نعرفش نعبروا مليح ومنا ومنا، وهي مش قضيه هذيك، هما لانه يحبوا يخلقوا هذيك الامور اللي يمشيوا بها، مثل ما راهم دوك دايرين هذه نتاع عدلان ملاح وكونتر تاعو انيس الرحماني، هما راهم في زوج توهم، في زوج توهم، بس هما يمشيوا ناس راهم مع انيس الرحماني وناس راهم مع عدلان ملاح، يمشيوهم هكذا يخلقوا الخير وتشوف يعني والشرير انسان. شوف شكون هاد الناس هذو اللي راهم دركا جاو حضروا معاه، شكون منهم؟ على راسهم علي غديري، كاين واحد من البرج بالك لا درك تشوف فيا قدام من مره، وهو يحاول يتقرب ليا هكذا عن طريق الفيسبوك ومنه، شفته والله غير نقول لك، شوف استغفر الله يا ربي، مرات تقول انت غير نشوف واحد برك هكذا هنفيق به، شوفوا برك هكذا برك شوفوا برك نحس بالوسم نتاعو، قاعد يدور منها ودور في النهار ها ودور فيك، وما ادري انت واش دخلك انت في علي غداري، لانه واحد من الجماعه نتاع التوفيق. ايه اكيد فهمت، دايرين كيما قلت لك انا، دايرين جمعيات، دايرين احزاب، دايرين كذا، ويخدموا كلهم معاه، عندهم ناس دايرينهم ارباب. هذا كاين واحد من البرج انا حكيو لي عليه المده الاخيره هذه هنا في تولوز، والله ما نعرفه في هكذا، قال لي واحد كيفاش انت ما تعرفش ذاك، لما تعرفش ذاك غير سي بالابان تقول باللي راك انت من البرج، غير سي بالابان. قلت له ما نعرفوش، قلت له على هذا بن باديس ولا الابراهيمي ولا باش نعرفوه، ما نعرفوش. ومن بعد والله من باب الفضول قلت له اعطيني الاسم نتاعه وسجلته هكذا، قلت انا نحوس على السيد هذا، سقسيت عليه إيه، قالوا لي السيد هذا راهو داير حاله، وانا كما كنت ثم ما كانش هذا الشخص معروف خلاص. من بعد سقسيت عليه شكون هو، لقيته باللي واحد من الجماعه نتاع المخابرات خدموا به، واحد يقولوا له قاده خدموا به ثم كيف كيف مع يعطيو لهم مشاريع ومنه، دوك راه واحد من ارباب المال، دوك راه هو اللي يخدم في الناس وراه هو يدير في لي زافير للناس ومنه. نفس الشيء داروها مع مجموعات هذيك نتاع الناس الخير والله مش يسميوها، والله نفس الشيء، الحطة هذه ما عطاهم الزيت ما عطاهم السكر ما عطاهم هذيك، وروح تما حركوا تما ورمضان وذيك ومنه، عرفوا باللي هذيك الاشياء اللي خطر عليها هذيك الاشياء هي تم استغلالها في الوقت نتاع الفيس، الفيس باش ربح، ربح بهذه الاشياء هذه، ماشي غير قضيه خطاب ديني، والله قضيه هو انه راحوا استعملوا هذه المسائل هذه الاجتماعيه، وراحوا في الولايات داروا اسواق هذيك اللي اسواق الرحمه، ويرخصوا للناس وكذا، والمطاعم نتاع الرحمه وكذا، عرفوا هذيك الاشياء اللي قدرت هي تستقطب ناس على مستوى الولايات، دونك هما ولاو يستعملوها فيها بطرق واحده اخرى، دونك هما راهم يستعملوا جمعيات وهذو نتاع منظمات اللي يستعملوا فيهم بهذه الطريقه، كاينين اللي هما يوسيهم كيشوفوك انت راه عندك جمعيه ولا منظمه، ولكن هذيك المنظمه راها تسعى ما كانش، لازمك تكون تمشي تحتهم. ايه هذا هو راهم داخلين خطة حتى في العمل. الاطار هذا تاع معاونه اليتامى، كاين اللي يسمع يقول لك والله داخلين بارتو. لا أكيد أكيد عندك المخابرات يقتلوا الناس ويروحوا يصليوا عليهم، هذه مش جديدة على كل حال يعني. هذه هي الأخ أسامة، شوف ترى إخوة آخرين، وربي بارك يبارك الله فيك أستاذ، بارك الله شكرا فيك، شكرا الأخ أسامة. نشوف ترى الأخ هذا مجيد، شوفوا ترى الأخ المهم، الإخوان نحاول نزيدوا شوية ومن بعد نختموا هذا البرنامج، إذا كان في إخوة يحبوا يزيدوا كشما يتفضلوا علينا بكشما معلومات ولا كشما
أخ مجيد، السلام مرحبا عليكم، بك. وعليكم السلام بارك ورحمة الله، الله. الله ينورك. هذه المرة الأولى اللي راني نشوف في الفيديو تاعك، ولكن ما شاء الله لا ما في المستوى، الله يبارك. الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ مجيد؟ أنا؟ آه. أنا نتكلم من مدينة طنجة، مدينة طنجة المغربية. مرحبا بك. مغربي الأخ مجيد ولا؟ لا لا، أنا جزائري آه، أصلا. جزائري. جزائري مقيم جزائري في المغرب. مقيم في المغرب. آه، مرحبا بك الأخ مجيد، تفضل. بارك الله فيك أستاذ. بغيت نسقسيك، هاد الناس اللي تهضر عليهم، هاد الفئة اللي راهي تدافع على النظام، هما اون بيرسون، اش راهم يحسوا؟ واش راهم يدافعوا على الدولة، على الجزائر، ولا راهم غير يضربوا الشيطان باش نهضروا بالطريقة العامة؟ كل يعني هاد واحد الناس وكيفاه. واش راه يشوف باللي هو واجب وطني، ولا راه يضرب الشيطان؟ ما كراش زعما تجاوبني على هذا السؤال، ما خاطش ما عرفناش واش لا واش لا هما لا على حق ولا شوف على ظلم. شوف الاخ مجيد، كاينين الناس اللي هما لاعبينهم على الوتر تاع الوطنيه، ولكن وطنيه مغشوشه، فهمت؟ هو راهو يخدم في خونه، يخدم في عملاء وبستار تاع الوطنيه. وكاين نفس الشيء اللي راهو درك هو يضرب في الشتاء بالوطنيه، راهو يعيش بروحه باللي راهو يدافع عن الوطن ومنه، ولكن هو راهو يضرب في الشتاء، ما عنده حتى علاقه بالوطنيه. حتى لما تقول الوطنيه، هذا الانسان اللي راهو درك مثلا وطني، وري لي المسار تاعو، قال مثلا واش دار للغه، واش دار للدين، واش دار للوطن، واش دار للتاريخ، واش دار للمجتمع الجزائري، واش دار للتربيه، واش دار للتعليم، واش دار واسمو. دوك انت كي تقول لي مثلا واحد كيما مهري وطني، وانت راك تدافعو بدافع الوطنيه، تحيل كنقول لك تحيل الشيخ. تمشي لي مع واحد ما يعرفش، عقون ما يعرفش يجيب عبارات باش يتكلم، تمشي تدافع الوطنيه. بارك الله فيك على هذا السؤال. يعني احنا الحمد لله زعما كنشوفوا المسؤولين اللي في الجزائر ما عندهمش المسؤوليه، ما عندهمش الكفاءه، ما خدموش البلاد. احنا رانا نشوفوا باللي البلاد ما خدموهاش، زادوا همشوها. كنشوف الهجره تاع الشباب الجزائري اللي راهم يموتوا في البحر، يعني هذا تهديد الامن القومي، البطاله، الفقر. يعني واحد الامور صرات في العهد الرابع تاع بوتفليقه، زعما عمرها ما صرات في تاريخ الجزائر. ومع رغم ذلك كيقول لك باللي فخامه الرئيس زعما عبد العزيز بوتفليقه عنده الفضل للجزائر، وهو بسبب جهله ما يقالوش بفضل الله ولا بفضل عبد العزيز بوتفليقه، ولا جهله، ولا يقول لك بفضل عبد العزيز بوتفليقه. وحنا نعرفوا باللي حنا الفضل، الاستقرار في البلاد والامن جا بفضل الله وبفضل الرجال اللي كانوا في الجبل، الجيش كما نقولوا حنايا، منهم المعطوبين الجيش، منهم المتقاعدين الجيش، يعني ربي يرجع الفضل لهذوك الناس. ومن بعد نشوفوا باللي هاد الفئه من الناس كما معطوبين الجيش ولا متقاعدين الجيش، كنشوف فيهم مساكين كيطالبوا في حقهم ينحقروا. يعني هذا تهديد الامن القومي. انا على حسب علمي وتجربتي ونظرت لي في الحياه، انا هاد المعطوبين الجيش نورمالمون نديرهم فوق رصاننا، نورمالمون هادو معطوبين الجيش. اذا دخلت، انا على حسب علمي، الى بعيد الشر والبلا دخلت شي دوله اجنبيه للجزائر، هذا عيطوا له الجيش الاحتياطي على حسب علمي. يعني هادو المتقاعدين الجيش يستدعيهم الجيش اللي كيلبوا الوطن مره اخرى. فيهم يعني وعليهم هادو الاخ مجيد، فيهم وعليهم. ها؟ فيهم وعليهم. درك هذو الفئه هذو نتاع المعطوبين هذو والله واسمو، منهم انت قبيل في نفس السياق اللي كنت تحكي لي عليه قبيل، منهم نفسهم راهم كاينين اللي استعملوهم. وكنت يا واحد دوك انت ما راكش تمشي كيما نقولوا مع بن باديس، ولا راك تمشي مع ناس هكذا اللي راهم درك مثلا ناس استعملوهم في التسعينات، هذو دوك انت نتوع الفيس.
اسكو راهم درك نعرف نعرفوهم تسمى نعرفوهم معرفة شخصية. قال مثلا درك مثلا انا في المنطقة نتاعنا وين كنت نسكن انا في البلاد نعرفهم قبل ما تظهر هذه الفيس. هذا الفيس هذا راهو جاء في اسمه في 89 بعد ما داروا اسمه التعددية الحزبية. ولكن نعرف الناس بحكم انني ابن المنطقة نعرف الناس الملتزمين. قال مثلا كان يصلي ولد عائلة نظيفة باباه مجاهد كان خدام قال مثلا في التعليم ولا في أي مكان. لما جاء مثلا الفيس دخلوهم انخرطوا لأنهم كانوا يعتقدوا اللي راهم يتقدموا في خدمة المجتمع، وفي المقابل ناس دخل الجيش نعرفوهم ثاني كيف كيف، كاينين منهم اللي هو والله العظيم القبلة دي ما يعرفها. وخلي من الأمور تاع الفساد الأخرى ولا ذيك، من بعد تجي أنت على أساس واش أنت راك تحارب في الناس هذوك؟ استعملوك لضرب ناس آخرين. ضرب الآن أنت لما يشوفوك الآن أنت في 2019 تارك خارج تطالب بالحقوق نتاعك، أوكي، على دير في المسيرات، على خارج تدير في المسيرات، علاش يضربوك؟ علاش تقول انت بلي هذه راه الدوله نتاع احتلال؟ علاش تقول بلي هذو راهم مجرمين؟ قول بلي راهم هذو راهم يقدموا الخدمه للوطن، قول بلي واسمو ارضاهم ما يزيدوا يكرشعوك وانت زيد ارضى. لماذا راك انت تحتج؟ تحتج لانك انت في وقت من الاوقات تكون في وقت معاهم. اذا هذوك الناس اللي هما كانوا يعارضوا فيهم حتى انت نحاولك الشهريه نتاعك ولا حتى انت ما عطاوكش السكنه باش انت حسيت بروحك باللي راك مظلوم. وكاين اللي راهو كان عايش هو في فيلا وكان يخدم استاذ جامعي كان يدافع عليك، استاذ جامعي، كاين دكتور، كاين كذا، كاين اللي راهو درك راهو في النازا. هذاك مليك شي، هذاك هو في النازا. واحد اخر هذاك اسير اللي كان في باري، كانوا هما لو كان هو راهو جاي يخمم على روحه يخمم على السيتياسيون تاعو ما يخرجش هو للشارع وما يناضلش هو ضد النظام. لو كان هو كان راهو جاي يخمم كيما تخمم انت، يخمم غير على الجل باش يزيدوا له في السكنه والله. وهذا ما رانيش نقول لك انا باللي راه انت ما عندكش مطالب والله، لا لا، لازمك تعرف باللي راه الناس في وقت من الاوقات راهم استعملوها باسم الوطنيه المغشوشه. راني معاك بارك الله، بالوطنيه راهم هما يستعملوها برك. هذا دوك انا عمار غولي يجي يحكي لي على الوطنيه، هذا دوك انا ويحيى يجي يحكي لي على الوطنيه، هذا دوك انا هذا وش اسمه بن يونس هذا يجي يحكي لي على الوطنيه، يحكي ليش على الوطنيه؟ والله دوك يقول لك انت انا اتكلم من برا يقول لكم هذاك او ايادي خارجيه. لا كان يقول ايادي خارجيه. انا في رايي دروك كنشوف المعارضه الحقيقيه ما كاينش داخل الوطن، كاين خارج الوطن. ما كنشوفش انا كنشوف الاحزاب اللي خصها تكون معارضه، يعني دور الحزب وتاسيس الحزب والمواد اللي كتنص عليه الدستور والديمقراطيه والقانون، ان الحزب يبقى ديما معارض للحزب الحاكم. حنا هذه مقدرين في الجزائر كنشوفوا الاحزاب مواليه، يعني هذه ما تدخلش عليها. كنشوف ان المعارضه الحقيقيه لا توجد داخل الوطن لان ما فيهمش الوطنيه. كنشوف المعارضه الحقيقيه راهي خارج الوطن زعما استاذ. لا لا، ابعدوا بالقوه. هي شوف نقول لك الاحزاب السياسيه، كاين الاخ نتاع الاف اف اس هذاك اللي تحدث في مره سابقه قال لك كاين ثلاث احزاب. انا ما نشوفهاش هكذاك، انا نشوف ثلاث تيارات ماشي ثلاث احزاب، لأن الأحزاب قادرين يروحوا قادرين يبدلوا الأسامي تاعهم. ولكن أنا نشوف فيها باللي كاين تيارات. شوف كاين تيار إسلامي في الجزائر حتى ولو أنه راهو كيما نقولوا منقسم، وكاين تيار وطني حتى ولو أنه راهو منقسم، وكاين تيار علماني حتى ولو أنه راهو منقسم. هذه التيارات الثلاثة ظهرت في الانتخابات التشريعية نتاع 91 ممثلة في الفيس والأفلان اللي كان يمثله مهري والأففاس نتاع عيد حمد. هذه التيارات الثلاثة مازالها موجودة ومتجذرة في الجزائر ولو أنه راها منقسمة.
بارك الله فيك على التوضيح اخي. ربي يبارك فيك الاخ مجيد. احنا باش احنا نتفائلوا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. على خصنا الاجيال دروك حنايا ما كنخموش في رواحنا حنايا. منين كنخمو الاجيال؟ انت من البلاد منين؟ انا من وهران. انا وهراني. من وهران. ولكن اصلي فرندي. الاصل تاعي من فرندا. فرندا تيارت. يعني تيارت. انا الاصل تاعي من تيارت ولكن كبرنا في وهران. عندك ولكن في المغرب والله راك غير فيزيت برك. لا لا انا مزوج انا مقيم هنا راني في واحد المده. اوكي ربي يعاونك ان شاء الله. الله يحفظك. واحد المده تاع 10 سنين راني في هذه المدينه طنجه شابه ناسها كرامة. وين كان بوضياف؟ لا بوضياف وقيله في قنيطره. صح كاين في القنيطره صح. انا لا في طنجه. وانا بالك باذن الله كي هضرنا على بوضياف حنا انا كنت غادي نكون منسق للمترشح الحر ناصر بوضياف، ولكن ناصر بوضياف ما اعلنش ترشح. لهذا ان شاء الله كاين واحد الاخ. ما وعلاه اخي قال باللي راح يترشح ولا بطل ولا؟ لا بطل لاسباب خاصه تبطل، ولكن ان شاء الله الحزب سوف يتاسس. الحزب الجزائر قبل كل شيء، وان شاء الله البرنامج تاع محمد بوضياف الله يرحمه ان شاء الله هذيك الحزب غادي نتمشوا بالبرنامج ان شاء الله تاع محمد بوضياف. الناس وطنيين ما شاء الله، الناس غيوره على الوطن، وحنا نريد تاسيس حزب ماشي تاسيس رئيس حزب اللي كاين عبودوه كما راهم يعبدوا في بوتفليقه. حنا نريد تاسيس حزب ورجال وان شاء الله اخو ربي يكون معكم ان شاء الله. الله يحفظك خويا وبارك الله فيك. ربي يبارك فيك الاخ مجيد. وشكرا اخي بزاف على التوضيح. شكرا. المهم اذا كان راك تتصل بناصر والله سلم لي عليه. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. بارك الله فيك اخي. شكرا. شكرا الاخ مجيد. شكرا. نشوفوا ترى الاخ هذا الشيخ الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بالشيخ. راني حبيت باش نطلعك ولكن للاسف الشديد ما يبدو هو انه عندك مشكله في الخط نتاعك. المهم الاخوه والاخوات حاولوا انكم تنشروا الفيديو، تنشروا الصفحه على جل باش تصل الرساله الى اكبر عدد ممكن من الناس. واحد يا صاحبي تتبعوا فينا ما كانش حتى واحد ينشر. يبدو هو انه الاخ عندك مشكله في الخط نتاعك. وعليكم السلام الاخ عبد الجبار. نعم مشي الاخ عبد الجبار. شكوني طلعتك من عندي بصح اطلب الاخ عبد الجبار ما تكتب ليش في الميساج. اطلب راه كاين بوتون ثم. وخطر مرات لو كان نقولوا مثلا تكون انت راك كتبت التعليق تاعك طلع ما نشوفكش. انا نشت التعليق تاعك راني طلعتك من عندي. اخ سعيد صبر شويه هذوك. شوفوا ترى مع اطلب الاضافه الاخ سعيد باش نلقاك في القائمه باش حتى ولو كان يختفي التعليق تاعك ولا نلقاك. واصبر كي دير انت الاضافه اصبر. ربي يبارك فيك الاخ رضا. رضا مايدي نتاع ستيف والله. خمايدي على بالك باللي لو كان ما فزدهاش ساعة يقول كلام طايح شوية كان رايح يمتلك شعبية كبيرة. للأسف الشديد الأخ واسمه راهو الرفض من عندك الأخ. راني طلعتك المشكلة راهو من عندك. شوفوا ترى الأخ هذا إدريس عندك مشكلة في الخط تاعك. شوفوا الأخ بلال. شوفوا ترى الأخ بلال. إخوة والأخوات انشروا الرابط نتاع الصفحة اللي راكم تتبعوا فينا. انشروا الرابط نتاع الصفحة
ما مش كامل الاخ عبد الحميد، كاينين الناس اللي خدموا بهم وكاينين الناس اللي هما مقتنعين. فهمت؟ نزيد نعاود نطلعك بلال المره هذه. فهمت الاخ عبد الحميد؟ كاينين الناس اللي هما خدموا بهم. المهم تطلب في على جال باش نضيفكم بعد ديال لي ريفي. الله يسهل عليك. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالشيخ، شوف هذا اللي ترمز للاسم نتاعك قروج ولا مش عارف. ما هي لا سريه الاول امور مفضوحه، راه اكتب الاتفاقيه تاع ايفيون تلقاها، ماهيش سريه. لا كانت ربما بعض الاشياء ماهيش اسمه، ولكن راها موجوده منشوره. تقدر هو النوت ما يشوف. نقول لك الاخ محمود فيما يتعلق بهذو الجماعه نتاع واسمو نتاع المتقاعدين هذو ولا المعطوبين ولا المشطوبين، انا كان بيودي هو انه على جال باش نحاوروهم باش نناقشوهم ونديرهم حوار. ولا غير سعيد كان واحد الاخ اتصلت به راهو معنا ومعنا على الخط، ولا غير حاولت على جال باش نحاورهم ونناقشهم، ولكن يبدو هو انه راهو كاين هم ناس اللي يلعبوا لهم على الوتر هذا نتاع الجهويه، ويقدروا فاسيلمو يقدروا يجبدوهم. خطر عليه كاينين الناس اللي هما مش دكاتره، ولا راهم اغلبهم ناس مساكن محدودي المستويات هكذا، وبالتالي هما راهم رايحين يلعبوا لهم على الوتر هذا نتاع الجهويه. فهمت اخ ادريس؟ راه عندك مشكله في الخط تاعك. مهم اذا كان فيه اخوه قال لك الاخ علي قال لك الساعه 10 بتوقيت الجزائر والقايد صالح لم يغادر مكتبه، ماذا يحدث ولماذا؟ يا ودي بالك العود راه ياكل في الغزال برك، ومازال ما غسلش سنية. فهمت؟ والله بالك العود راه الناس. المهم الاخوه ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم. اذا كان فيه كاين اخوه يحبوا يشاركوا نزيد نعطيكم فرصه على جال باش ديروا مداخلات، والا مضطر على جال باش ننهي هذا النقاش. اخ عادل واش من حزب؟ انا ماني حتى ماني انت حتى حزب، انا الاحزاب دايرها من ورايا كامل دون استثناء، من جبهه التحرير لا جبهه المستقبل، كل راني حاطهم من ورايا. انا الشيء اللي مأمن به هو الجزائر تاع الجميع. ربي يبارك فيك الاخ غيلاس. مهم اذا كان فيه اخوه هكذا يحبوا يشاركوا زيد نعطيكم فرصه هكذا على جال باش ربما كش ما تزيدوا تضيفوا بعض الاشياء اللي ما تطرقنا لهاش في النقاش هذا، والا ان شاء الله نختموا هذا المداخله. سليم قدكش ما تحب تدير مداخله ومرحبا بك سليم، اذا تحب تدير مداخله ولا هذيك طلبني برك نطلعك تدير المداخله. اخ عبد الحميد مرحبا بك وتكلم اسيدي، ارواح نطلعك اسيدي وتكلم. ارواح اسيدي كلمنا على الجيش. اي شوف ترى نطلعوك الاخ وكلمنا اسيدي، ما فيش مشكله اخويا ربي يعاونك مرا ولا رجل. فهمت؟ ما عندي حتى مشكله، ربي يعاونك وربي يبارك فيك.
شوفوا ترى الاخ هذا اللي طلعته، هذا الاخ عبد الحميد يبدو هو انه راه هو احتج والله على كاين بعض الاشياء اللي ربما كان يسمع فيها. ما فيش مشكله الاخ عبد الحميد، كش ما عندك توضيح والله هذيك فيما يتعلق بالنقطه هذه، وان شاء الله نديروا عليها حوار اذا كان فيه اخوه مستعدين على جال باش نناقشوا هذا الموضوع. انا ماذا بيا باش نسمعكم، باش نسمعوا الراي نتاعكم فيما يتعلق بالشيء اللي راهو يجري، قنعونا. فهمت؟ للاسف الشديد فهمت راك ما حبيتش تدخل، هاني طلعتك وما حبيتش تدخل. والان ومشى الخط نتاعك الاخ. وعليكم السلام الاخ مختار. الاخ شوقي شكون هو الرئيس القادم اللي يتفاهموا عليه؟ القاضي نتاع القناة الأخ محمود إن شاء الله. الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بالشيخ مرحبا بك. السلام عليكم شيخ. شغل الميكروفون نتاعك الأخ. نعم شيخ. السلام ورحمة الله. السلام عليكم كيفك شيخ لاباس؟ تفضل. راني نسمع فيك، تفضل مرحبا. اسمح لي أستاذ، راني نسمع فيك. الله يسلمك يا أستاذ لاباس. الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا؟ الله يحفظك. شيخ المشكل أنا ما أظن هو نقص توعية. نعم. تفضل. واجه. من الوارن أسد يطول على الجل باش انت تجاوبني، ربما للأسف الشديد يبدو أنه المهم الإخوة والأخوات أتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا النقاش. إذا كان فيه أخ أو أخت يحبك ما يزيد يضيف حاجة نزيد نعطيكم فرصة هكذا على الجل باش تعلقوا، وربما إن شاء الله رانا نلتقيه في فرصة واحدة أخرى. شكون اللي قبيل هذاك طلب مني على جلب يا ودي في إطار التعليقات هذوك يروحوا. الله يهديك الأخ مجيد، أنا ما ننتخب حتى على واحد، فهمت؟ ما ننتخب حتى على واحد، أنا ننتخب النهار اللي يكون فيه نقاش حول. شوفوا ترى الأخ هذا سمير، ما ننتخب حتى على واحد، النهار اللي يكون فيه نقاش ويكون فيه مرشح اللي هو يمثل الشعب، أما باش يجيو الناس وما يخيطوا والله يجيو قدوا عليا ما نمشي حتى مع واحد. فهمت؟ أخ سمير مرحبا. مرحبا بك، وصلكم لاباس. الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا أخونا سمير؟ راني نتكلم من باب الواد. ما شاء الله. زايد. ما شاء الله. الله يسلمك. حاجة واحدة حبيت نسقسيك برك، علاش ماشي تجيني نوتيفيكاسيون ديالك مانيش نقدر نكومونتي؟ ما فهمتش لا بلوكا ولا لاباج ولا ياك تعلق هاك تتكلم اصاحبي. لا ندخل بالسيف وقلت لك كانوا يجوني لي نوتيفيكاسيون ديالك دوك ما مشي يجيو، ما فهمتش علاش. لا هاك تعلق هاك لا بروف هاك تكلم هاك اون ديريكت. ايه دخلت هذا واش قدرت دير بالسيف باش دخلت اليوتيوب صوتيت لهنا باش قدرت ندخل لاباج تاعك مانيش نقدر ندخل. إيه يا صاحبي مالا راك الدور انت ياك من اليوتيوب. ايه والله من اليوتيوب قدرت مالا تدخل صاحبي عندك واش تدخل ابليكاسيون عندك ابليكاسيون تاع الفيسبوك ابليكاسيون تاع الفيسبوك تدخل منها ما تدخلش انت عن طريق الانترنت. ما فهمتنيش لاباج تاعك وليت ما نصيبهاش تسمى عندي كامل ما نلقاهاش. ممكن بالك قديمه والله ما على بالي.
ممكن ممكن باسكو باسكو كي بدلت اسمه تسمى الاسم بدلت له حرف صار لي مشكل هكذا بدلت له حرف من بعد تسمى هو كي تبدل لي تروح لاباج تولي لازمك انت تدير الرابط الجديد ولا ما تقدرش تدخل لها هذه لازم غالا عاود فيريفيت كل الفيديوهات وبدلت كل الروابط باش من بعد خويا الحمد لله اللي شفناك والحمد لله اللي قدرنا نتصلوا بك واش تقول لنا الاخ سامي في الموضوع تاع اليوم والله الموضوع لحقت شويه متاخر ما على باليش الموضوع كنت نشوف الاحزاب الاحزاب السياسيه والانتخابات الرئاسيه هذه الاحزاب هذو اللي هما تلقاهم درك مثلا راهم احزاب سياسيه وبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه والله في المقابل احزاب سياسيه واحد ما كانش ظهر خلاص هذا واسمه هذا علي غديري ما كانش موجود اصلا لا ناضل ولا راهو قال مثلا ناشط ولا كذا ومباشرة أحزاب سياسية تدعم فيه وأرباب مال وكذا بعد ما كان والو وصار شخصية وطنية وصار كذا كيفاش تشوف أنت الأحزاب هذه؟ والله شوف راني نتبع راني نشوف هكذا بيسكو شؤون هذو يخصونا يهمونا نخزر نشوف والله لحد دوكا مشي ما فهمت والو طلعوا لي السكر ولا طونسيون وما مرضوني لدرجة أني ما فرست والو ما فرست ما قدرتش نفرس والله ما قدرت نفرس حاجه راني نشوف برك هكذايا شغل ثم عندكم الاخ سمير انت راك في الجزائر في باب الواد مثل ما قلت لي كيفاش راه الامور عندكم ثم في الشارع يعني كيفاش راه يا هل ترى في مثلا مكاتب راه ناس تنشط يا هل ترى ما انا كل مومو انا مانيش نشوف الناس تنشط انا نسمع الهضره تاع الراديو طريطوار برك هكذا يا ناس زعفانين ناس مقلقين واش هو يصرى واش هو يسمعوا بليطو ماشي واش هو يصرى باش مازال ما صرا والو وانا نسمعوا برك الهضره انا نشوف نتبعوا ديك فوا المغاربيه هكذا قبل شويه كنت نشوف واش هم يحضروا الناس ثم شكون هم يتبلوا في الناس هم يضغطوا على الناس بعد التصريحات لما يحضروهم بهذا الشيء هذايا راني نسمع منه ومنه ومنه مانيش فاهم لحد الان واش وين لاحقه هاد الحكايه هادي باسكو انا سميتها حكايه ما ان ما ماناش فاهمين ماناش فاهمين يعني ما نكذبش عليك راني 42 سنه ومازال ما فهمت مازال ما فهمت واش هو الشيء وش هو الشيء اللي ما فهمتش؟ ما فهمتش هاد الناس هادوما واش راهم يشوفوا فينا ولا كيفاش راهم يشوفوا في الشعب ولا يعني ما اسمهم يستهزاو بينا والله ماني فاهم ولا راهم يتمسخروا بينا ولا راهم ما صبناش وما كاش من تشكي وما كاش هاد كاش من تحكي ما كاش معاه من تحكي ما الدعوه تغلقت كما يقولوا كلش مغلوق وتتبع شويه انترنت ولا ما تتبعش راني مع الانترنت انا يعني نشوف دي فواد لي داني طوني نشوف شويه مغاربيه باش كلي شان الاخرين داني مو سمعت كنت سمعت واش حضر ويحيى سمعت واش حضر مرت والله العظيم انا بلا طونسيون سكر خفت ان ترتق قلبي ولا شي حاجه لا 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 بشويه برك ما قدرتش نسمع كاع عارف بشويه ساعه في روحك بشويه برك سمعت بشويه وجبد روحك جبد روحك من واسمو الا كان انت نقولوا مثلا راه عندك مرض ولا راك واسمو جبد روحك من هذه الامور هذه بعد عليها باسكو تزيد عليك لا بونسيون سكر وعدو جاو مي هكذا هكذا جبد روحك جبد روحك جبد روحك ما تسمع لان يرمو عندها شهرين ولا نحكي لكم واحد الحكايه باش نخفف عليك شويه واحد المره في التسعينات اعتقد في جويه 94 وقيل هكذاك بين 94 و 95 كانت الدعوه مش مليحه هكذا كانت الامور مش مليحه وتسمى نشوف الناس هكذا يوجعني قلبي وما كانتش كيما راه درك هكذا الانترنت وباش الواحد يتكلم ويبهدل هذا الوجوه المقصدره ايام نشوفهم هكذا دخلت هكذا لواحد المحل هكذا عندي واحد هكذا نعرفه قتلوه مسكين قتلوه في التسعينات ذبحوه قالوا له فريد ربي يرحمه
وندخل نقصر انا وياه. كان في ذاك الوقت هو مازال وقيلا مازال ما درش كان هو سيرفيس ميليتار مسكين برك، راح ابلي قتلوه ذبحوه في الاخضريه. نقعد نقصر انا وياه نقصر انا وياه هكذا، وكاين واحد من لا فامي تاع العييده لا فامي تاع العييده هذا بالحق هذا، خاطر هما الاصل نتاعهم الاصل نتاعهم من عندنا من برج الغدير، من كاينه واحد القريه هكذا يقولوا ولا سيدي منصور، هما الاصل نتاعهم من ثم عندو لا فامي تاعو ثم يجيو. جا واحد هكذا هما يسكنوا في الجزائر هكذا، جا وقاني نهضرنا الاخ هذا نحكينا وياه نحكينا وقعد يسمع برك. بعد قال لي شاف فيا هكذا قال لي نقول لك واحد الحاجه، قال لي لا تسمح لي. قلت له تفضل ما كان حتى مشكله. شفني مقلق هكذا كون اهضر منا والنظام ومنا وططططط. قال لي هات شوف يديك هات. عطيت له يدي هكذا، حكم هز يدي وحط يدي في كرشو. كي حطيت يدي انا في كرشو لقيت باللي الكرش نتاعو فيها وسمو فيها حفره. قال لي شوف، قال لي انا ننصحك نصيحه لوجه الله انك تبعد على السياسه، سينو يصرى لك كيما صرى لي انا. فهمت؟ هذه ملا الاخ الكريم. شوف اذا كان حبيت باش تبعد على المشاكل هذو بعد يسي باش ما تقدرش تبعد، وما قريت تحب تبعد بعد. والله شوف انا القنوات ما نشوفهمش، قنوات تصبحوا في التاحم ما نشوفهمش. شوف اقرا كتاب، هز كتب هكذا، شوف الميولات نتاعك. قال مثلا في السياسه اقرا كتب سياسيه، قال مثلا ولا روايات ولا مواضيع مختلفه. ولات عندنا لا باسيونس. كي تكون انت نقولوا مثلا حاب انت تديجاجي ولا تحب سمو، شوف كاين دي باج هكذا. قال مثلا دوك مثلا قال انا مثلا تسمع الكلام تاعي ولا اسمع، خير من تروح انت تتبع له كل الوجوه، لانك انت تبعهم راح تجيبها في عمرك. انا كنت نشوف لي لايف تاعك كاع، كنت نشوفهم كامل. انا ما نشوفهمش والله. شوف كاينين قنوات فضائيه، بالك لو كان نقعد خمس دقائق يحكمني السكر. انا حكمني ان شاء الله حكمني. انا دارنيرمون كنت نسمع فيك، وبعد دخلوا كنا في واحد 200 هكذا، ومن بعد دخلوا واحد 1000 هكذا على ضربه، وداو يديروا لك لي كومونتير، وانا على بالك مرضت انا ذاك النهار ما قدرتش ندخل. داو يديروا لك لي كومونتير وانت تقلقت، وفتح نقول لك حبيت ندخل. وبعد كنت مجيني شويه، كنت في الدار كانوا معايا الدار، ما قدرتش ندخل هذاك النهار. سيتي بلوك هذوك كامل هذوك بلوك. قعدت معهم شحال بزاف كنت نقراهم. بعد واحد الدوميل هكذاك دخلوا مع بعضهم، ومن بعد بلوكيتهم بالواحد، خليتهم وسمو بلوكيتهم بالواحد، زادوا مره واحده اخرى زدت بلوكيتهم، زادوا مره واحده اخرى زدت بلوكيتهم. كتبت لك والله من بعد صايب مره، كتبت لك كومنت ما قدرتش ندخل. كتبت لك اسمه هذا هو حالنا في الجزائر تصاوير في معدل تاع 10 عباد اللي راهم صح منهم وناس حارين في قلبهم. شوف شحال كاين بورسونتاج تاع الناس اللي راهم شغل كونطرا علينا وهما مش شعب، وتلقاه بالك والله ما صاب وين يرقد مليح، يعني راهو مخدع عليه وراهو يشيط ويلحس ويتعرف يتفرج على هكذايا على والو كومونتير في بوت فليقة. والله ما عطالو صباطي يلبسو هدايا باش يهضر. انا قادني الحال قلت شوف وين لحقنا تما، واحد يهضر حاجة تاع حق، شوف شحال يديرونجي من الناس. ولو كان موا الناس اللي راهم يديرونجي ولا راهم كونسيرني هما اللي يواجهو، شوف شكون يبعثو. يبعثو ناس هما اللي راهم مخلين النظام هذا. لو كان هذا المكرف هذو هذا وجوه البخص هذو، لو كان راهم درك هما يستعملوا قال مثلا في هذا مثلا اللايف ولايفات واحد اخرى كلهم من اجل هذه العصابه هذه، لو كان رانا هبطناهم ذاك العام. صح هما قاعدين عقاب الناس اللي راهم يفطنوا في الناس، وقال انت بالك هذوك راهم ايادي خارجيه وبالك. شنو عايم يدوا لهم في البترول في حاسم سعود
جماعه يمدوا لهم فيما زمزم، يهزوا لهم فيما زمزم يديو فيه الماريكان، وهو يجي يجيب لك على الناس اللي راهم يفطنوا فيهم وكذا، يجي هاجمهم. انا خلعت هاد الناس شكون يعني، ولا ما عايشين في وسطنا يعني، هذا هو البروبليم. لان عندي السكر ولا طونسيون مازال يزيد يحكمني امراض واحد اخرين، وما نقدرش نهضر، مش عارف كيفاش يتجرأ دوكا وعيطت كذا. عطاش انا تاني شويه عندي خويا مقتول هكذا في 96 و ما شويه ماشي شويه مال في يعني، انا من المجتمع تاعنا، وانا راني معروف شويه باسكو كنت مدرب تاع سبور بوندون، درت سبور بوندون واحد 30 سنه ولا، ومن بعد ابوندونيت بالك، هذه هي السبه اللي كنت اونترينر تاع سبور يعني، راني معروف دوك بالك. لو كان نبدا نقرا في كومونتير نسيب اللي دخل كاش، واش راك دخلت شوفوني ويعرفوني ولا هذيك، ما فيش مشكل. انا هذا الجانب هذا، شوف هذا الجانب هذا ما عندي حتى انا مانيش شوف تحب تتصل بيا اسمعني، تحب تتصل بيا على الخاص ونقصر مع بعضنا ونحكيو بالتفاصيل، ما عندي حتى مشكلة. ربي يحفظك، ربي نتصل بيك ان شاء الله من هذا الجنب خلاص، فهمت؟ بالعكس بالعكس، انا راني اسمع، انا راني مسبل روحي لهذا المسائل، لانه عارفهم باللي هما راهم خلاص، هذه كانوا ربما يخوفونا والله اسمه قال اسمه صاي، خارجين على السيطرة تاعهم. على بالي على بالي. وهنا واحد النهار درت لك كومونتير قلت لك وعاره باش تهضر مع البقعه اللي انا فيها، انا سميتها بقعه بور لو مومون، نهار يخطيونا وجوه الشر نولوا نسموها بلاد وهذه وهذه، بور لو مومون بقعه باسكو غلقوا لنا فوامنا وغلقوا علينا كلش. انا ديجا اليوم كنت في دار شرع، بون ربي يجيب ساعه الخير ان شاء الله، ماهيش فارقه كامل الحكايه. راني سمعت اني تاد المصغر هذاك عدلان هذاك الوليد اوفا، انا ما نحبش ندير كومونتير عليهم باسكو ما انا، انت علاش دخلت عندك ودا سمعتك واش راك تهضر، ما شاء الله يعني كلامك موزون ومعقول وسمع تاعك عارف واش راك تهضر، هذه هي تسمى عندك الله يبارك، ماشي باش نقول لك في وجهك ولا سينو ما ندخلش هكذا عليك. الاخرين نسمعهم هكا من البعيد، عندي ثم نسمعهم خلعوني الناس هذونا، انا انت نسمعك عندي مده ماشي اليوم، نسمعك صافي بري بيان لونطون، على بالي واش كاين واش ما كاينش. هاد الناس جدد انا ما نامنش، ما نكذبش عليك، ما نامن والو، راح لي الامام مخدومين، هذو مخدومين راح لي الامام، انا ما انا جو كروا بيرسون يعني مخدومين فيهم كلش، يقدروا يديروا كلش كابابلاتو، وانا هما يخيروا ناس معينين اللي هما مانيبولابل وعندهم تاثير على الناس، تسمى بيه هو هما راهم جايين من وراه بيه هو، ويدوروا الكاب دور منا دور منا دور منا وهكذا، فهمت؟ هما ما يقدرش واحد يقول لك انت واحد راهو فاهم عنده مستوى فكري وثقافي وعلمي وكذا، ما يقدرش يمانيبوليو، ما يقدروش يعملوا هذاك، هو يشكل عليهم خطر، تسمى اللي جا راه رايح ليه قال ابالك بالك اتونسيون ما تروحش لهذاك ابالك حل عينك راه با 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 اتونسيون، فهمت؟ يروح روح لهذاك، روح لهذاك اللي يقدروه ما يدوروه، فهمت؟ روح شوف انت هاد الناس اللي راهم يتحركوا هذا، ولا روح اسمع لهذاك رشيد النكازه او عنده 4 سنين دوك ولا 5 سنين وهو راهو يدور، رجع الحوم تاعك كيما رجع الحوم، ايه روح شوف قدام من ديسكور راه دارو، شوف الا قدرت تجبد منه فكره ولا قدرت تجبد منه انت حاجه، بلا بلا الريح في الريح وقاعد يتبهلل ويتمهبل وكذا، والناس تشوف فيهم تقول انت ذوك راهو عنده راس راه يفكر به، هذا راهو عنده عينين راه يشوف بهم. للاسف الشديد الاخ هذا تاع باب الواد خرج، يبدو هو انه عنده مشكلة في الخط تاعو، ولا ربما الأخ نتاع الإنترنت. شوفوا الأخ هذا جمال ونختموا إن شاء الله البرنامج هذي. الأخ نتاع واسمه نتاع باب الواد معذرة، راهو يبدو هو أنه الخط نتاعك انقطع، أتمنى هو أنه المرة الجاية إن شاء الله نتناقشوا مع بعضنا. المهم راهو الاسم نتاعك من بعد رايح نلقاه إن شاء الله في السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ جمال. ان شاء الله كذا باس، الله يبارك فيك. الحمد لله.
وشنو هو الموضوع تاع اليوم؟ باسكو ما هذا وين جيت، ما شفتش ما موضوع شفتش حول لكم اليوم شنو. الانتخابات الرئاسية، واليوم رانا نحكيو على الأحزاب، أحزاب سياسية. الأحزاب أحزاب سياسية، كيفاش انت تشوف دوك مثلا، قال واحد كيما هذا مثلا علي غديري، لا هو مناضل سياسي ولا ناشط ولا هو معروف في الساحة السياسية، والأحزاب اللي المفترض هو أنه راه عندها مناضلين المفترض وعندها هيئات، قال مثلا مجلس وطني ولا مكتب سياسي ولا مجلس مركزي ولا لجنة مركزية ولا كذا، المفترض هو أنه عندها هيئات، عندها مكاتب، قال مثلا على مستوى الولايات، المفترض في الحزب هو أنه عنده مناضلين، عنده شخصيات، المفترض هو أنه يقدم رئيس الحزب نتاعو، يتقدم أو يقدم واحد في الحزب هذا للترشح. كيفاش هما هذا الحزب السياسي اللي يجي شخص مجهول ماهوش معروف خلاص ويروح يساندو على أساس واش؟ في المقابل قال أحزاب أخرى، حتى كاين بعض من الناس ذكروا، قول لبما أنت تهضر على غدير يقولك أنت تخدم في بوتفليقة، في المقابل تلقى أحزاب، قال مثلا كيما هذا عمار غول، كيما هذا واسمه بن يونس، كيما ويحيى، كيما كذا، الشخص منتهي الصلاحية نتاعو خلاص، راهو في إعداد الموتى، وهما معاه قلبا وقالبا فخامة الرئيس وبرنامج الرئيس. وفي زوج هذا الناس هذو، يا ترى راهم واضعين هما المصلحة نتاع البلاد، يا ترى راهم واضعين هما المصلحة العامة نتاع الشعب، وإلا الشعب هذا ما على بالهمش بيه، إلى غير ذلك من المسائل اللي هي المتعلقة بهذه الأحزاب يعني، والانتخابات الرئاسية. لماذا هذه الأحزاب مثلا طول العام غائبة؟ بمجرد الإعلان عن الانتخابات تحيا هذه الأحزاب ويخرج لك هذا فوزي رباعين ومانيش عارف أنا الآخر والآخر والآخر والآخر، دون هو أن ننظر ونذكر في الأسماء نتاعهم، طول العام والمكاتب نتاعهم مغلقة، بمجرد هو أنه قال مثلا تعلن الانتخابات يخرجوا طول العام، ولا واحد تشوفه في وسائل الإعلام ولا كتب مقال ولا عنده موقع، مباشرة تخرج كالفقاقيع وتخرج، قال هاو اللجنة المراقبة كذا وهاو كذا وهاو كذا. لماذا؟ نشكرك على المقدمة تاعك، الانترودكسيون كانت مليحة هكذا. بريميرمون انا شوف، انا مازلني شاد في الهضره تاعي وفي الفكر تاعي، انا السلطه ما نلومهاش، النظام هذا ما نلوموش، فهمني كيفاش، باسكو من التاريخ تاع الجزائر من 62 الرؤساء تاع الجزائر يا ماتوا يا داروا لهم دي كوديتا، ما كانش اللي يستقيل. راك معايا فادي؟ بداهم بن بلا، بومدين، شادلي، بوضياف الله يرحمه، تما اللي يكون في الحكم ما راح يلفا با سيدي، ما راحش يسمح هو في السلطه تاعو. هذا باش نهضروا برك على بوتفليقه، على السانكيام موندا تاعو. بوتفليقه اذا زاد عاش 100 سنه واحده اخرى يكمل في لي موندا، ما تسناوش منه هو اللي غدوه ان شاء الله راح يمد الكرسي تاعو لوحده. هذه باش نهضروا على السلطه ونحطوها تكوتي، هذا مش نهضروا عليه. دوك تجي لي على المعارضه، واش من معارضه اللي عندنا حنا؟ ما كاش اوبوزيسيون. كون جات كاين اوبوزيسيون، هادو الحساب تاع الار سي دي، اف اف اس، باش انا هادو تاع حمص، علاش ما يرشحوش؟ علاش ما يديروش برنامج يرشحوا القاده تاعهم؟ المقاطعه سهله، المقاطعه اسمه سي لا سوليسيون فاسيل. انت يا اخي تقول لي نقاطع، انت يا كي تقاطع واش موش من حاجه جبتها زياده؟ تقاطع انت كي تقاطع على بالك بلي بوتفليقه يزيد يطلع، تقاطع انت تقاطع صافي دير، راح تزيد تسمح في حقك وتخليه باين يديروا، يزيدوا يديروا فيها التزوير ويزيد يطلع بوتفليقه. دوك انت تهضر لي على لو كار ديري، انا غديري هذا والله غير علامة استفهام كبيرة دوك، ما الله اعلم، ما فهم بيرسونيلمون ما قدرتش نجوجي، باسكو من جهة كيما راك تهضر انت شغل سوبيتمون خرج، ما عرفناش منين جا، و ثاني تيك دوك الناس اللي يتساند فيه، ما الله دانييرمون سي مدام زبيدة عسول، انا جي ريسبكتي نورمالمون هادي زبيدة عسول مع سفيان جلالي، مع هضرت لك عليها المره اللي فاتت ولا ما هضرت على بالي، هضرت لي عليها على بالي، شفت نعرف على شفت بالي بعينيك دوك ولا ما شفتش؟ معليش معليش بصح استاذ ما حابين نسقسيك دوك سؤال، معليش انا شوف، انا لا فيزيون تاعي اني ان بو فلو، دوك انا كنشوف واحد كيما نكاز ترشح، واحد كيما هذاك سبيسيفيك ترشح، هذو اللي كلون اليوم يجوزوا كل يوم، انا فوتي ماشي غنفوتي، انا فوت في الاخر نقدر نفوتي عليه،
كيديروا لنا هكا فاصون سي فولو صافي دير حنا مام المعارضه ماشي تعاون فينا حنايا انه بوس ا فوتي سوا ما فوتيوش معارضه اسمو الامتناع لابستونسيون وانا ضد هذا الخيار هذا باسكو درناها من قبل ما جابت والو وكان كان هذه لابستونسيون كان جابت حل كان تجيبو في 2004 ولا كان تجيبو في 2009 ولا في 2014 ما جابتنا حتى حل وما تجيبش حل صدر خلاص هذه غير ما نبقاوش نعاودوا فيها تاع تاع المقاطعه ما تجيبش الحل المقاطعه دوكا يبقى لنا لازم كان عطى ربي وعندنا معارضه على الصح يا سيدي خرجوا واحد تفاهموا على واحد دير ان كونسنسوس ياك داروا ما زافرون داروا مع باش شحال من طاقه ما كاش كل واحد يضرب الاخر في صاحبه دونك يا با ما كاش مرشح اللي باين يقدروا يدوروا عليه يقدر يلتف عليه الشعب الجزائري دوك نتايا دوك الحل وشنو انا نشوف بزاف اللي يهضروا على المقاطعه هل المقاطعه تجيب لنا حل لا يا خويا وانا اعطيني رايك انا الله اعلم ما هضرت عليك انت ماشي عليك انت شوف انا راني تحدثت في هذا الموضوع عشرات ومئات المرات تحدثت عليه وغير حتى قبل ما جبت تحدثت على الموضوع هذا على جال باش ما نبقاش نعاود نكرر في الكلام نخطر لو كان نزيد نعاود نهضر لك ممكن نهضر لك نص ساعه وانا نتكلم والكلام راهو مسجل باش ما نعاودش من بعد تقدر تعاود تشوفه راني تحدثت على الموضوع هذا وعطيت الجواب وقدمت اقتراحات باش ما نعاودش نكرر نفس الكلام شوف انا ندلك لك رايي معليش باش ما نبقاوش نعاود ندلك لك رايي رايك انت الناس اللي كانوا هنا مسمعوا انا رايي دوك فاصون ا 99% انا رايحين فير ان 5 موندا فهمني كيفاش لي زوبوزون معارضين هادو انا ما نسنى منهم والو دوك تضلي على غديري انا سانسيرمون دوك كنت نخمم سيريزمون باش نفوتي عليه علاش دوك نكسبليكي لك علاش مالغري مانيش مقتنع حاجه ماشي مقنعتني هذا الانسان مالغري هو يقول بلي انا جيتي اوبليجي من ما نهضرش باسكو واسمو كانت عنده لوبليغاسيون دي ريزيرف هكذا ما يقدرش يهضر كان يخدم حاكم البوست ايتترا مي دوك انت دوك انا اذا يعطوني لو شو بين انا غديري اللي نعرفوه ونشوفوه شاو يهضر ويمد لنا في البروغرام تاعو ولا نبوت فليق ان سانكيام موندا اللي راه ودينا نشوف لا غير سيفيل والله غير رانا رايحين غير اون غير سيفيل مشكل وكيما يترشح هذا على غديري يا خويا انا شوف انا جوريمي نشوف مسيو بوشاشي يترشح جوريمي نشوف باليش انايا واحد كيما وحده كيما زوبيدا عسول ترشح انا جوري بو يسوتني انا شخصيا هادو العباد يقنعوني نقدر نفوتي عليهم بصح كيما ما كاش ساحه سياسيه فارغه لي من نفوتي على هذاك الكلون تحت لمسان هذاك السيد اللي جابوه ولا هادو اللي كلهم يجيبوهم لنا كل يوم نفوتي على واحد كيما نكاز اللي يدير لا مارش والناس يتمسخر بالناس نفوتي على هذاك سبيسيفيك هذا انت تيماجيني تشوف واحد كيما سبيسيفيك مثل الجزائر فلوني ولا يهضر باسمنا انا ناسيوناليتي يسمح فيها اذا هكذاك دونك اون با لو شوا دونك اسكو سي فولي هما بغاونا يكونوا عندنا لو شوا غير بين لابيست الكوليرا هادي سي دون شوز ولا هذا غديري الله اعلم انا ولا غير شوف غديري بور مو سي ميستا ثانيني بصح سي جي لو شوا اونتر ان غديري اللي راني نشوف فيه ونسمعو ولا ان بوتفليقه يا اخي انا نروح للفرد فير غديري اي جو لو دي جو لاسيم يا اخي انا هذا ورا التغيير ترك مع التغيير تاع النظام انا مع التغيير انا شوف انا مع التغيير جوري ميكس سوا دي نوت مانيير ما راكش مع التغيير لا كان ما دابيت لا اسمح لي مع التغيير راك انت مع الاستمراريه راك مع وراه مرشح تغيير يسمي لي مرشح تغيير اعطينا الحل انت وراه مرشح تغيير شوف نقول لك عباك بلي اذا زاد على بالك اسمع الى دوك مثلا انت يا راك دير في السياسه وراك فاهم النظام بقاء بوتفليقه بقاء بوتفليقه هو كشخص انتهى خلاص انتظر الاعلان تاع الوفاه نتاعو في اي لحظه بالتالي بقاء في بوتفليقه انت ما تشوفليش انت 5 موندا و5 سنين وربما 6 موندا هذه نتاع واحد معاق في راسه بوتفليقه انتهى بقاؤه هو راه رايح يدفع الى التغيير اما وصول هذا اللي راك تسميه انت هذا اللي غديري راك تطمح انت للتغيير هذا هو استمرار النظام لانه وكنت لما يوصل هذا تبقى انت تستنى في الحكومه شكون هذه الحكومه اللي راح يديرها هذا في حاله ما وصلوا لانه ما ناش عارفين ربما قادرين حتى الملف نتاعو ما يفوتوش
واش اسمه في المجلس الدستوري، قادر في اي لحظه يعنه قال وفاه بوتفليقه، في اي لحظه قادر يحصل انقلاب وتاجيل الانتخابات، ما على بالكش الامور راه مازالها ضبابيه ما عندكش اسمه. درك هذا لما يوصل فرضا يعني هكذا نحلوا ديروا احتمالات فرضا درك هذا يعني غدير هذا فات، استنى انت شكون الحكومه نتاعو، الحكومه نتاعو اوكي، من بعد عاودك لازمنا انتخابات تشريعيه، بون ديروا انتخابات تشريعيه، يخرج لك حزب جديد حزب الغديريون، فهمت؟ راحت جبهه التحرير وراحت جبهه التبندير وجبهه العسل وجبهه القطن وكذا، دوكا جبهه الغديريون، فهمت؟ يخرج لك. ومن بعد واش قال؟ ودي احنا البرلمان هذا ولازمنا الانتخابات البلديه، اوكي روح زيد البلديات. وتبدا راها بدات عمليه التغيير، ها نحاول الفلاني، ها نحط وزير، ها هو منا ها هو منا. قال ودي راح تخلصت 5 سنين، احنا صبرونا لازم عوده ثانيه، راكم تعرفوا بوتفليقه راهو دار فيها رايو، وحنا لازم لنا وقت، كتعرف 5 سنين ما هي والو في عمر الدوله وكذا وكذا، 5 سنين واحده اخرى. بوتفليقه هذا صايب، بوتفليقه راح، راهو ديجا اليوم الذكرى الثانيه لوفاه بوتفليقه، اليوم الذكرى الثالثة لوفاة بوتفليقة، واليوم الذكرى الرابعة لوفاة بوتفليقة، أو التسجيل تاعي راه مسجل، ربما أنا نموت وراهم يجيو ناس من بعدي يسمعوه، وتبقى تبقى الجزائر رايحة. حنا نحوسوا على تغيير حقيقي، هذا التغيير الحقيقي مش هذا غديري اللي ديرو. تقول لي باللي دوك أنت تقترح هو أنه هذا بوشاشي يترشح، معك راني تكلمت في هذا الموضوع في وقت سابق، وحتى قبل ان راني تكلمت في هذا الموضوع قادر تعاود فيما بعد تعاود تراجع تدخل نتاعي. الانسان اللي راهو يساند في هذا العلم هذا مش هو، معليش انا شوف راه يحوس على استمرار النظام. وكنت كشاب انت ربما ما على بالكش على بالكش بالامور، زبيده عسول على بالها، زبيده عسول البارح كي كانت تهضر لما جات تتكلم قالت في البيان تاع اول نوفمبر انشاء دوله جزائريه اجتماعيه، وفاتت على هذيك نتاع في اطار المبادئ الاسلاميه، نحات هذيك عقبت عليها. وهذا مقارن اي العربي على باله ما راهمش يساندوا في هذا، اللي غديري غير هكذاك انت كشاب ما على بالكش، اوكي هذا الناس على بالهم واش راهم يديروا، ما راهمش يساندوا في علي غديري غير هكذاك. اللهم الا اذا كنت انت مقتنع حاجه واحده اخرى، مقتنع انت بالفكره نتاعك. اسمع انا شوف شوف استاذ انا ماشي انا شوف انا فهمتك مليح دوك فاصون هذا قناعاتي برك، انا مانيش نحوس نقنعك ولا ما تقنعكش، انا نشاركو برك في الاراء هذا ما كان. انا واش فهمتك باللي لو بروبليم نورمالمون ما وصلناش لهذا الهضره نهضروا عليه، ما وصلناش من قبل، وكان كان عندنا احزاب والبروغرام تاعهم باين ماشي، ما يستناوش حتى دو مواقع باللي زيليكسيون باش يحوسوا يترشحوا ولا ما يترشحوش. نورمالمون الاحزاب لي ليدر تاعهم ولا لي شيف دو بارتي يا اخي كل واحد يترشح وكل واحد يروح للتوجه تاعو، الفكر السياسي كل واحد بالك واحد اسلامي بالك واحد ليبرالي بالك واحد شيوعي، كل واحد ماذا كل واحد الراي تاعو. بصح حنا وصلنا لمرحله وين ما كان اون بلو لو شوا. انا رايي باسكو ان سانكيام موندا دو بوتفليقه واش معناتها؟ صادر معناتها يديرونا سيرمون يروحوا فير ان فيس بريزيدون ويدير لك بوتفليقه كوم ان كادر راه هو الجهه تاعو. اذا توفى بوتفليقه انت اونطر لو طون معليش مفروغ منه، خلينا معليش خليني نعطيك برك رايي ودوك ما دوك نعطيك الخط فهمت كيف اونطر لو طون يفون بريباري ان سكسيسور، يجيبوا واحد من الجماعه تاعهم كيف كيما كانوا يديروا من قبل ان كابيني نوار بيس، صافي دير كابيني نوار بكري كانوا تاع لي جينيرال دوك يدير كابيني نوار تاع لا بريزيدونسيال. قادرين شوف اسمع قادرين هما قادرين هما يفوتوا بوتفليقه، فهمت؟ قادرين يفوتوا بوتفليقه وينحيو قال مثلا تعديل الدستور ومن بعد حتى هما دوك راها اذا كان سمعت عمار غول واش كان يهضر، كان يهضر على قضيه تاع ندوه الوفاق، قادرين بعد الانتخابات يعاودوا يحيوها، يحيوا ندوه الوفاق ويجيو احزاب سياسيه وقال فيه تنازلات وكاين فيه حريات وكاين فيه هكذا ومشي حتى يموت بوتفليقه، حتى يعنوا الوفاه نتاعو.
لكن درك بهذا الاطار هذا نتاع الغديري هذا، تاكد باللي عوده الجماعه نتاع التوفيق، عوده الجماعه هذو نتاع الدول العميقه اللي راهم درك هما ضربوا يعني في مفاصل ما ماتوش، ضربوا يعني مش نهضر لك في الاشخاص، في التنظيم نتاعهم ضربوا ضربه من خلال تنحيه التوفيق، هما ضربوا ضربه الان هما راهم يحوسوا يعاودوا يريكوبيريو المواقع نتاعهم، اذا كان عاودوا رجعوا هذه زبيده عسول، وهذا مقرن عيط العربي، هذو راهم واجهه ديكور يستعملوه، فهمت؟ دعوه راها الناس كل في الامخاخ والعقول هذيك اللي راك ما تشوفش فيها، خلاص هذو اللي راك تشوف فيهم هذو كل ما تديرش عليهم، الناس اللي راهم في الوراء اللي راهم وراء الستار هذوك هما اللي راهم درك هما عندهم النسيج، وراهم هما موجودين ومتغلغلين داخل الأجهزة وداخل الوزارات وداخل المديريات وفي الداخل وفي الخارج، هذوك فيما بعد يعاودوا النسيج نتاعهم، قالوا شي راح لهم أمين عام في البلدية الفلانية اللي راهم وجاو اسمه عاود رجعوا، راح لهم مدير عام في المديرية الفلانية والله في الوزارة الفلانية عاود رجعوا بواحد آخر، ويعاودوا هذوك الضربات اللي هما قاستهم في البلديات في الدوائر في الولايات في الوزارات، يعاودوا هما يعاودوا يرجعوا للنسيج نتاعهم ويعاودوا. واشي شكون هذاك؟ هذا كان مع القايد صالح، اي بعث جدو لبرا، يلا هز يجي هو مع الصباح، يلا يعطيوه بالشنافه امشي. هذاك شكون؟ كان مع بوتفليقه، تف امشي برا اطلع، الوزير الفلاني امشي، يلا السفير الفلاني، قنصل الفلاني، الكاتب العام الفلاني، القاضي الفلاني، يلا. من بعد قال شكون هذه القناه نتاع النهار؟ اه تعرف تقول نتاع التوفيق؟ يلا واشي؟ قال لك انيس رحماني، قال لك او راهو كان عنده كونسير، انتم برك ماكم توش فايقين برك، وبالسلامه بالعافيه الله يرحمه. زيد راحت النهار جيب، ويبداو يعاودوا يرجعوا من جهه واحده اخرى. احنا اذا كان رانا حابين فعلا يكون هناك تغيير حقيقي، انسان اللي راهو درك هو راهو راه يمشي مع هذا تاع جنرال الغديري، هذا ما راهو عنده حتى علاقه بالتغيير. في احسن الاحوال هذا اذا كان نقولوا مثلا احسن الظن به انسان جاهل ما على بالوش بالتغيير وما يعرفش النظام، اللي راه يمشي مع الغديري قناعه هذاك حاجه اخرى، راه هو مع جماعة نتاع التوفيق موافقهم هذيك حاجة أخرى. أما باش يجي مرة علينا احنا الغنية هذه ما كانش منها. تفضل. بون معليش أستاذ، بون باش ما نبقاش أنا، ما أنت رأيك مديته أنا رأيي مديته، أنا فهمتك بلي بحاجة سام بزاف. أنا جو بريفير نفوتي على لو ديابل ما فوتيش على سانكيام مودا تاع بوتفليقة. أنا هذا رأيي الشخصي، كل واحد عنده رأيه. أنا جو بريفير سانسيرمون إذا ما كاش منا حتى لو 3 مارس ما كاش ان كونديدا سيريو، تفهم كيفاش يقدر يقنعنا بالبرنامج تاعو، انا نفوتي غديري. انا جاسيم سكو جدي، مانيش نقول لك تايا ولا الشعب لا يستنى، لازم فو دوفي شانجي دافي، هذا سي مون افي نورمالمون، ان ديبا ديموكرات واحد يمد رايو. انا بور موا لو 5 موندا دو بوتفليقه راح يدينا فان غير سيفيل، وان شاء الله راني غلط. دوك نعاود معليش خليك تكمل اللايف باش نعاود نشوف الراي لا سوليوشن اللي بديتها نتايا، وجو سيد لا بارول للناس واحد اخرين. هكذا استاذ، شكرا، امل بارك الله فيك، يعطيك الصحه، ربي يبارك فيك الاخ جمال، شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا الاخ جمال. نشوف ترى الاخ هذا بوعلام راهو عندك بلوكاج. شوفوا الاخ هذا عبد الجبار، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ عبد الجبار. الله يهنيك، الحمد لله. كنت نسمع فيك واش كنت تقول مع الاخ هذا. من راك تكلم فينا الاخ عبد الجبار؟ اسبانيا، اسبانيا الاخ. مرحبا بك الاخ عبد الجبار، تفضل. الله يجازيك. انت واش كنت تقول له كامل صحيح هكذا؟ بصح انت شكون تقترح؟ شكون اللي راك مقترحه انت كشخص زعما اللي يمثل الدور الجاي؟ ماني حتى مع واحد. انا ماني حتى مع شخص. وعلاه نتايا ما شكلتش حزب
وتكلت على ربي ورحت وبالك فيها خير. نو انا ما القضيه نتاع الاحزاب هذه ما مانيش مقتنع بها. مشيت في وقت سابق فهمت واقتنعت باللي هو انه الراي الصحيح والسديد بطبيعه الحال من خلال التجربه، ماشي غير هكذا، من خلال التجربه ومن خلال المطالعه ومن خلال خبره اقتنعت باللي لابد هو ان الانسان يكون فوق الاحزاب وفوق التوجهات. هذه اقتنعت بها، انتهيت منها. صح هذا شيء دوك عندي سنوات. تصبرني صبرك، انت طرحت لي السؤال اسمع لي الجواب. منذ سنوات وانا انشط في الاطار تاع المصالحه الوطنيه الحقيقيه، لان هذه يعني الاشياء هذه الاشكال هذو اللي راهم يديو هذو راهم مدين الجزائر للمواجهه. فهمت تاع انك تتوقف مع واحد ضد واحد لانه هما هذ الناس هذو راهم رايحين اولا رايحين يستعملوا القضيه نتاع الجهويه، ان شاء الله نديروا عليها برنامج استعملوها. استعملوا القضيه نتاع الجهويه هذه. قال ذوك مثلا جماعه، حتى انا جاتني هضرات، جاتني كلام، حتى جاتني اتصالات رايحين يتصلوا يستعملوا هذه المساله هذه نتاع الجهويه، يستعملوها في ابشع الصور تاعها. تعرف باللي ذوك مثلا الجماعه نتاع الجيش تمشي معاهم هذه المساله هذه نتاع الجهويه. هو ذوك مثلا بوتفليقه مارس بوتفليقه جهوي 100%، مارس هذه المساله. قال مثلا ذوك تروح انت تلقى شحال من جنرال من المنطقه نتاع تلمسان وشحال من جنرال شحال من وزير شحال من والي مارسها مارسها وحقر في المقابل ناس. قال مثلا حقر في المقابل ناس، قال مثلا مشاو مع زروال والله مشاو مع حمروش والله مشاو مع احمد طلب الابراهيمي والله مشاو مع خصوم تاعو هكذا، حقرهم وهمشهم ووصلهم لهذا المستوى. انا شخصيا انا واحد من الضحايا نتاعو، انا يعني لهنا عندي 18 سنه للحكم نتاعو كل قضيته في الخارج. عارف بلي عندك 18 سنه. فهمت 18 سنه ما روحش للبلاد، انا واحد من الضحايا نتاعو. ولكن في المقابل انا مش مساله شخصيه، انا لو كان مشات بهذيك القضيه نتاع انه مساله شخصيه ولا قضيه نتاع شرق وغرب والله انا واحد اللي نقفلو عظمه في الطريق. لكن المساله ماهيش مطروحه ليا انا دوك مثلا درك هذا علي غديري، ما يجيش واحد انا يدخل لي في راسي باللي راها مساله نتاع شرق. علي غديري هذا العيد العربي هذا راه من منطقه القبائل وراه معروف بالتوجه نتاعو ومعروف بالخلفيات نتاعو، ما نروحش معاه انا على هذا الاساس. قضيه نتاع انه انت تقول لي دوك مثلا علاش ما تتقدمش وعلاش ما تديرش، والله انا نعرف قدري. فهمت انا نعرف قدري، ماهيش قضيه نتاع انك انت تعلن رغبه وتروح انت قال انت راك حاب تطرشها. انا عارف باللي اولا راه مسؤوليه قدام ربي سبحانه، مسؤوليه صح. عظيمه عظيمه عظيمه، راه جبال من الثقل اللي انت راك راح تحكمها. او قال لهم هذاك النائب، قال لهم النائب، سقسوا النائب قدام ربي انت راك رايح تفضح امام الاشهاد، الناس كامل تشوف فيك. انا مؤمن، نؤمن بربي ونؤمن بيوم الحساب وكذا، نخاف انا من المسؤوليه اولا، ما نقدرش حتى نجرأ على جال باش نتلاح ليها. ولكن كانت عندي الفكره هذه صح واحد الوقت سانت انت ابراهيم ايه مشيت معاه. دوك لو كان يمشي دركا ما نمشيش معاه. علاه ما تمشيش معاه؟ ما نمشيش معاه لاسباب راني شرحتها. انا بدل هو لو كان الناس تتقدم من اجل انقاذ الجزائر ومن اجل ارساء نظام جديد، هذه انا راني معاها. قال مثلا درك مثلا يكونوا مجموعه من الناس، راني تحدثت عليها في من قبيل. علاش الشخص دوك سقسيت على قال مثلا يتفقوا، قال مثلا يتقدموا مجموعه، قال واحد من التيار العلماني، واحد من التيار الديمقراطي، واحد من التيار الوطني، واحد من التيار الاسلامي، مجموعه من الناس يتقدموا ويقدموا مثلا واحد معاهم اللي هو كان قريب نقولوا مثلا اللي يقدر هو ينافس الجماعه نتاع بوتفليقه. قال شكون هو مثلا استاذ شكون هو مثلا؟ نعطيك مثال برك، مثال مثلا برك، مثلا قال واسمه حمروش ولا احمد طالب الابراهيمي مثلا. صح حمروش هرب شيخ يا حمروش فوق غير. اصبرني برك تفضل. قال مثلا انت احمد طالب الابراهيمي، قال مثلا الناس قالوا ودي هذا كبير، هذا راهو كبير
كبير بصح مازالو يهضر، ماشي كيما بوتفليقة راه ما كانش خلاص. كبير بصح حسن بوتفليقة، السي في ديالو خير من بوتفليقة. بوتفليقة اسمح لي، هاني جايك جايك، قال هذا راه ولد شيخ، فهمت، باباه شيخ البشير الإبراهيمي، راهو كان وزير خارجية، كان مع أبو مدين في وقت من الأوقات، كان وزير التربية مع أبو مدين. بالتالي ما تش ما تشوف ما تلعب، أولا ما تلعب على قضية نتاع واسمو نتاع الثورة، راهو معاك أو معاك واحد مقابل، تلعب على المستوى أو معاك واحد دكتور، تلعب على النسب أو معاك ولد الشيخ البشير الإبراهيمي، تلعب على النظافة راهو معاك واحد نظيف، تلعب على الصحة راهو معاك واحد صحيح. صح. تسمى الاوراق نتاعك كامل اللي راك راح تلعبها ما كانش، بالاضافه الى انه ذوك لما تتحرك الناس مع بعض مثل اللي راني نحكي لك انا، ماشي قال انا راني رايح نساند احمد طلب الابراهيمي، نساندو لانه انا راه مثلا ولد البرج، انا نروح معاه نمشي معاه، والله ولد سطيف والله قال مثلا انا نروح نمشي معاه لانه راهو كان في حزب، راهو راح يتقدم بدون مثلا حزب، من بعد قادر هو قال مثلا يأثر في منطقة القبائل لما يمشي، وقال مثلا غدوة في منطقة القبائل قال مثلا مجموعة نتاع الأفافاس نتاع كذا، وقال رانا راح نمشي المرحلة يحكم عهدة واحدة، اتفق الناس معاه لعهدة واحدة، من بعد يتقدموا مجموعة من التيار الإسلامي من التيار العلماني الديمقراطي الوطني كذا، من بعد هما يتقدموا كمرشحين، يتقدموا كمرشحين ويروحوا على جلب شوما تتح لهم الفرص، قال مثلا في وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وينشطوا كلهم كلهم مع بعض الحملة الانتخابية، كلهم يخدموا من أجل، قال باللي لازم يكون تغيير ولازم يكون توافق ولازم يكون تعايش، الناس كامل تحرك على المستوى الوطني تلحق فيما بعد، الناس قالوا دي ينسقوا مع بعضهم، قال ها هو قال مثلا مشروع مشترك نتفقوا على خطوط عريضة ونمشي واحدة واحدة، قال ها هو مثلا المرشح البريفيري المرشح الفافوري، قال مثلا ها هو أحمد طالب أو حمروش أو شخص يعني شخصية وطنية نتاع صح اللي يكون هو ما مش متورط معهم، فهمت، خطر كاين بعض الناس اللي يقول لك مثلا دوك مثلا واحد كيما هذاك وش اسمه، كاين الناس اللي هضروا لي على هذا أحمد بن بيتور، هذاك بأحمد بن بيتور نعجة هذاك، وش راح تنتظر منه نتاع هذاك، كان معاهم كان هو مع جماعة نتاع الدياراس، كان معاهم دايرين وزير، خدم معاهم خدم معاهم من بوضياف حتى نلحق البوتفليقة، جيب واحد من هما كانوا معارضين، جيب شخص ثاني ثالث، هيا شخص ثالث، قال مثلا يوسف الخطيب مثلا انسان مجاهد، انسان عنده اسمه رصيد، عنده كذا، جيب ناس اللي هما وقفوا ضده، مثلا واحد كيما جاب الله ما يقدرش ينافسه، جاب الله قال هذا راهو اسلامي، جاب الله قال هذا ما عنده كذا 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 كذا، جيب له واحد اللي هو ينافسه مثلا، وتقبل الناس معاه كامل، شكون مثلا هاي واش كنت نهضر لك، اي معليش دوك عندك تقول لي حمروش، حمروش ما حبش يترشح، صح حمروش شكون جاب، كي تقدموا ليه مجموعه، كي تقدموا ليه مجموعه وقال ها هو يضمنوا له بعض الاشياء، فهمت، قال يتقدموا ليه مجموعه يروحوا ليه، قال مثلا مجموعه من الشخصيات، روح واحد قام مثلا تاع لافافاس، جماعه نتاع الار سي دي، جماعه نتاع الحمص، جماعه نتاع كذا، ويروحوا ليه وقال ودي البلاد راها تحتاج، فهمت، البلاد راها تصرخ، البلاد راها تنادي، الجزائر تنادي، فهمت، صح. تروح البارح سمعتك في واحد المداخله استاذ سقسك واحد على العربي زيت، قلت له مخصوص شويه سياسيا ناقص، ها وناقص الاستاذ العربي زيت، ايه فاش ناقص مثلا يتكلم كلام اليوم غدوه يناقضوا، اوكي سمعت له ما عندوش معلومات دقيقه، نعطيك غير مثال برك، هذا غديري، روح شوف واش هضر عليه في وقت سابق، وقادر قادر يغير الراي نتاعو في اي لحظه، صح، هو ماهوش مع غديري، هو ما عجبوش غديري، واش هضر عليه في وقت سابق قادر يغير رأيه، قضية نتاع المخابرات تسجيلات راها موجودة راها منشورة، قضية نتاع هذا ما يسمى بالحراك هذا اللي صرا هذا نتاع الربيع العربي، كيفاش وقف مع ليبيا وكيفاش وقف مع اسمه، قادر يغير رأيه، أنا ما فهمت التوافق هذا في وقت سابق كيفاش كان يحكي، كيفاش راه يحكي الآن، بصح هو ماشي كثيرة، بصح هو ماشي تابع إنسان قال مثلا
انسان قال ماشي تابع للنظام وطني وطني يحب البلاد. انسان راهو درك هو شوف نقول لك هو راهو في وقت من الاوقات كان يخدم في فهمت باش واحد ما يجيش يلعب لي انا انا كنت معرض في الجزائر في الوقت اللي هو كان في النظام كان في ليبيا كان يخدم في القنصليه في ليبيا من بعد عيطوا له قال اهبط فهمت قالوا له اهبط من بعد ما على باليش انا كان تفاصيل ما لازمش الواحد يهضرها ما انا مانيش هو يعرفها هو يحكيها هو ولكن يحكيها. مع ذلك مع ذلك قام بجهد فهمت الانسان لا تبخس الناس اشياءهم قام بجهد راهو ناضل تكلم في قنوات فضائيه كان يدعو للتغيير راهو بذل الجهد راهو حتى على صحته حتى على اولاده حتى على داره حتى على اسمه رانا نشوفوا في اشياء نشوفوا فيها راي العين مش انسان يشوف باللي هاد الناس اللي راهم دركم مقدمين ارواحهم المهالك ومقدمين ولكن راني نقول لك انا باللي ماهوش متمكن واسموه حتى مره مش متمكن ماشي هكذا ماهوش دقيق ماهوش دقيق كاينه بعض الاشياء اللي هي قال مثلا ما هوش انسان قال مثلا دوك مثلا واحد راهو ناضل في حزب سياسي وقال طرج وقال كذا وراهو كان مثلا عنده فهمتني ماشي كيف كيف صحيح يقدر يشوف غير الهضره نتاعو شوف مثلا غير الهضره نتاعو برك مثلا مرد هنا مثلا ما يعجبني مثلا المرد هنا اي شفت كيفاش مرد هنا تروح مثلا قال تروح تسمع له الكلام تاعو كيفاش يحلل هو الامور كيفاش هو يوسيها ماهيش تاع زيتو اكزاكتومون وانا واحد الوقت كنت نسمع فيه واش يسموه هشام عبود كان يعجبني كنت نسمع بصح دوكا يبان لي باع الماتش 100% يبان لي باع الماتش كاينين الناس شوف نقول لك كاينين الناس خرجوا للخارج من نهار سمعتو اسمح لي من نهار رجع عبدو الصمار وهذاك واش اسمه كاين الناس راهم خرجوا للخارج راهم ولو لقى خدمة في نهار لقى خدمة عند هشام عبود في نهار سوستر هذه يقعد دايخ فيها وقعد يقول لك ما كاش وبقى يقول لك ولو ذكرها مسمع خرجوا مجموعة خرجوا جماعة جدرمية جماعة قال بوليسية جماعة كذا خرجوهم راهم كلهم يلعبوا في دور تاع واسمهم مظلومين ومحقورين وهم خرجوا كلهم من أجل على جل باش يلعبوا الدور ويخترقوا هذا الاسم ويوجهوا الناس من خلالهم هاو يخرج راهو قال مثلا راهو لعبها معارض حتى باش انت تتصل به وتهضر معاه وتعطي له معلومات وكذا خطر عليه راه نشوف الناس اللي هما ما خرجوش من قبل وراه ما عندهمش قال مثلا المواقف نتاعهم الثابته وان خاصه في هذه المساله نتاع التسعينات والله استاذ حبيت نسقسيك على واحد صح. والله حبيت نسقسيك على واحد برك استاذ راهو في فرنسا وراهو معارض زعما والبارح بدا دار لايف البارح وبدا يقول باللي الا ما حبوش يحشموا هاد المره ندوروها سلاح واسمه انيس رحماني كالكوشوز هكذا ديراس الله اكبر بصح علاش هذا حابين نوض البلاد بالسيف والبلاد راهي مليحه دوك انت المشروع ديالك يعجبني ما عندهمش خيار هو ما شوف نقول لك اسمع هذا الناس روح شوف انا سمعت له ما حتى اتصل بيا في وقت سابق هكذا بصح ما قلت له انا ما ندورش حتى خطيني هو حب يدير زعما واش هذا واش هذا حاول يدير مؤتمر اللي كنا نهضروا عليه دار المؤتمر خي او قال بلي راح يدير مؤتمر في اكتوبر ورا راني في فيفري ما كانش ورا ورا الشعبيه اللي عنده ويهضر معاهم عندنا جماعه داخل الجيش هم عندنا ما تاخذوا على رايو ما والو ما عنده لا جماعه ولا يحزنون بصح علاه علاه هما راه جماعه دوك علاش راه دوك هو مع غديري لماذا جماعه الدياراس حابين يعاودوا كاينه بعض الاشياء كاينه بعض الاشياء اللي نقولوا مثلا كاين مرات انا هو انه انت تشوف باللي ما تتكلمش فيها في وقتها خطر لو كانت تتكلم انت في وقتها كاين الناس اللي ما تفهمش كاين الناس اللي ما تفهمش تحتاج الى وقت تحتاج الى وقت قادر الوقت هذاك 6 اشهر قادر عام قادر عامين فيما بعد لما توصل تهضر لما تهضر تقول ها لو كان نقولوا مثلا انا هضرت النهار الاول انا في اول تسجيل تاعو والله في اول كلام تاعو كاينين اللي اتصلوا بيا
كي يتصلوا بي يهضروا معاه، قلت لهم انا خذوا حذركم، اكزاكتو خذوا حذركم، لكن لازم لك وقت باش يبانوا. دوكا راهو بان، هو خرج انا واش يبان لي هذه السول، هذه راها بانت، هذه اللي نعرفها، نعرفها اللي راهو بان، وكل راهم بانوا بالوجه نتاعهم العاري، راهم درك الان منهم اللي راهم يسندوا. والاستاذ مصطفى، والاستاذ مصطفى بوشاشي ما يقترحوا عليه باش زعما يترشح ولا يدير حزب ولا ما شكيتش يديرها، ماشي من هذاك الاخر، هو عيا مسكين اسي، ماشي هما باك لاصقين فيه زعما باش يبيدوا الصوره ديالهم. سمحت كيما زبيدة عسول عندها، ما نقدر ما نبداوش نحكوا على القديم ديالها، كان عندها دوسي قديم ومنه ومنه، كنت انت تعرفه وانا نعرفه كاع نعرفه، سمعتني؟ عطينا 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 راس الخيط برك نتاع نتاع كيفاه كانت وكيفاه وكيفاه كانت قضيه هي كانت قضيه كانت قضيه في التسعينات، نهار كانوا كانوا الاخوه كانوا في في الرقان ومنا ومنا، والحكايه طويله ما تخلصش. ودوكا راهي تلمع في الصوره دي، الناس يتشوف فيها هي كيما الشخص هذا اللي جاز قبلك، قال لك انا تعجبني وما على باليش، وقال لك انا يا لو كان ما من فو... لو كان زعما يقعد غير بوتفليقه زعما نفوت على الغديري. الانسان هذا مسكين لو يحكي، ما على باش منين لو يحكي، لو كانوا في الخارج ولا كان يشوف مليح. هذه اسمع اسمع، شوف نقول لك اسمع، انا هذه الامور هذه ما تفوتش عليا. شوف نقول لك دوك، هذا الاعلام هذا هو وسيله من اجل صناعه الرأي، هذا هو الهدف نتاع الاعلام. دركا كاين الناس اللي هما راه ما على بالهمش، على بالهمش فعلا، يعني تسمى ما راهوش مناضل ولا راهو عنده تجربه والله، واسمو يتحدث مثلا بنيته، ولكن كاين اللي ما راهوش يتحدث بالنيه، راهو من يحوس يفوت رسائل او يحوس هو قال مثلا يصنع راي، يصنع راي، تصنع راي، روح اصنعه، قادر عندك صفحه نتاع فيسبوك ولا عندك في يوتيوب ولا، واصنع راي وحدك. كاين الناس اللي هما على بالهم باللي كاينه منابر اللي انت من خلالها هو انك انت راك رايح انت تبعث رسائل ولا انت كذا، خاطر انا الناس اللي راهم يتبعوني راهم يعرفوني حتى ولو اقليه، حتى ماشي ولو اقليه، لا لا ماشي اقليه، تبعوا قالوا رؤساء احزاب، كاين بعض الصحف الصحفيين، كاين كذا راهم يتبعوا يتبعوا كذا، وعارفين باللي الكلام تاعي كلام موضوعي وكلام منطقي وكلام عقلاني وكلام كذا، كي نتحدث انا في مسائل ماشي غير هكاك. هذا انت دوك اللي انسان اللي راهو درك هو راهو هو دوك مثلا في الجيش، رايح يدير لك انت حزب سياسي دوك، ومن بعد راه درت حزب سياسي، درت حزب سياسي ما عليش يا سيدي، في الخارج واش عليه يا سيدي، تراك ماكش مأمن بهذا النظام، اصبر اصبر، انت راك درت حزب سياسي، دير مناضلين ودير طرح ودير برنامج ودرج معاه بشويه نهار اللي تلحق انت المستوى ومن النضج السياسي، وتبدا انت فيما بعد وترقلي امورك انت، قال مثلا غدوه قال مثلا تهز انت الباسبور تاعك وما على باليش انا كذا، وترقلي امورك وتروح انت للبلاد، ولا دخل انت الانتخابات الرئاسيه ولا كذا. جا يلا دخل مع حركة مواطنة، هوب هاهو مع علي الغديري، هذه هي نفسهم جماعة نتاع ذو، جماعة بركات دياراس، جماعة حركة مواطنة دياراس، جماعة ذو نتاع مظافر والأغلبية نتاعهم دياراس، انتم معولين، هما هما حابين بالسيف، رايحين بأي طريقة، يعني ما نديوهاش الموضوع حتى السلاح، حتى السلاح، وكاين الناس اللي راهم يحركوا فيهم دركوما داخل هذو نتاع الجيش، هذو اللي راهم موجودين دركا على مستوى الوطني، انت كيفاش انت الجماعه يتلاقاو على مستوى الوطني ويديروا لك تنسيقيه ويديروا لك كذا وكذا، هذه هذه الناس اللي هما يمشيوا بنيتهم، يمشيوا بنيتهم، قال مثلا عندهم هما مطالب مشروعه والله يمشيوا بنيتهم، كاينين هذه كامل، باسكو راهم يخدموا معاهم، هادي كامل باسكو الحكايه بين توفيق وبوتفليقه، زوج عيبات حابين يخربوا بلاد كلها، هادي هي هادي هي المساله، بداو بيناتهم نوضوا بيناتهم صارت الكوديتا، ودوكا توفيق ما عجبوش الحال او يحرك في الخلايا ديالو، بوتفليقه ما على بالوش واش يصرا، خاوتو هذوك الحاشيه اللي ما راهي جابده لجهتها،
الاخرين جابدين جهتهم، قايد صالح كاين مع زي تبع، سمعتني؟ وشوف وين لحقنا، وشوف وين لحقنا. حبيت نقول لك برك واحد الحاجه على واش رايك في الفيلم اللي داروا على دلان ملاح الاخير هذا؟ استعملوه مثل ما استعملوا هذاك وش هو اسمه معاهم هذا المدعو هذا امير ديزاد، استعملوه مثل ما استعملوا رشيد نكاز، استعملوه مثل ما راهم استعملوا عمار سعداني، استعملوه مثل ما استعملوا ناس اخرين هذاك محمد الوالي، استعملوا ناس كثيرين استعملوهم، فهمت؟ استعملوهم فهمت، استعملوه مثل ما استعملوا ناس اخرين. بارك الله فيك وجزاك الله خير، وربي ان شاء الله يوفقك استاذ. ربي يبارك فيك. المهم شكرا للاخ الكريم. ربي يحفظك، ربي يحفظك. الله يبارك فيك الاخ عبد الجبار، شكرا الاخ عبد الجبار. شوفوا ترى الاخ هذا فارس. المهم الاخوه ما نزيدش نطول بزاف، راه رانا 12 وربع تاع الليل. شوف ترى نزيدوا كش ما نعطيه فرصة لواحد ولا زوج ونختم إن شاء الله هذا النقاش. الله يهديك الأخ الكريم، كان له غني مهدي ما يقبلوش أصلا هذاك، ديجا دوك يروح يدير الملف يطيشوا له، والله كش ما يدير كش ما شطحة قالها مزورو لي وكش ما داروا لي كيما دار نكاز، ما يعد ما يفوت عندهم. شوف عندهم اشخاص معينين راهم راهين يفوتوهم، الا كيما اقترحت فاني ترشح واحد من هذه الشخصيات الوطنية اللي عندهم هم الثقل السياسي وعندهم علاقات وطنية ودولية ويقدروا فيما بعد مجموعة من المرشحين اذا كان فعلا يحوسوا، قال مثلا المصلحه نتاع البلاد، كاينين اللي يجبدوا رواحهم يخليوا مجموعه يمثلوا تيارات مختلفه يلتقيوا مع بعضهم من بعد يديروا ان بلوك يخدموا مع بعضهم يقطعوا الطريق ويمشي معهم الشعب ويمشي معهم الجيش، اللهم بارك. اما هذ الناس هذو راهم غير راهم مساهمين معهم، مساهمين معهم في هذا الاخ فارس. راني دخلتك، شوفوا ترى هذا اللي مسمي روحه دانيال. فهمت؟ مسألة ما هيش تتعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. شراك الأخ لباس. الله يبارك فيك. الاسم نتاعكم من درك تكلم فينا وتفضل، مرحبا بك. خويا اسمي باسم من ولاية تبسة. مرحبا بك الأخ باسم. الله يحفظك خويا. عندي برك سؤال حبيت نسألك فيه على الناشط السياسي رئيس رشيد نكاز برك. ها يعني هو رو مروبلها يعني في الجزائر في باب الواد رو داير حالة، واسكول انما مانيش فاهم حاجة واحدة، يعني النية تاعو برك واش هي النية تاعو العبد هذا يعني يخدموا بيه، يعني واش النية تاعو؟ لا معاهم معاهم يخدم معاهم. كيف يخدم معهم؟ يعني هو فهمتش انا، هو ديجا ترشح في 2014 كنت شوال. ايه ايه شوف نقول لك، هما درك هاد الجماعه عندهم مجموعه من المرشحين ماشي راهنوا على واحد. هما بوتفليقه لما جابوه، بوتفليقه لما جابوه وكان يخدم في المخطط نتاعهم كانوا مخليينه طايعينه كل شيء. ان فوا تسمى مسوه السوه في خوه، هو فاض عليهم فاض عليهم واستعمل العلاقات نتاعه وكذا وبدا يريش فيهم. دوك هو اللي بدا لما بدا يريش فيهم وراحوا للجماعه هذوك ضربهم فيه، لانه هذا راه انسان كان في وقت من الاوقات وزير خارجيه يعرف الجهاز تاع المخابرات وعنده علاقه، حتى الناس كاينين الناس اللي هما يمشيوا معاه مثلا كما القايد صالح هذا يمشي معاه على اساس انه راهو قال مثلا مع جماعة نتاع بومدين ومجاهد وكذا، فهمتني؟ قدر هو يأثر في 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 ناس كذا واستعمل ناس ضدهم. درك هذا رشيد نكاز هما هذو الجهاز تاع المخابرات لما قال مثلا هو يحب يضرب بوتفليقة ما يروحش ليه مباشرة يهضر عليه، لأنه راهم يهضروا معاه راح ينهزوه طول. كيفاش يروح؟ يروح ليه انديريكتومون
لمن يروحوا؟ يروحوا لسعداني للشام. في الجزائر، في الجزائر ما يهضرش معاه، يروح له لفرنسا. والجماعه ما بالهمش، الجماعه ما بالهمش، قال السي محمد بابا بابا سعداني عنده فيلا في فرنسا بابا با. يجبد له ايران وكل لا وعنده شونزيليزي بابا ويروحوا هو راه يدور بهم هذا النكاز يخدم فيهم، يخدم فيهم يحركوا فيهم. بعد راك تشوف فيه راه يدور نتايا في الوسمو عنده راه جماعه يدعموا فيه بالماده قاعد وقعدها راهو يدور هاو في الوسمو في البلاصه الفلانيه هاو راح الليل هاو راح لندن هاو راح الوسمو لكندا هاو راح لالمان هاو راح الوسمو ديك وراهو يدور بزاف صح يدور بزاف يدور بزاف صح يعني ما خلى حتى كله من اجل علاجل باش ينوض في الناس والناس هما تما يهيئوهم دوك واش راه يدير راهو يدير في عمليه التهيئه عمليه التهييج راهو يدير فيها من اجل خدمه ناس اخرين راهم يجوا فيما بعد لما هما دوك تنوض تحرك يعرفوا هما كيفاش يمانيبيليو عن طريق الاعلام من بعد يضبطوا الامور بيان واحد شوفوا في جميع القنوات في جميع الصحف في جميع كذا ومن بعد هما عندهم ناس صح. عندهم تكتيك عندهم كذا هو دركا راهو يقوم بعمليه نتاع تعبئه نتاع تهييج راهو يحرك في الناس كاين بعض الشباب اللي هو لا قرا الدستور ولا يعرف النكاز ولا تقول من النكاز هو راه يعتقد فيه مثل ما راه مشاو عليه في القنوات الفضائيه على اساس انه راه مليونير ومن هذا المليونير هذا اللي يعني يسمع يمشي على واش يسمع يعني الشبيبه تاع درك ياها اسمح لي شيخه الشبيبه تاع درك يمشي على واش يستسمع ودانيه يعني يقول لك نكاز شبيبه يقول لك نكاز مليح يروح نكاز مليح نكاز باهي نكاز دار ودار ودار نكاز خطيه فهمتني شوف نقول لك يعني بعض من الناس اللي هو لا على باله بالسياسه ولا على باله بالحكم ولا على باله واش راه صاري يشوف هو دوك مثلا النكاز راه باين في التلفزيون يروح يصور معاه ومنا وراني معاكم منا ومنا كله غير عجب باش يصور معاه باش يروح هو قدام صحابه ولا غتلقيت انا ونكاز وراني صورت معاه ناس شوف المستويات نتاعهم تحت الصفر هذا موش قال راهو يفكر ولا راهو يخمم في بلاد ولا يخمم في مشروع ولا غير جست على جا الصوره كاين الناس اللي هما يروحوا قال مثلا عنده مشكله عنده قال مظلمه ولا عنده كذا يلقى فرصه على جال باش هو بوق يهضر من خلاله باش هو يوصل الرساله نتاعو وهكذا كل واحد كيفاش راهو اما باش الناس راه تخمم البلاد الا ما رحم ربي المهم هو راهو يقوم بدور مش غير هو هو وناس اخرين فهمت فهمتك خويا بارك الله فيك الاخ الكريم هذا سبيسيفيك هذا سبيسيفيك هذا سبيسيفيك حركوا انت عن طريق عن طريق البرلمان فهمت قال هكذا يلا سبيسيفيك مسكين هكا على بالك صبرني صبرني انسان يعني صبرني يحركوا هذا سبيسيفيك اوكي قال اتاكي الوزير الفلاني فهمت اتاكي الوزير الفلاني يبدا هو يهز هو قال في اطار هذاك البرلمان يطاكي بصح هما ما راهمش يستهدفوا في الوزير هذاك يستهدفوا في بوتفليقه لان الوزير ذاك راه واقف معاه فهمت القضيه فهمت نفس الشيء قضيه هذيك نتاع في واحد المره استعملوا نتاع مقاطعه ولا ما على باليش يحركوا ناس معينين من اجل خدمه منطقه واحده اخرى قال مثلا منطقه مثلا هذه منطقه نتاع الغليزان راهم دايرين فيها مثلا وزين نتاع نفخ العجلات مثلا هما يحبين باش يسكروا الوزين هذاك في المنطقه هذيك باش يحولوه لمنطقه واحده اخرى فهمت يبعثوا ايه شوفوا ناس قال يديروا كش مع حاجه ولا هذيك من اجل خدمه منطقه واحده اخرى من اجل خدمه ناس اخرين قال حب يحطم واحد قال مثلا راهو انتربرونور والله قال مثلا يضرب بن حمادي من اجل خدمه ربراب مثلا يضرب بن حمادي يعني يخدم الطرفين ايه ها تذوق مثلا قال مثلا راهم ناس دوك مثلا واقفين مع بوتفليقه شكون اللي يضرب وشكون اللي راهو مع مع مع, مع, مع غلي غديري كاين الناس اخرين راهم واقفين معاه هذوك يطاكيو الاخرين
خرجوا لهم ملفات درك تشوف درك مثلا عندهم هم بداوا درك راهم ينفخوا قنوات يفتحوا قنوات فضائيه يفتحوا دي ستوديو هكذا برا في الخارج غير تفوت الحمله الانتخابيه شهرين ثلاثة اشهر اذا كان ما فاتش تسكر دير انت شو شارع حاله 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 بمجرد هو انه تفوت الحمله الانتخابيه اذا كان ما فاتش اللي راهم يحوسوا عليه هذيك الاستوديوهات كامل تسكر هما عن طريقهم دوك يخرجوا يعني ملفات يخرجوا كذا يخرجوا ها هو هذا برك هذا عبدو صمار ما كانش يقول لهم هذاك امير ديزا يعني اسمح لي مصفر وهاو كذا وهاو كذا هاو يخطب من برا هاو دوك راهو بالكوستيمات وهاو كل يوم يبدل وهم يخدموا حتى يفوتوا هذا الانتخابات اسف جدا الاخ خرج شوفوا ترى الاخ مراد ونختموا به اخ مراد راهو عندك واسمو ان بلوكاج شوف ترى البوتون تاعك الاخ مراد الخط تاع الانترنت تاعك زيد نعاود نفس الشيء الاخ مراد مرة ذي نورمالمون تطلع رشيد ماني تابع حتى الواحد الاخ الكريم هاي واو جنى رشيد هذا صاحبي ورا رشيد هذا ورا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا الاخ رشيد واش راك خويا نوردي لاباس الحمد لله الله يبارك فيك من راك تكلم فينا الاخ والله رشيد والله يا خويا غير راك منور الله يبارك فيك ربي يحفظك الله يحفظك انت ثانك واش راك اخويا نور الدين والله غير لاباس الحمد لله من راك تكلم فينا الاخ رشيد انا في كندا كي العوايد ما شاء الله كيف الاحوال والله غير لاباس الحمد لله ربي يبارك فيك اخويا راني عاود فورماتيت كاع التليفون باش عاود درت باش عاود طلع وترومو ما يطلعش هذا هو سيرمون كانت عندك كش ما كاين بوطون كانت مغلوقه برك هذا ما كان وي كيف فاهم انا نحكيو على الانتخابات على بالي راك عيان وما تقدرش معليش نزيد معليش نزيد نعطيك فرصه واحده اخرى تكلم على الانتخابات والاحزاب السياسيه هذو انا شخصيا الاحزاب السياسيه هذو في ذاتهم انا ما نامنش بهم اصلا لانهم كلهم يقولوا هما مقاطعه وانا بالنسبه لي السلطه هي المقاطعه ماشي الاحزاب هذا غلط اللي يقول لك الاحزاب هذو احزاب تاع مقاطعه واش مقاطعه تلقاهم بارتو معاهم يتعشوا كيف كيف يسهروا كيف كيف لي زافير كيف كيف واش من مقاطعه مقاطعه هادو راهم كما يقولوا مقاطعين ولا كانوا مقاطعه هادو مقاطعه تاع الشعب مش مقاطعه تاع السلطه اما المقاطعه الحقيقيه هي السلطه هي المقاطعه اللي ما خلاتهمش باش يكونوا كاع هلكتهم كاع كلهم كل واحد تعطي حقه كل شويه وكل شيء معروف هذا هو تاع الاحزاب هذو اما بالنسبه هذو تاع المترشحين هذو انا في رايي انا ما تفصلنا عندي مده ما رانيش في الجزائر راني في اكثر من 20 سنه الان ما رانيش نشوفهم اصلا كاع هذو ابار الغديري اللي يقدر بالك يدير كش حاجه مي الاخرين ما كاين والو إيه بصح الغديري هذا راهو مع الجماعة مع الدولة العميقة راهو مع جماعة التوفيق هذا الغديري هذايا أنا عرفته في الحقيقة عرفته في الثمانينات عرفته وخدمت معه في الثمانينات أنا كنت في ذاك الوقت في الجيش خدمت معه أنا كنت في ذاك الوقت جيتي أنا بلي هو تعرفوا معرفة شخصية ولا إيه خدمت معه دون من بيرو خدمت معه وين مع في البيرو في بشار كان هو المعلم نتاع البيو تاع بشار هو كان في البحريه هذا واش دار بشار لا 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 هذه تاع كلام تاع بحريه وكلام فارغ هذه انا ما يقولها لي حتى واحد هذه لانها كلام فارغ بالك لا راه كان في بشار لا 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 هو نعرفه شخصيا انا نقول لك هو كان في البيرو تاع البيرو دورغانيزاسيون سيتي لوي لو باترون هذاك الوقت اللي تي كابيتان في وقت زروال وهذاك سي زروال اللي حطوا تم هو مجموعه زروال اللي يجي يقول لك من جماعه التوفيق ومجموعه هذا سيتي لو شوشو دو زروال يا تسمع من عليه ما تسمع لي ديسكور دو زروال
انا سكو جاتون سمعت هذا سي تاع شوشو دو زروال واش هي قضيه الكومبيتونس سي كلكان دو كومبيتون اللي يقول لك زعما انسان هذا انا حقيقه ما انا قضيه خدمه معها ماشي زعما اني نهضر عليه باسكو انا نهضر من باب الحق هذاك الوقت كان قايد صالح باسكو انا كنت في لي زيفيكتيف على ليبوك الو كنت طالع ما بين تندوف وبشار هذاك الوقت هذا قايد صالح هو في ذاته كان حكم في تندوف كان حكم السوست كان سكون ابل زون اوبيراسيونال سي تندوف كان حكم السوست هذا قايد صالح اللي راه دوك حكم الاركان وهذا غديري هذا قايد صالح يعرفه مليح لان لو كان تولي للصح قايد صالح كان حكم اوبيراسيونال في تندوف ولكن غديري هذا لو بوفوار كي لافي على ليبوك كان احسن من البوفوار نتاع قايد صالح اللي كان حاكم كاع تندوف لانه هو حاكم اصلا كل تاع المستخدمين كل تاع لا تروزيام ريجيون كلها في يده هذا غديري هذا انا درت معاه انفورماسيون هذاك الوقت نتاع باسكو انا كنت في ليفيكتيف درنا هو لا فورماسيون تاع ليميتاسيون مع لي باساسيون دو غراد هذاك كان حقيقه انسان طيب انا ما نكذبش عليه انسان هذايا مالغري كما يقول لك انا مع كل ما هو السلطه انا ما نامنش بهم حقيقه ولكن هذا غديري فيما يخص قضيه خدمه اللي تي كومبيتون سي كالكا اورغانيزاسيونيل وديجا كي ميم كي خرج اون روتريت باش يقول لك البحريه ومانيش عارف ديجا كي خرج روتريت كان حاكم المستخدمين في هو الاخ هو راه كومبيتون في الثكنه نتاعو هذيك ماشي في تاع رئاسه الدوله لا شوف اسمع هو ماشي قضيه ثكنه هو كان حاكم بيرو دو اورغانيزاسيون سي تو سكي كل حاجه اداريه كانت تفوت عليه كل حاجه ما هو اداري في الجيش كان يفوت عليه صدر قضيه اداره واش هي الاداره نتاع الجيش واش هي تاع اداره المستخدمين نتاع لو بيرسونيل مي وشني في الاداره في الجيش ما كاينش اداره حاجه اخرى ما ولكن واش علاقه الثكنه واش علاقه الثكنه عسكريه بانتخابات رئاسيه انتخابات رئاسيه هذا راه الرئيس اللي راه يترشح راه يمتلك رؤيه يمتلك مشروع يمتلك نظره يمتلك استراتيجيه تذوق تروح تجيب لي انت دوك واحد عسكري وحنا الان راهو دوك كثير من الطوام العسكر هما اللي متسبين فيها شوف يا سي نور الدين انا في رايي انا دوك هذا ما يبقى غير رايي برك ماهوش الوقت اللي انا نشوفه دوك هادو اللي ترشحوا كلهم الى حد الساعه ما كاش واحد يعمر العين كرئيس انا بالنسبه ليا انا ميم دوك تقول لي بوتفليقه انا ما يمثلنيش انا انسان اللي هو اصلا ماهوش موجود ماشي نقول ماهوش موجود حقيقه ماهوش موجود نعم. انا ما سمعت الصوت تاعو من وقت الصيف من نهار هضر في الصيف ما زدنا سمعنا صوته خلاص لا بالنسبه ليا زاد حلف وقيله في كملش الحليف تاعو ما كملش ايه ما كملش الحليف تاعو ما كملوش لو كان كملو معليش ما كملوش ماهوش قادر يكمل الان دوك يشوفوا حنا بوتفليقه هذا اصلا انا ما نكذبش عليك انا بوتفليقه جيتي اوبوزون دوبي 2000 دوبي 99 انا ثاني كنت ضده على بالي انا حسره من وقتاش انا نتبعك نور الدين ماشي من اليوم من بكري من ايام سكايب وسمعت انا قلت لك انا كي اتصلت بيه الاخ رشيد راح بالي لرشيد واحد راح بالي لرشيد واحد اخر تاع قال ما هذيك مش عارف الراوي يتبع كان ساعه يتصل بينا ومن بعد تقطعت اخباره بالك لا عاود راه يتبع فينا راح بالي كي هضرت معك في 2009 هضرنا في 2009 هضرنا في 2014 كل ما يكون هذوك انتخابات ايضا نهضروا شويه هكذا نهضر معك شويه هكذا وما كثرناش ممكن. ما هذا قلت لك الان ما عدناش صدر واحد اللي يجي يقول لك انا رئيس تاعكم وحنا نقولوا بليك وي هذا يصلح نقولوا عندنا رئيس ما عدناش نقول لك الاخ رشيد هو ذاك الشيء اللي انا راني مقتنع به هو العمل الجماعي دوك اذا رانا حابين احنا ننظر للمستقبل حابين احنا نهيئوا الارضيه لاولادنا ولولاد اولادنا لازم الناس تخدم جماعيا هذه عقلية الزعيم هذه لازم نخرجوا منها
لازم نفكروا في العمل الجماعي والناس تخدم مع بعضها البعض. فهمت؟ لو كان نقولوا مثلا راه حصل نقاش، مثلا حصل نقاش وقال حصل حوار وقال مثلا هذا علي غديري، مثلا حصل نقاش قال من قبل تصل مثلا باحزاب سياسيه وقال مثلا راهم كاين مجموعه داخل الجيش وقال راه عندهم القابليه مثلا على جال باش نخرجوا من هذه الازمه وكذا، وخلاص باس طاب وتفليق، هذا رانا جبناه ولكن راهو اتضح باللي انسان ماهوش في المستوى وانسان راهو مستعد حتى باش يحرق البلاد والى غير ذلك. حصل نقاش وهضره الناس يا سيدي ما قدرش راهو اسمه قال خرج للخارج وهضر مع ناس وكذا وكذا، وقال درك راهو هو ظهر على جال باش هو يروح ممكن الناس تمشي معاه. السيد ما عنده حتى يوم نتاع نضال سياسي يخرج من بعد تلقى انت زبيدة عسول وتلقى هذا مقرنعية العربي، مقرنعية العربي ثاني يقول لي عليه ثاني راهو كان يقول انت ذوك هذا علي غديري راهو كان وهذا هو اسمه على بالناش بيه في الانسان واحد من الناس المتعصبين اللي هو كان من الاوقات اللي ساهموا في الانتماء اللي راسلت في الجزائر من خلال ومن خلال الوقوف ضد واحد الناس من الإسلاميين وناس من العلمانيين وقاعدين يحرقوا هذاك يجبد منا وهذاك يجبد منا حتى صارت فتنة عمياء مازال إلى اليوم مازلنا نعاني منها. راح تقول لي ضغ ثاني مقرن آية العربي ثاني مدير حملية نتاع الانتخابية نتاعو ثاني كان اسمه كان مع زروال صح داروا زروال، ولكن وش هو مقرن آية العربي؟ انا شوف خويا نور الدين، انا في رايي هذا كيجي وما راح يكسر راح يكسر الشيء اللي هو هذا السيستم اللي يكسر زروال بنفسه. هذا اللي راهو زروال زعما راح يمد له قوه، زروال بنفسه قاعدوه على يعني ندير نقول كلمه كبيره، زروال بنفسه جابوه برا، هو راح يضرك هو يدعم علي غديري يدعم على روحهم بعد. هاي كنت اجي انا يدير لك بيان وزروال وراه راني عاجز ايها الشعب الجزائري وراني كذا وراني مريض وراني مش قادر نتحرك بصحه وعلي غديري يمشيوا معاه وخلاص وخلاص وخلاص. ناس يقولوا له علاه يا زروال علاه في 99 خليت الطريق البوتفليقه 20 سنه خسرتها الجزائر، علاه في ذيك المرحله ما عيتش انت يا ايها الوطني الغيور على البلاد ايها مانيش عارف كذا ارواح انت هذو المجموعه انت سته اللي سحبوا، علاش ما هو هدرش معهم الطلب ابراهيمي وحضر معهم روش وايت احمد ويوسف الخطيب وجاب الله ومقداد سيفي؟ مقداد سيفي كان معاه كان رئيس حكومه معاه مع زروال، تلاقاو ثم قال ودي يلا ديروا ان بلوك وروحوا نديروا كاش حاجه البوتفليقه هذا وروح مركي في الحيط وراه معقبه. هو خلى طريق وجاب بوتفليقه بعد 20 سنه بعد خراب مالطا، روحوا وقفوا مع الغديري باش ينحيكم بوتفليقه، وبوتفليقه راه الشعب كامل على باله باللي انتهى. مي شوف نور الدين، حنا دوكا هذا الغديري ماشي دوك نقولوا عليه باللي هذا اللي لازم يكون رئيس وهذا هو الرئيس تاعنا. حنا كما كنا نقولوا من قبل لازمنا كما يقول لك تاع اون باساسيون، لا باساسيون هذه لازم وقت عامين ثلاث سنين باش بريباريو رئيس للجزائر. انا هذا كيكون هذا انا اظن بانه هذا جاء هو في ذاته قال لك انا جوي كونتر لو سيستيم. الو سي دي كونتر لو سيستيم، حب يقول ديجا راح يحط لو سيستيم دو كوتي، راح تكون الفرصه للناس اللي راهم جايين بالك، هذا اللي راح يفتح الباب للناس اللي راهم جايين بالك راح يجوا شباب. شكون قاعد لي بارتي بوليتيك؟ باسكو حاليا حنا عندنا مشكل، وشنو هو المشكل تاع لي بارتي بوليتيك؟ سي با دي والله اسمع والله بلا. تسمع الخطابات نتاع بوتفليقه كيفاش كان يهضر في 99؟ ايه سمعتهم ولكن شوفوا رانا بوتفليقه الحق هو انه يهضر على الشاذلي، يهضر على الشاذلي يقول لك الشعب هو اللي اسمه خلاونا وعاد حكايه هو انه الشاذلي
والدوله اللي ما فيهاش مشاكل ما هيش دوله، احنا الحمد لله ما عندناش مشاكل. وشوف من بعد، شوف شوف وين وصلنا، شوف وين وصلنا. وهذا علي غديري وين رايح يبان معاه بوتفليقه، وين رايح يبان معاه في الدهاء نتاعو، في الحيله نتاعو، وفي الطبلعيط نتاعو راح يبان معاه. هذا نقول لك والله العظيم، شوف لو كان يحكمها غير 5 سنين الاولى يدخلها في حيط. راني نقولها لك والكلام تاعي مسجل، 5 سنين الاولى يدخلها الحيط. جزائر شوف اسمع واحد، اسمع جزائر نور الدين واحد، هي داخله في الحيط. اسمع مع هذو كاع، هي داخله في الحيط. يزيد السياسه تتطلب انسان حكيم، تتطلب انسان صح. عنده نظره بعيده، تتطلب انسان هو يبتعد عن الكونفرونطاسيون هذيك، يبتعد هو عن المجابهه هذيك، حتى اذا كان استدرج الحاجه يسي كيفاش هو يبعد عليها، قادر يبعد حرب. بصح انت واحد نتاع واحد نتاع مواجهه، هذاك هو يروح لها. هذا دوك مثلا قال مثلا تجي مثلا مع الباليش انا مع المغرب والله كاش حاجه والله هذيك، يلا طفها ودخل. من بعد دخلت الجزائر في 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 وسمو. لا 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 لا، ماهوش سياسي، فهمت؟ ماهوش سياسي. لازم 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 لها ناس سياسيين، ولازم لازم ناس يكون تغيير بدايه في المؤسسه العسكريه. لازم هذا الاشكال هذو تاع القايد صالح ونتاع وسمو هذو لازم يديبراسوا، هذو يروحوا خلاص. هذو الجماعه اللي راهم كانوا في وقت من الاوقات هكذا، روح بالسلامه بالعافيه. لازم تخرج اجيال واحده اخرى، الناس اللي مثقفه والناس اللي عندها تكوين والناس اللي عندها كذا، تخدم الناس واحده واحده. اما هذو ما تنتظر منهم. شوف نور الدين، هذا كي جبت لي هذا قايد صالح نحكي لك واحد الحكايه. اسمح لي برك، غير اسمح لي برك الاخ رشيد. شوف راهو كان ما بقاليش بزاف في الباتري، يعني دير مداخله قصيره برك باش نختموا البرنامج. نحكي لك برك حكايه على قايد صالح. هذه في 83 واش قالنا؟ كنا حنايا في 6، قال لنا هذه في تندوف، قال لنا يا ولدي انتم هم المشعل تاع الغد، لازم انتم البلاد نعطوها لكم ليكم تشدوها. انا درك راني نشوف روحي باللي مازال لي عام نروح لوترات وهو مازالو. سمعت هذه الحكايه، حكاها لي ثاني مره شوشان. وما زالوا سبحان الله، انا ولادي درك راني قريب نتزوجهم وما زالوا. وكان يقول لك 70 سنه، انا راني قريب نلحق 70. صح، ربي يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله خير الاخ رشيد، وان شاء الله نزيدو نعاودو نتشوفو، نزيدو نعاودو نحكيو ان شاء الله. ان شاء الله تسقيو وتسقيو، ربي يحفظكم الشباب. ان شاء الله يحكموا الشباب ويكونوا شباب ان شاء الله في الاخر، وحنا ندعموهم يا خويا. اوني بور الشباب. انا يجي واحد دوك صغير عليا يقول لي نحكم البلاد، نقول له راني موراك يا روح. والله غير روح، مرحبا بك. ربي يبارك فيك يا رشيد. شكرا لك يا رشيد، الله يسلمك خويا نوردي. شكرا للاخ رشيد. المهم الاخوه والاخوات، معذره راهو عندي واسمو البطارية نتاع الهاتف خلاص راه حبست. المهم رانا تحدثنا بما فيه الكفاية، نحاولوا إن شاء الله نزيدوا نديروا برامج واحدة أخرى في مواضيع واحدة أخرى اللي تتعلق بالانتخابات الرئاسية. كنا اليوم تحدثنا عن الموضوع في برامج واحدة أخرى الأخ فارس حاجي، واللي ترمز الاسم نتاعك عمر نمر، والأخ مراد معذرة راهو خلصت لي الباتري. نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى. عاودوا ذكروني برك إن شاء الله كي ندير حوار والله ندخلكم ان شاء الله ونتناقشوا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.